بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الله اينما كنتم في برنامجكم ملك وكتاب وكتابه. ما تيجوا بينا ننسى اللي فات ونركز على ما هو ات. ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابه، الحلقه 752 يستهلها المهندس عدلي بالغنى. ما تيجي بينا ننسى اللي فات. الفترة اللي فاتت دي اللي قبل المباراة، أيوة، اشتملت على مجموعة من المشاكل والضغوط والتحركات واختلاف الآراء فيما ينبغي أن يفعله الأهلي ومسؤوله الأهلي. البعض مؤيد والبعض معترض، حتى لما طلعت أنا مع كابتن شوبير، وكان الهدف من هذا اللقاء أولا إلقاء الضوء على أزمات الأهلي وحقوق الأهلي والدفاع عنه، ولكن أيضا ردود الأفعال، وإن كانت في الغالب الساحق بتؤيد وجهات النظر التي طرحت، ولكن البعض وله الحق ونحترمه شايف إن لا، إزاي بقى وفين الجمهور ولازم الجمهور يسافر وفين مش عارف مين ولازم يحصل إيه. إحنا أستاذ إبراهيم مش عايزين نتاخد بعيد عن الماتش، نتاخد عن الملعب. هو ده كان هدفي. تختلف معايا في بعض المفردات، تختلف معايا حتى في فهمك لما يعني للقصد للمقصد اللي انا قلته، ما عنديش مشكله، وانا هحترم ان شاء الله واحد بس يختلف معايا في الراي، وعندي استعداد زي الاستاذ محمد الشيخ ما اختلف كده انه محامي هو يتواصل معايا على تليفوني ونتبادل الحديث ونشوف وجهات النظر ازاي يعني تقترب، لان الحقيقه كلنا مختلفين، بس مش مختلفين على حب الأهلي. عشان كده في هذا التوقيت المهم حلقة الليلة كلها خاصة بعنوان واحد، وهو 11 بتوقيت الأهلي. هي 11 إذن، هي الكأس 11، هي الفرصة 11، هي المناسبة 11 التي بإذن الله تعالى يدخل فيها لاعبو الأهلي ونجوم هذا الجيل وجهازه الفني سجلات التاريخ بإذن الله تعالى. مساء الاثنين القادم 9 مساء هيكون الأهلي على موعد مع إنجاز بإذن الله تعالى يتحقق، ليكون الأهلي وحده في تاريخ القارة الذي استطاع تحقيق 3 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا على التوالي، ويحرز 11 بإذن الله 11 بطل على موعد مع ال 11 ان شاء الله. حتى في الوصول الى نهايات استاذ ابراهيم، وهو وحده الذي وصل 15 مره، وهو وحده الذي فاز 10 مرات، وهو وحده جمهور الاهلي، هو وحده الاهلي. لديك الكثير من تاريخ الاهلي القريب والبعيد ما تفخر به وتخرج من حاله التوتر. التوتر الوحيد ان انت تبقى قلقان على نتائج فريقك، ودي كلنا بتحصل لنا. يعني انا ما بقدرش وانت ما بتقدرش تتفرج، ولكن بنرجع نتابع بدقه كل تفاصيل عشان نعرف الامور مشت ازاي. الاهلي ليس حكرا على احد، حب الاهلي ليس حكرا على احد، كلنا بنحب الاهلي، ما حدش زايد على الثاني بحب الاهلي، ولكن اختلاف المواقع بتؤدي الى اختلاف الرؤى. المدارك او ادراك الحقائق مرتبط بمكانك، ايه الحجم اللي بتشوفه من الحقائق تقدر تكون عليه وجهه نظر بتتقال. وزي ما احنا مش من حقنا نصادر على راي ناس، احنا بنقول وجهة نظر فيما يشبه النصيحة بالضبط، لكن وليس انكار على الاخرين انهم يفكروا كده. هم ايضا يدون هذا الحق، نحن برضو ممكن من حقنا نقول حاجة ما تعجبكش، مش اكتر من كده. الحقيقة شيء رائع جدا ان هاشتاج حلم الاهلي بقى 11 كان النهاردة ترند. هو ده بيترجم اولا حماس جمهور الاهلي، رغبة جمهور الاهلي، قيمة جمهور الاهلي، وشعبية النادي الاهلي، وان الاصل في القضايا مفهوش الاهلي. حتى قناة الاهلي في تغطية الكابتن اسلام الشاطر من خلال البيت الكبير والامتداد لحين استقبال البعثة ووصولها الى غرف الاقامة كان ايضا ترند على تويتر. فده الاهلي، ودي شعبيته، وده مكانته، ودي قناته، ودي حماسة جماهيره اللي باذن الله تعالى تلتف حوالين فريقها بكل افئدتها وحماسها مساء الاثنين القادم ان شاء الله. وانطلاقا من احترام هذه الجماهير، احنا ما بنطلعش مع حد، ولكن لما الكابتن شوبير طلب احنا طلعنا بناء على موافقه القناه والمسؤول عن مشرف عنها لافساح مجال اكبر لتوضيح وجهات النظر.
فاحنا لا يجمعنا كلنا الا حب النادي الاهلي يا جماعه، مصلحه النادي الاهلي، وقعدنا في بعض بقى ونفكر فيما هو قال. على فكره برضو علشان الـ 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 الدنيا تبقى في الصوره، الاتحاد الافريقي منذ قليل نشر على موقعه على الانترنت انه محكمه الكاس اللي هي المحكمه الرياضيه الدوليه قضت برفض طلب الاهلي بتاجيل نهائي دوري ابطال افريقيا، والكاف قال على موقعه انه حكمت محكمه التحكيم الرياضي كاس اليوم لصالح الكاف ورفضت طلب الاهلي تاجيل نهائي دوري الابطال. وقال الاتحاد الافريقي انه التزم بتنفيذ قرار اللجنه التنفيذيه اللي تم اتخاذه في يوليو 2019 والذي نص على ان الفائز بدوري ابطال افريقيا سيتم تحديده من خلال مباراه نهائيه. واضاف الكاف تم منح استضافه نهائي دوري ابطال افريقيا الى المغرب بعد ان انسحبت السنغال التي كانت الدوله الاخرى الوحيده التي استوفت شروط الاستضافه. ويلتزم الكاف بمبادئ الانصاف والعداله والمساواه بين جميع الانديه والاتحادات الاعضاء، وسيعامل في جميع الاوقات جميع الانديه والاتحادات الاعضاء بشكل عادل وعلى قدم المساواه. عشان كده اقول لك مش عايزين هذه القضيه تجرفنا اكثر من ذلك. أيوة. في امر واقع انك هتلعب، وكويس ان حسمت دلوقتي، انت النهارده الخميس. خلاص دي حاجه. الحاجه الثانيه مش عايز قضيه السفر برضو تجرفنا، لان الحقيقه نتمنى ان 70 مليون يقدروا يروحوا، نتمنى ان يروح 10-15 ألف، لكن ليس بالامنيات يا استاذ ابراهيم. المساله عايزه امكانيات تنظيميه وامكانيات ماديه وامكانيات اجرائيه عاليه جدا. وفي نفس الوقت لما كنت بتكلم انا في هذه القضيه حتى مع كابتن شوبير كان الهدف ان نوصل للناس، الموضوع مش سهل. وفي نفس الوقت مش عايزين نعتبره شرط من شروط الاجاده. هو هيساعد، لكن ايضا القوه الكامنه وثقافه النادي الاهلي وخبرات اللاعبين وجهازهم الفني ومسؤولوه متعودين ان يجتازوا هذه مثل هذه الصعوبات. عايزين كلنا نلتف حول الفريق، كلنا نلتف حول الاداره، اخذوا بالاسباب حتى لو كان الامل ما كانش كبير قوي بالنسبه للشكوى بتاعه الاتحاد الدولي، ولكن الاهلي لازم اعمل واثبت نقطه ادبيه ان ليا حقوق ما لا تعامل هكذا. فاحنا في الاخر زي ما قلت يجمعنا حب الاهلي دلوقتي، فلننسى كل اللي فات. مش مجال يعني ان احنا نقول انا قلت لك وانت قلت لي، مش غير ممكن. الشيء الوحيد دلوقتي نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يشعر الفريق ان وراءه شعب مصري بالكامل بمختلف انتماءاته، وخصوصا الغالبيه كاسحه منه مشجعي الاهلي وراه، مش بيتكلموا في اي حاجه، ويثقوا في كل اللعيبه اللي هتنزل وتمثل، وكل اللعيبه ايضا مطالبون ببذل الجهد الحقيقي. والتوفيق باذن الله يكون حلفنا جميعا عشان نسعد ونسطر تاريخا يصعب اللحاق به. ده ان شاء الله. في قضيه السفر يا جماعه، يعني حتى فيما يخص الجمهور والسعه اللي الاتحاد الافريقي سمح بيها ان 10,000 للجمهور الاهلي و10,000 لجمهور الوداد و5,000 لرعاة الاتحاد الافريقي و20,000 للجمهور العام. 20,000 للجمهور العام في الغالب او المنطق انها تروح للوداد. الناس حتى في تفاعل الجماهير اللي المهندس عادل بيشير اليها، احنا مقدرين انه حماس الناس كلها عايزه تساند الاهلي وعايزه تشوف اي طريقه تدعم الفريق، لدرجه انه واحد من الاصدقاء على الفيسبوك يمكن الاستاذ كريم زاهر مصري عايش في نيجيريا، لقيته مهتم جدا وعمال يلح في اقتراح نفسي اقوله، في اقتراح نفسي اقوله ايه؟ قال لي صعب جدا ان النادي الاهلي يصفر 10,000 او 15,000 للمغرب. طب ايه؟ قال لي انا عندي اقتراح نفسي يوصل. احنا ليه ما دام بدر بنون ده ابن نادي الرجاء نروح يخاطب جماهير الرجاء تحضر وتشجع الاهلي وهم يكونوا مستعدين؟ قلت له هل لا لا قلت له هل انت تعتقد انه اخلاقيات الاهلي حتى تسمح بكده؟ انا اروح بلد اشرخ جماهيرها عشان مصلحتي في ان انا اخد طرف المنافس يشجعني نكايه في المنافس المحل بتاعه؟ يعني لو دي حصلت في مصر وان انت لقيت الاهلي بيلعب هنا مع الوداد وجي الوداد استمال عدد من جماهير الزمالك وراحت تشجعه، انت هتبقى مبسوط منهم؟ قال لي بصراحه لا.
الراجل في بعد ما كان في منتهى الحماس للاقتراح والفكره رجع قال لي لا عندك شوف يا استاذ ابراهيم، في جزء زي ما قلت من الخليج، في جزء موجود في المغرب، في جزء موجود في افريقيا، في جزء موجود في حته تانية مش كبير، مش هيبقى كبير. والا لو كانت الجماهير تقدر تروح باعداد وفيره كنا في كاس العالم للانديه شفنا جمهور الاهلي القادم من خارج تروح قطر او ابو من خارج الامارات نسبه ضئيله اللي جت برغم سهوله السفر وبرضه مقدور عليها يعني وطولة عالم وفي ظروف اجتماعيه مش كل الناس. طب افرض انك قدرت تسافر 10,000 واحد، مش هتفتح لك قضيه ثانيه اشمعنى دول وسبت دول؟ يا استاذ ابراهيم مش هيجي ناس تقول لك انا كنت عايز اسافر وهم سفروا المعارف وسفروا. قضيه لا ينبغي، لا ينبغي، افهموني قصدي ايه، مش استخسار فيكم يا جماعه والله، ولكن ليها تداعيات مش لصالح النادي الاهلي. اقحام النادي الاهلي في مسؤوليه سفر الجماهير دي عمليه معقده جدا، وزي ما ليها ايجابيات ليها ايضا سلبيات لان غيرك كان هيشرخ العلاقه بين الاهلي وجماهيره. ليه اللي ما سافرش؟ حتى هيقول لك اختاروا مين وما اختاروش مين. افهمونا صح، عايزين يا ريت عندنا البساط السحري نعمل كده جمهورنا كله يروح، حد يملى الملعب، حد يكره، ويا رب برضه نشوف وهو 7-8,000 10,000 واحد لو قدروا يجمعوا بعضهم من كل الوسائل اللي انا ذكرتها دي هيبقوا شويه بحبوا مسموعين جدا. ال 20,000 العامين ممكن يجوا جزء منهم بسيط مش هيجي كتير، الغالبيه العظمى هتبقى من المغرب طبعا، سواء كانت جماهير المقيمه هناك جاليات مختلفه، جماهير من انديه منافسه، وخلينا واقعين وده بيحصل، وبرده مش هيبقى عدد كبير. مش عايزين نخلي العنصر الحاسم في هذه المباراه فقط هو الجمهور، ده كان مؤثرا وكنا نطلبه، ولكن نحن الان نلعب في ظروف غير تقليديه. شوف يا جماعه كتير من المناسبات كان اللي بيأثر على اجواء التركيز فيها ان انت تنشغل بقضايا جانبيه. ايوه احنا ما يجبش ابدا ننشغل بقضيه الاتحاد الافريقي والشكوى والمحكمه والجمهور، دي قضايا جانبيه. دلوقتي المحكمه الرياضيه اغلقت الجزء الاولاني انه خلاص انت قدمت شكوى كانت القضيه اللي انت رافعها بتدافع عن حقوقك وبتدافع عن حق بقيه الانديه في منافسه عادله، وشايف من الحيثيات انه الاتحاد الافريقي ما كانش كافي او عادل بالكفايه انه يسند المباراه في توقيت متاخر بين الذهاب والاياب بتاع السيمي فاينل لدوله فيها نادي داخل على النهائي بعد ما الرؤيه وضحت بعد ذهاب نصف النهائي، كان يجب ان هو يعمل ده في فبراير التاريخ اللي كان محدده. لو سمى المغرب او سمى السنغال او سمى مصر في شهر فبراير ما حدش كان هيعترض، بدري بدري، لكن الانتظار لغايه وضوح الرؤيه دي كانت غير سليمه بالمره منه اجرائيا. الاهلي لما طعم في ده طعم في هذا الاجراء لانه شايف من وجهه نظره انه لا يحقق مبدا العداله الكافيه وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، ولما طالب بده طالب بده لكل الانديه المشاركه سواء الدوره دي او قادم الدورات. طلب من المحكمة الرياضية الدولية متحملا كل التكاليف والأعباء طلبين، الشق المستعجل أنه طلب من المحكمة أنها تأمر بتأجيل المباراة لحين البت في الموضوع اللي هو الشق الثاني تفاصيل القضية اللي أنا قلت لكم عليها. أما وأنه المحكمة الرياضية ارتأت أن الاتحاد الأفريقي سار وفقا لما تقرر عنده خلاص قضي الأمر الذي فيه التستفتيان. الأهلي بيغلق الملف القانوني عند هذا الحد انتظارا لنظر الموضوع. تعليق وحيد عشان الناس تبقى مدركه ما حدث، هي قضيه خاطئه اديرت بطريقه صحيحه من الاتحاد الافريقي. ازاي هو عايز يوديها المغرب وادرك ان الاهلي ممكن يلجا للاتحاد الدولي، فراح للطرف الثاني اللي كان موجود وبينافس اللي هو السنغال اللي انت ايضا كان عليك معاه مشكله كاتحاد وفي نفس الوقت كانت موقعه عليه عقوبات بسبب شكوتك، قال لهم هنخفف العقوبات اذا كان هذا صحيح واسحبوا الملف عشان يقضي على القضيه تمام. فده اللي حصل، سحبوا الملف ما عندناش غير دي، اصبح الموقف القانوني هنا طب هنعمل ايه ما هو ما فيش الا ده بدون تصويت على طرفين ولا بتاع، لان كان المنطق ما تعملش تصويت، لو السنغال موجوده كنت هتروح للسنغال. هو قال لك ان السنغال حتى في حيثيات المحكمه انه الاتحاد الافريقي بيقول لك السنغال انسحب، هو عارف
لما قال لها انسحبي عشان يقضي على أسبابك الموضوعية في القضية. لكن علينا أن نتخذ من هذا الموقف درسا للمستقبل. أيوة. الاتحاد المصري المخطئ الأول في هذا الأمر، لأنه بالزبط. الذي فرط في حقوق أنديته بالزبط. كان ينبغي لها أن يقدم. في الحالة دي كان حيلاقوا إيه؟ المغرب ومصر انسحبوا، انسحب حاجة من اتنين، يعني هنا ماتشين، يا هتعمل قرعة يا هتطلع تشوف نادي دولة محايدة وكنت هتجدها طبعا. الخليج يرحب باستضافة أي ليه هو نيجيريا كانت طالباها، قال لك ملفها مش مستوفى وديها الكونفدرالية. بس في الكونفدرالية إزار الملعب صغير يعني. يا أستاذ إبراهيم المسألة واضحة. طيب خلاص بقى إحنا بنلعب في ظروف أصعب شوية من اللي كنا عايزينها. أيوه واخد بالك، لكن يبقى في النهاية يا مكسبنا بره ملعبنا. الأهلي جاب 11-12 لقب متنوع في أفريقيا من بره الأرض. إذن كل المطلوب مننا دلوقتي ننسى بقى خلاص مين اللي غلطان ومين اللي كان صح ومين اللي كان مش عارف إيه. الناس كل واحد بقدره، بقدر مسؤوليته، بقدر إدراكه، بقدر ثقافته، أدلى بدلوه، المسؤولين بقدر ما يمتلكوه من حقائق اتصرفوا وخدوا بكل الأسباب حتى لو كان أوهى الخيوط زي القضية دي. اللي باقي لنا أن ندعو وندعم ونقبل إذا قدم الفريق كل ما لديه وشعرنا أن في مجهود حقيقي وإخلاص حقيقي وضباط حقيقي وجهد حقيقي في محاولة المكسب أيا كانت النتيجة. إحنا في هذه النقطة نفخر بفريقنا. طبعا لو قهرنا كل هذه الظروف وكسبنا هتحط وتؤكد على المؤكد أن الأهلي في حتة تانية. ده بالتأكيد. على مسؤولية الاتحاد المصري بقى ان هو المسؤول الاول والاكبر في الموضوع، علينا ان احنا نتعلم من ده اللي قدام. انتم متخيلين شكل التنشيط السياحي لدولة شقيقة زي المغرب من جراء هذه المباراة؟ شوف احنا بنتكلم على كام الف عايزين يروحوا المغرب، بقالنا قد ايه وبنتكلم على المغرب 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 المغرب، شايفين التسويق السياحي ليها عامل ازاي؟ دي هي دي المكاسب. انا اهتم بتنظيم فعاليات رياضية شعبية تجتذب جماهير بغض النظر حتى لو مش الأهلي أو أي نادي مصري طرف. وأنت لو بتنظم هذه المباراة والطرف الترجي والوداد أو الرجاء ووفاق سطيف أو جنوب أفريقيا جاي لك منها مثلا صن داونز وفريق تاني زي الترجي أو النجم الساحلي، ما أنت هتلاقي كل الجماهير دي جاية على القاهرة. هي ديت فكرة استضافة الأحداث الرياضية إحنا ذات الشعبية الكبيرة. أستاذ إبراهيم ده خيط وتوجه الدولة آخر ثلاث سنوات. تنمية استضافنا هاندبول، استضافنا كرة كأس الأمم، تصفيات الأولمبية، دي فعاليات على أهمية الرياضية لكن مش جاذبة للجماهير للشعبية. أنا بقصد شوف تنمية السياحة الرياضية. أنا بتكلم دي أنت بتتكلم على السياحة. كل دي إيفنتات سياحية. أنت بتعمل دلوقتي بطولة العالم سكواش، قبل كده جمباز، قبل كده السلاح، قبل كده الرماية. أنا قصدي أن الدولة ده توجهها كانت هترحب جدا أن مصر تستضيف حتى لو لم يكن نادي مصر طرفا فيها. بالضبط. أنت بالذات دولة المقر. على ذكر الاستضافات، منذ قليل أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة اليد قرعة كأس الأمم الأفريقية اللي هتقام في القاهرة من 9-19/7 اللي جاي إن شاء الله. طيب. هتتلعب في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى في 6 اكتوبر وصالة اكتوبر الدولية. القرعة اسفرت عن وقوع مصر والمغرب والكاميرون في المجموعة الاولى، المجموعة الثانية الجزائر والجابون وغينيا وكينيا، المجموعة الثالثة تونس والرأس الاخضر ونيجيريا، والمجموعة الرابعة انجولا والكونغو الديمقراطية والسنغال وزامبيا، وتتأهل المراكز او الدول الخمس الاولى لكأس العالم. اربع مجاميع بيتأهل وافضل ثواني لبطولة العالم اللي هتقام في السويد وبولندا. ما هو الخامس ده هيجي منين؟ أفضل ثواني. أفضل ثواني. ده بمناسبة الاستضافات. طيب بمناسبة الاهتمام الرسمي بالرياضة، السفير المصري السفير ياسر عثمان سفير مصر في المغرب كان له لقاء مع قناة الأهلي عن وصول بعثة الأهلي وعن أجواء هذا النهائي في الدار البيضاء. نشوف.
كل تحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من داخل ملعب العربي الزولي اللي بيستضيف تدريبات النادي الأهلي استعدادا لمواجهة فريق الوداد في الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا لنسخة 2022. مجهود كبير جدا طبعا بيقوم بيه مجلس إدارة النادي الأهلي بالتنسيق مع السفارة المصرية لتذليل كافة الصعاب عشان نتكلم في هذا الأمر ونستفيد في الحديث. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء معالي السفير ياسر عثمان سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية. معالي السفير برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي. لا صوت يعلو فوق صوت النهائي الأهلي والوداد، الأوساط هنا في المغرب، الأوساط في مصر تترقب هذه المباراة. حطنا في الصورة وطمنا على كافة الأمور والتفاصيل الخاصة ببعثة فريق النادي الأهلي. اهلا بحضراتكم في المغرب. طبعا التنسيق مع مجلس اداره الاهلي يتم منذ اسابيع، ليس فقط منذ وصول يعني بعثه الاهلي هنا في الرباط في المغرب، ولكن منذ اسابيع في القاهره. الان تم وضع اليه لدخول الجماهير المصريه الى المغرب. هذه الاليه اليه مبسطه تم الاتفاق فيها مع مجلس اداره النادي الاهلي، تتلخص في انه سيتم اعداد قوائم، والقوائم دي سيتم منحها التأشيرات في مطار دار البيضاء، وأيضا سيتم منحها التذاكر طبعا بمعرفة طبعا النادي الأهلي. القوائم طبعا يقوم بإعدادها النادي الأهلي حصريا، هو الذي يقوم بإعداد قوائم المشجعين. التأمين عالي المستوى هنا، سيتم تأمين أيضا الجماهير، سيتم تخصيص أبواب في الاستاد للجماهير، وحتى موضوع الانتقالات ستتولاه الشركات السياحة التي ترعى موضوع نقل المشجعين للمغرب. معالي السفير عايزين نتكلم على الحديث الاوساط الاعلاميه هنا في المغرب، حضرتك لامس هذا الامر، قول لنا الاوساط الاعلاميه الشارع المغربي بيتكلم على المباراه ازاي، شايفين المباراه ازاي وجود النادي الاهلي هنا في المغرب؟ لا طبعا يعني الراي العام المغربي والاعلام المغربي طبعا يعولون كثيرا على هذه المباراه. فالاول هي مباراه تعكس صوره المغرب، المغرب بيستضيف النهائي، وبالتالي محط انظار العالم كله، يعني محط انظار افريقيا والعالم والفيفا والكاف، وبالتالي هم يريدون انجاح هذه المباراه، يقدمون تسهيلات كثيره، الاستعدادات كبيره وعلى قدم وساق هنا في المغرب، طبعا يريدون فوز طبعا ناديهم، ده طبعا ده شيء طبيعي، ولكن ايضا يرحبون بالنادي الاهلي، يعني مجلس اداره الاهلي، كابتن خطيب، النادي الاهلي لهم هنا شعبيه كبيره جدا، ومرحب بهم جدا في المغرب، ولهم حتى جماهير محبه اليوم هنا. افراد الجاليه المصريه هنا في المغرب بتفاصيلهم بالتواصل اللي بيتم بين حضرتك وافراد الجاليه المصريه طبعا اللي اكيد بتنتظر هذه المباراه، وفي هل في جاليه هتيجي من خارج المغرب؟ بالنسبه للمصريين من خارج المغرب تم ايضا وضع اليه طبعا ليهم برضو بالتنسيق مع مجلس اداره النادي الاهلي، سيكون هناك مكتب في مطار الدار البيضاء يهتم بالمشجعين المصريين سواء القادمين من مصر او القادمين من خارج مصر، وستكون هناك ايضا تذاكر للمباراه بمعرفه مجلس اداره النادي الاهلي موجوده في هذا المكتب، يتم منح اعطاء هذه التذاكر للمشجعين المصريين. سواء القادمين من مصر او القادمين من خارج مصر. بعض التصريحات النهارده في الاذاعه المغربيه تناولت تصريح حضرتك ان هيتم تخصيص منافذ للتذاكر للجماهير المصريه، برضو حطينا في الصوره وكلمنا في هذا الامر. بالنسبه للجاليه المصريه طبعا في المغرب، الجاليه العزيزه في المغرب تقريبا يوجد حوالي 10,000 مواطن مصري، يتم الاتفاق مع الاتحاد المغربي ومع مجلس اداره النادي الاهلي على اسهل طريقه لتوفير التذاكر لهؤلاء المواطنين المصريون. مجلس اداره النادي الاهلي اعتقد ان هو الان بصدد التوصل لاليه سهله للجاليه المصريه لتشجيعهم لحضور الماتش. معالي السفير شايف المباراه ازاي؟ تقول ايه لعيبه النادي الاهلي وجود النادي الاهلي للمره الثانيه في ظرف يعني وقت قصير جدا ما بين مباراه الرجاء وهذه المباراه، شايف الامر ازاي؟ وتقول ايه لعيبه النادي الاهلي والمباراه باذن الله. أقول إنه طبعا التشجيع ورابط المشجعين في شمال أفريقيا كلها لها طبيعة خاصة حماسية جدا، وأعتقد إن النادي الأهلي أخذ خبرة في مواجهة الجماهير وطريقة التشجيع، ونتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي، وأعتقد إن النادي الأهلي قادر على الفوز بالبطولة إن شاء الله. معالي السفير بنشكر حضرتك ونبارك إن شاء الله بعد الفوز بالمباراة بإذن الله. إن شاء الله، شكرا يا فندم محمد، شكرا لك. أعزائي المشاهدين ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، ده كان لقاءنا طبعا مع معالي السفير ياسر عثمان سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية، دور وتواصل مهم جدا مع مسؤولي النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي، أتوقع توفيق إن شاء الله من عند ربنا سبحانه وتعالى إن هو يكرم لعيبة النادي الأهلي إن شاء الله ويتوجوا بهذه البطولة. من جديد تعود الكلمة للزملاء في الاستوديو. طيب أعتقد إن الكثير من التفاصيل اللي تهم الناس أهمها طبعا كيف يحصل المصريون
اللي في الخارج سواء جاليات أو اللي جايين من بره المغرب على تذاكر. ساعة السفير كان محدد جدا في هذا الأمر وقال لهم على الطريقة وإن في مكاتب متخصصة ودي اللي يهم الباقي كله طبعا حديث يؤكد على المؤكد تاني. أيوة. علاقتنا الطيبة بالأشقاء المغاربة وإن هذه المباراة يعني يجب أن نخرج بها بدعائم وشائج يعني. ولما الناس بتقول كده متصورة أن التنافس يعني لا يحقق هذا. إحنا وفاق الصيف خرجنا بالمعنى الحقيقي. صحيح. إن الكرة تقرب ما تبعدش. صحيح. ويمكن الأهلي عالج الجرح بتاع علاقة مصر والجزائر في الرياضة والكرة والمشاكل السابقة. طبعاً طبعاً. بقت العلاقة على أفضل. وحتى مشوارنا مع الرجاء خرج بشكل طيب وبنتائج معقولة كويسة جداً. مع الوداد هتبقى. وبإذن الله مع الوداد كل يبقى الاسم على مسمى. كل الود والوداد. الوداد يعني. فالمسألة مسألة في الآخر كلنا عايزين نعمل أرقام وكلنا عايزين نخش التاريخ بس في الرياضة لازم نفهم أنها حظوظ مع كبار. الفاينل ده يعني أقوى الفرق اللي وصلت. أيوة. فإيه بقى ما فيش حاجة مش وان سايد جيم عمرها ما هتكون كده الليلة. أو مباراة الاتجاه الواحد. الوداد يدخلها مسلحا بانه في ارضه متدفي وكل حاجه حلوه وجمهوره جنبه وما سافرش وتعود على الملعب والمناخ وكل المزايا. لكن الاهلي ايضا يدخل بكل الدوافع التي لديه انه عند صعاب تاتي قوه يعني الناس بتقعد تفسرها لكن مش هتعرف سرها لان سرها عند النادي الاهلي فقط. وده اللي ظاهر في مران النهارده. ده المران الأول يا جماعة للأهلي في الدار البيضاء في أحد الملاعب الفرعية. ودي الكرة الجديدة اللي هيتلعب بيها الفاينل. دي كرة نهاية دوري الأبطال. لكن عايز أقول لكم أنه التمرين شاهد مشاركة كل اللعيبة. يمكن حتى عبد المنعم وبدر بنون سافروا عشان يكملوا برنامجهم التأهيل هناك. عبد المنعم بنسبة كبيرة حتى الآن مش مؤكد أنه هو هيلحق بالمباراة. لكن في جهود طبية بتبذل. انما الباقي الحمد لله سافر اليو ديانج سليم، عمرو سليه، حمدي فتحي، ياسر ابراهيم، دول الاربعه اللي كانوا مصابين اتمرنوا التمرينتين اللي في القاهره والنهارده في التمرين زي ما احنا شايفينهم الكل في افضل حاله. ومستر بيتسو موسيماني خبير مثل هذه المواقف الصعبه يا ابو بيتسو. يعني من انا قلت لك هو ما بيطاح له الوقت بيذاكر كويس. واحنا شفناه. شفناه واحنا في دبي مع الطاقم بتاعه تخش المطعم اي وقت او اوضه الاجتماعات. يا هنا يا هنا. تلاقيهم مجتمعين بيحللوا بيشوفوا بيتفرجوا. فطبعا خد بالاسباب واعمل اللي عليك وتقبل النتائج طالما ان مفيش تقصير. والحمد لله التاريخ بيقول انها بتبقى تميل الينا. تميل الينا. فلكل مجتهد النصيب باذن الله ويكون هذا المجتهد هو النادي الاهلي ان شاء الله. يعني متفق انت معايا ان خلاص بقى مش عايزين نتكلم. بس انا كنت عايز اتكلم على حاجه قول ممكن ننساها. قول النهارده انت اللي هتقول ولا انا؟ لا انا. انت ما تسالني. طيب لا ما انا بسالك هنا. اسال روحك. انا عايز اتكلم فيها وانت هتقول لي رايك. ايوه. لان انا برضو ليا علامه استفهام فيها. في تسريبه كده عن الاختيارات المبدئيه للجهاز الفني للمنتخب. وذكر فيها 10 من الاهلي وخمسه من الزمالك. استعرضت اسماء العشره فيهم ناس لسه بتتعالج. هتلاقي فيهم علي معلول. لا ده غير طبعا الاجانب. فتخيل ان المنتخب مصر ياخد 10 والاتحادات تاخد لك اربعه كمان اجانب. ادي 14 لعيب بخلاف المصابين اللي هيبقوا بره القائمه. كل ده عشان يتقال ان الاهلي مستعد يلعب بدون الدولية. واللي يضحكك بقى ان من اول تقال كده حتى اللي فاكره موسى يطلع فرحان. حتى اللي انت كنت مصوره معتدل يبتدي يقول لك ايه تحيز للنادي الاهلي وده مفيش عداله. مفيش عداله نلعب من غير الدوليين انه يقبل نلعب ده اللي مفيش عداله. وبعدين طيب لا وهنشوف بقى إيهاب جلال هيسيب لعيبة الأهلي ولا لا؟ ما هو ما يسيبش لعيبة الأهلي بس كمان ما يبالغش في ياخد ناس مالهاش لازمة. أما تاخد خط الظهر بالكامل بحارس المرمى
مش معقوله كل دول هيلعبوا وينافسوا بعض وهي مباراه. طلع في مباراه انت مستدعي فيها حوالي 10 او 11 اجنبي محترف خارجي، هتشوفهم امتى؟ فالتوازن في كل شيء مش مهم. عند مهم. مش عنده، مش اختبارات. طب انت بقى بتقول تلعب غير الدوليين، وريني الفرقه اللي هتسيب لي 10 12 واحد ما فيهمش لعيبه لعيبه دوليين، ولا وتقول لي العب من غير 14 لاعب دولي ازاي يعني؟ إز ارجو ان يكون ده تسريبه غير حقيقيه، خاصه يا باشمهندس انك انت هتسافر كمان بعد ما تخلص الـ 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 الارتباط بتاع التصفيات، هتسافر تلعب في كوريا مباراه وديه يوم 15. ايوه ما دي، وترجع تلعب مباراه القمه يوم 19. دي النقطه. انت هتخلص على لعيبتي في السفر والمروح مجاي، وانت غالبا مش هتلعبهم كلهم، واذا لعبتهم كلهم حبقى هيبقى من باب ايه؟ هو انت لسه عايز تجرب الشناوي؟ هو انت عايز ايه من الماتشات الوديه دي؟ مش يمكن تطلع بحد؟ لسه عايز تجرب الاساسيين بتوعك؟ يعني هتجرب الاجانب امتى الا في الماتشات دي؟ فانا كنت اتصور يعني خد في اضيق النطاق، او يا سيدي اذا كنت بقى هنشغلها اهلي وزمالك خد. بس انا يعني ما ظنيش ابدا انه ايهاب جلال استقر. انا بتكلم لو صح هذا. دايما انا اتحفظ. أيوه. لو صح هذا. أيوه. لا ما لا يستجيب ايهاب جلال للضغوط، ولا يستجيب لضغوط الاهلي حتى. يعمل الشيء اللي يفيده هو ويكون منطقي بالظبط، وفي نفس الوقت يدفع بالامور انها تبقى سلسه. ايوه. مستعدين نناقش اي حد نقاش موضوعي. ازاي يعني؟ يعني مين اللي هيتظلم في ان الاهلي يلعب من غير لعيبه الدوليين؟ يعني يا ريت حد يشاور لي كده على هيتظلم يعني غير الاهلي يعني. فالنهارده احنا شايفين تقلبات الدوري، مفيش ماتش سهل. بس انت مش ملاحظ ال 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 التناقض في راي الناس؟ يعني ايه؟ يقول لك ما احنا عندنا احسن لعيبه عشان كده بيجي لهم عروض. الاهلي ما عندوش احسن لعيبه، اما تيجي تختار في المنتخب لا لازم ياخد احسن لعيبه. عرفت ليه بنكشك بقى؟ عشان تقف معايا شويه في الحاجات دي. يعني اصدقك فين؟ اجي لك فين بالظبط؟ هو انت كويس ولا مش؟ انا كويس ولا مش كويس؟ انا كويس عشان كده بياخد احسن لعيبه من عندي للمنتخب. ولما ما ياخدش بس لا، اشمعنى انا لعيبتي اللي بيجي لها العروض ولعيبتي عندي احسن لعيبه في مصر؟ ده يا استاذ ابراهيم لو ما خدش من عنده لعيبه ها ازاي تاخد من الاهلي؟ ايوه. واذا يعني خد منه اكتر من الاهلي، طب تريح لعيبه الاهلي يعني لحد ما نشوف اللي عايزه. انا لما في قضيه اللعب وتاجيل المباراه انا لم اذكر الزمالك خالص كنادي اهلي ولا احنا كاعلام، احنا ركزنا على الموقف والصعوبات اللي بتقابلنا. لا قلنا انت مريح الزمالك ولا جبنا سيرتهم ولا عايزين نخرج من الموضوع خالص. لا وبعدين اللي يقول لك هو انت اجلت الزمالك؟ هو انا ما اجلتش الاتحاد؟ ما اجلش الزمالك قبل الكونفدراليه؟ ها؟ ما انت كنت عامل ايوه انت عارف انه الزمالك بعت جواب انه تعهد انه هيلعب يوم 9 ويوم 12 ويوم 15 وما التزمش بيه. بتروجيت والداخليه والانتاج الحربي يوم 15. جه يوم قبل يوم 15 قال لك عليها طلاق ما هلعب مع الانتاج الحربي. يديك يرضيك خلاص هي كده. الدوري ده اتلعب يوم 30 ماتش الانتاج. الدوري ده عايز مأذون مش عايز رئيس لجنة الطلقات كترت. الطلقات كترت في الدوري. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف بقى الأشقاء في المغرب ازاي مستقبلين الأهلي وانطباعاتهم عنه ايه بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وما تخافش على الاهلي طول ما ورا الاهلي هذا الجمهور اللي في اي وقت بيعمل ترند باي هاشتاج يطالب بيه بحق الاهلي او يكون بياكد على دعمه ومساندته لفرقته. خلف 11 بطل هيكونوا في مركب محمد الخامس ان شاء الله تعالى 9 مساء الاثنين ان شاء الله، في وراهم الملايين في كل مكان. عايز اقول لكم انه في الفاصل فنانه سودانيه اتصلت بالمهندس عدلي قالت ان هي جايه من السودان مخصوص، فنانة مونيكا، عشان تصور أغنية عن النادي الأهلي تهديها لجماهير الأهلي بمناسبة هذه المباراة الكبرى. هو ده الأهلي يا جماعة اللي دايما في كل مكان بيشرف كل مصري، بيسعد كل مصري، وبيسعد كل واحد محب للنادي الأهلي في كل مكان. ده النادي الأهلي. وعلى فكرة الحفاوة اللي قوبل بيها في المغرب من قبل الأشقاء في المغرب ما كانش جديد ولا مستغرب عليهم،
احنا اتكلمنا كتير قوي على ان هي دي طبيعه العلاقات الطيبه، والاهلي ما في مكان بينزل فيه الا بيكون فعلا ممثل جيد جدا جدا لبلده، ودايما هو اللي بيدعم هذه العلاقات الشعبيه، وهو دايما اللي بيزيد من لحمه هذه العلاقات بين الاشقاء. شوفي في كل حته، شوف انطباعات الاشقاء في المريخ، شوفوا في الجزائر، شوفوا حتى في المغرب في مباراه الرجاء، في كل المناسبات، وقبل كده في الامارات وفي قطر في بطولتي العالم قبل كده. وانت بتتكلم دلوقتي خطر في بالي حاجه، حاجه واحده، الحفاوه اللي بيتقابل بيها مع الاشقاء. رغم كل المحاولات الشيطانيه في خلق المشاكل بين في هذه العلاقات، يعني في الملاكمه حاجه اسمها المساعدان خارج الحلبه، ها، ويبدا صراع شريف بين الاثنين الملاكمين. ايوه، فانا عايز اقول في هذه اللحظه، ايوه، بمناسبه المشاعر الطيبه اللي مش عايزين حد يفسدها ومحدش هيفسدها باذن الله، الشياطين خارج الحلبه. الشياطين خارج الحلبه، ده كلام حلو قوي من ملاكم قديم المهندس عادل القيعي. طيب، في المغرب بقى في الدار البيضاء، وفد من الاستاذ يوسف الحسينيه، ده رئيس مقاطعه عين السب اللي هي المالك بتاع ملعب العرب الزوالي اللي الاهلي بيتمرن عليه، وده نفس الملعب اللي كان اتمرن عليه التدريبات اللي قبل مباراه الرجاء. الاهلي بيتمرن عليه النهارده الخميس والجمعه والسبت، ويوم الاحد هيتمرن التمرينه الاخيره في الملعب الرئيسي مركب محمد الخامس. فالسيد يوسف الحسينيه رئيس مقاطعه عين السبع، والسيده كلثوم هاشم مفوضه القطاع الرياضي والثقافي في مقاطعه عين السبع، كانوا في استقبال بعثه الاهلي وفي مران الاهلي في ملعب العرب الزوالي. الزميل فاروق صلاح موفد قناه الاهلي كان معهم. كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من داخل ملعب العربي الزولي، وفريق النادي الأهلي بيؤدي أولى تدريباته هنا على ملعب العربي الزولي. ولكن من النقاط المهمة جدا، النادي الأهلي طبعا بيتمتع بشعبية وعلاقات ود وأخوة هنا في المغرب. يعني معانا في هذه الأثناء الأستاذ يوسف الحسينية رئيس مقاطعة عين السبع اللي طبعا بتضم هذا الملعب، وخلينا نرحب بيه على شاشة قناة النادي الأهلي، وأيضا الأستاذة كلثوم هاشم مفوضة بالقطاع الرياضي والثقافي. خلينا نرحب بحضرتك، ويعني استضافة النادي الأهلي لأداء تدريبات النادي الأهلي هنا على ملعب العربي الزولي، شعبية كبيرة بيتمتع بها النادي الأهلي، وده طبعا بتدل على علاقات الود والأخاء ما بين الشعب المصري والشعب المغربي. نعم، هذا يوم كبير عندنا هنا في مقاطعة عين السبع، نصادفوا النادي الأهلي كما كيقولوا لنا في المغرب نادي القرن من جمهورية العربية مصر العربية الشقيقة، ويعني احنا الواجب ديالنا نوفروا كاع الأجواء باش التدريب تدوز أحسن ما يرام، وباش يعني نعبروا على الأخوة يعني الكرم ديال الشعب المغربي تجاه الإخوان المصريين. انا عارف ان في اتصالات وتواصل مستمر مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي اللي اشاد بدور حضرتك واتكلم في هذا الامر. هذا واجب، احنا بقينا على اتصال منذ رمضان في المقابله السابقه اللي كانت، وتخلقت واحد العلاقه بيناتنا، وحنا كاع درنا اقتراح واش ممكن النادي الاهلي يحل فرع هنا عنده في عين السبع ان شاء الله، ولما لا؟ كنشوفوا ريال مدريد برشلون عندهم فروع هنايا، لما لا الاهلي يفتح عندنا فرع هنا في المغرب في عين السبع بالضبط. انا اعرف ان حضرتك من المحبين لمصر والشعب المصري وايضا للنادي الاهلي. فعلا النادي الاهلي كنا دائما كنشجعوا من صغرنا، وكيبقى دائما النادي كبير نادي القرن، ونتمنوا التوفيق للجميع ان شاء الله. عايز اروح للاستاذه كلثوم، برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، واعتقد يعني حضرتك مسؤول عن القطاع الرياضي والقطاع الثقافي، ودايما في الفه او ود ما بين الشعب المصري والشعب العراقي والشعب المغربي، قولي لي شايفه الامر ده ازاي، وشايفه استضافه النادي الاهلي؟ أكيد أكيد هناك حب بين المغاربة والمصريين. اليوم لنا الفخر أننا نستقبل نادي الأهلي بمقاطعة عين السبع، سعداء جدا باستقبالهم، وكيف كتشوفوا دابا هما كيقوموا بالتدريب، وسعداء جدا أنهم معنا، بشعب بحالنا بحالهم. كنتمنوا لهم حتى هما التوفيق والنجاح والتميز في هذا الماتش، هما وفريق الوداد.
عارف ان يعني حضرتك ايضا من المحبين لمصر والنادي الاهلي، شايفه الامر ده ازاي؟ وشايفه العلاقه ما بين الشعب المصري والشعب المغربي، سواء على النطاق الثقافي على النطاق الرياضي، وان وجود النادي الاهلي للمره الثانيه هنا في العربي الدولي امر يعني لكم الكثير والكثير. يعني لنا الكثير، نحن كذلك من محبي فريق نادي الأهلي، وكيف قلت لنا الشرف أننا استقبلناهم اليوم ونستقبلهم في التدريب في الملعب العربي الزاولي. العلاقة بين مصر والمغرب الحمد لله وشكر لله علاقة طيبة وطيبة جدا، كتجمعنا الثقافات، كتجمعنا العديد من الأشياء. أستاذ يوسف، أخيرا شايف المباراة إزاي وتوقعاتك للمباراة؟ بإذن الله الأهلي هيكسب. توقعات كل ما يغان كما كنقولوا بالفرنسيه، وكيبقى دائما اتجاه ديال الوداد. ولكن كيبقى الفريق يعني المهم نشوفوا ماتش كويس، هذا المهم عندنا ان شاء الله. يعني سواء كسب الاهلي او خسر الوداد احنا نفضل برضو اخوه ويفضل بيننا راحه الود. اخوه، وكنأكد على يعني الوقوف ديال مصر شقيقه في القضيه الوطنيه ديالنا المغربيه الوحده الترابيه. من هذا المنبر كنشكر يعني مصر والشعب المصري على الدعم ديالهم بالنسبه للقضيه الوطنيه ديالنا والوحده الوطنيه ديالنا. بشكر حضرتك وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا. أعزائي المشاهدين ومتابعي شاشات قناة النادي الأهلي في كل مكان، ده كان لقاءنا طبعا مع الأستاذ يوسف الحسينية رئيس مقاطعة عين السبع اللي فاتح ملاعب طبعا النادي العربي الزولي لاستضافة تدريبات النادي الأهلي على مدار فترة إقامة النادي الأهلي هنا في المغرب استعدادا لمواجهة الوداد في مباراة النهائي لدوري أبطال أفريقيا. أمر إن ده اللي بيدل على قيمة ومكانة النادي الأهلي والعلاقات اللي بيتمتع بها النادي الأهلي ليس في يعني في مصر فقط، ولكن على النطاق الأفريقي وأيضا في دول شمال أفريقيا. إن شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الأهلي في هذه المباراة ويعود إلى القاهرة يحمل الكأس 11 بإذن الله. يعني المسؤولين في كل مرة يتحدثون عن النادي الأهلي أيا كان موقعهم بهذا الاحترام وهذا التقدير وهذا الود الواضح. ما نقدرش نطلب من حد أنه معوطه في اللحظة دي وانتمائه قد يحركه في اتجاه نادي أو نادي بلده، ولكنه أيضا ولذلك السؤال ده عايزين توقعاتك في المباراة. سؤال محرج لأي حد، لأن هو ابتدى الراجل بيقول له إيه، أنا أهلاوي أحب الأهلي، هيقول لك ليه بنعمل له مواقف؟ يعني هو سؤال تقليدي شوي، زي ما تسأل سائح إيه رأيك في كذا، ما هو يعني في بلدك هيقول لك وحشة يعني. خلينا الإشادة تيجي تلقائية طالعة نبعة. فلما قالوا ببرشلونة وريال مدريد والأهلي اللي احنا فخورين بيه وبنحبه، أنت الآن توضع كتف بكتف مع الأندية دي يا أستاذ إبراهيم، هنا ده بيجب كل أي تعليق. الكلام ده أتمنى يكون فرع عندي للأهلي. فأنا يعني بقول أن أصل دي عن ممارسة وأنت لاحظتها في الشمال الافريقي تحديدا، وخصوصا يعني تجربتي انا اكتر. انا ما رحتش الجزائر للاسف الشديد ولا مره، لكن انا رحت تونس ورحت المغرب، واعرف برضو ان الجزائر وديدين جدا جدا ويحبوا يعني المصريين جدا. عايزين نبني باستمرار على ان لا، هو احنا لما نتنافس مش معنى كده لازم نكره بعض، ابدا ابدا. لا، احنا نتنافس عشان نداعب بعض ونفخر ببعض، واذا لم يكن الاهلي فليكن كذا وكذا وكذا، اذا لم يكن كذا وكذا يبقى الاهلي. يعني هو ده اللي احنا عايزينه، ان باستمرار نشعر بكلمه الاخوه بمعناها الحقيقي، يعني سواء العربيه او الافريقيه او شمال افريقيا. احنا العالم دلوقتي يا استاذ ابراهيم عالم التكتلات، اذا ما شفنا لناش هويه كلنا كعرب وافارقه وتلمينا على بعض هنتأزأز في وسط الخلافات والمصالح. الناس بتعمل لك حرب هنا بتسمع عندنا كلنا في الشارع وفي لقمه العيش. فانا الاوان ان كلنا لو وقفنا مع بعض هنبقى حاجه جباره، وهو ده اللي خايفين منه اعداء الوحده واعداء العروبة وأعداء الشعور بأن أفريقيا دي كنز العالم اللي هم بيستفيدوا منه. مش عايز أخش في السياسة قوي، لكن أنا شاعر أن الأوان نفكر بعمق شوية ونبعد عن
التفاصيل اللي ممكن تؤدي إلى خلافات. عشان كده يا جماعة دي مسؤولية كل حد هيحضر هذه المباراة في الدار البيضاء. في الأول وفي الآخر دي منافسة رياضية. في الأول والآخر الأهلي والوداد بينهم كل الود والاحترام. الأهلي سافر للمغرب وهو لا ينتظر ولا يتوقع إلا هذه الحفاوة وهذا الترحاب ولقيه. السفير المصري ياسر عثمان كتير لما بيشيد حتى من زيارة الأهلي الماضية للدار البيضاء ولقاء الرجاء إنه قد إيه الإخوة في المغرب كانوا مرحبين بوجود الأهلي في وسطهم، قد إيه عندهم هذا التقدير. هم بيسعوا بقى إن هم يستضيفوا، دي حاجة تحسب ليهم مش تحسب عليهم. تحسب ليهم إن هم عندهم اهتمام كبير باستضافة الأحداث الكروية بالتحديد بشعبيتها. المغرب هتنظم البطولة أفريقيا تحت 23 سنة. مفيش يعني عارفين في تصفيات كأس الأمم اللي فاتت أو تصفيات كأس العالم اللي فاتت في 9 دول أفريقية اختارت المغرب ملعب ليها عشان عندها مشاكل في ملعبها. تصفيات الأمم الأفريقية اللي احنا هنبدأها مع غينيا في 4 منتخبات أفريقية اختارت المغرب ملعب ليها. هم بيقدموا تسهيلات، بيرحبوا جدا، عندهم اهتمام خاص باستضافة الأحداث الكروية أيا كان هم طرف فيها ولا مش طرف. استضافوا السنة اللي فاتت الأهلي وكايزر تشيفز في النهائي، فكونوا ان هم يسعوا لاستضافة هذه النسخة والوداد فيها والرجاء كان فيها، ده يحسب لهم بالإيجاب زي ما يحسب على الاتحاد المصري بالسلب. انت كان عندك الأهلي والزمالك في البطولة. هي دي النقطة أستاذ إبراهيم، من حقه أن يسعى حتى لدعم أنديته. أيوة. من حقه أن يسعى أن يستأثر. أيوة. بالتنظيم. أيوة. ومن حقي أن أعترض، ومن حقي أن ألوم المقصر. أيوة. ملهاش علاقة بمشاعري تجاهه ومشاعره تجاهي. أيوة. يعني دي قضية خلافية المغرب مش طرف فيها. بالضبط. المغرب حقق، وده اللي الأهلي يا جماعة كان بيأكد عليه في بيانه. في أول بند قاله في قراراته اللي خدها، أول بند قاله أنه الأمر غير معني به أبدا الأشقاء في المغرب ولا نادي الوداد. حقكم تطلبوا، وحقنا نقول أن ده مش فير، ما بيديناش تكافؤ فرص. ومن حقنا اللوم المقصر ونفس. عشان كده لما كنت بقول لك في حلقة مفقودة، أظن كلنا دلوقتي حاطين أصابعنا على الحلقة المفقودة. نرجو نشتغل كلنا من أول مسؤول عن الكرة لمصلحة البلد دي شوية عن الكرة. طب الكرة الجديدة بقى اللي هتلعب بقى الفاينل يوم الاثنين، فاروق صلاح في الدار البيضاء جاب الكرة الجديدة، نشوف. كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان في بادرة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. طبعا تم تخصيص هذه الكرة اللي هيلعب بيها نهائي دور أبطال إفريقيا، المباراة اللي هتجمع ما بين الأهلي والوداد يوم الاثنين القادم على مركب محمد الخامس. بادرة جديدة من الاتحاد الأفريقي بتخصيص كرة جديدة لهذه المباراة. اليوم تم تسليم النادي الأهلي 10 كرات وأيضا نادي الوداد 10 كرات لأداء التدريبات. طبعا وتعودوا اللاعبين على هذه الكرة. الكرة بتضم مزيج من الألوان الاعتزاز بالقارة السمراء، الأصفر والأخضر والأبيض وأيضا اللون الأسود. بتقسم إلى 14 مثلث، كل مثلث بيحمل الرسم أو الشكل البياني أو الهندسي للقارة الأفريقية السمراء. أيضا وزن الكرة 430 جرام، وطبعا الوزن الطبيعي أو الوزن القانوني لكرة القدم الرسمي هو ما بين 410 إلى 450. أيضا استحدثها، ويعني كل مثلث بيخيط باستخدام الأمر اليدوي أو يعني نقدر نقول أمور خاصة بالجودة أو علامة الجودة من الاتحاد الدولي لكرة القدم. طبعا ده بالتنسيق ما بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وأيضا الشركة الراعية. فيها مزيج من الألوان بيدل طبعا على اعتزازنا زي ما قلنا بالقارة السمراء. إن شاء الله يوم يكون موفق وتكون كرة يعني إن شاء الله والشاحل وعلى جماهير النادي الأهلي وعلى لاعبي النادي الأهلي تكون بمشيئة الله كرة التتويج إن شاء الله بالبطولة 11 بإذن الله. يعني بمناسبة الكورة اللي هيتلعب بيها المباراة، هو احنا في مصر والدولة تساعد الصناعات، محدش كده مستثمر يفكر يعمل مصنع للكور؟ دي تجارة يصدرها بقى لكل الدنيا، تجارة هايلة جدا. عندنا لا، مفيش الحاجات الأوفيشال اللي تقدر تقول صنعت في مصر. محمود المخبز يبدو انه بقى تاجر وبقول لك لا في مصر. مين؟ طيب يعني بيتلعب بيها حاجات رسميه يا مخبزي؟ جيب لي واحده. ده اتقدمت ولسه
لا لسه. طيب ما هو ده يبقى كويس ان احنا مش بس دي الادوات الرياضيه بشكل عام يا استاذ ابراهيم. ايوه ايوه صناعه الادوات الرياضيه. بص الكوره عامله ازاي؟ ايه المشكله يعني؟ طيب على فكره يا جماعه بقى بمناسبه الكوره خلينا نقول اطراف المساله كلها بعد الكوره الحكم. الاتحاد الافريقي برضو ده جزء من موقف النادي الاهلي لانه النادي الاهلي لما اتكلم انه من مطالبه للاتحاد الافريقي توفير تحكيم عادل من حكام ذوي كفاءه عاليه مشهود ليهم بالكفاءه العاليه ولم يسبق ادانتهم او لومهم او وقوعهم في اخطاء مؤثره في مباريات اداروها. والتقارير واضحه وفاهمه وباينه وظاهره. فكان الاتحاد الافريقي استجاب وعين طاقم تحكيم على اعلى مستوى بقياده الجنوب افريقي فيكتور جوميز والمساعد الاول زاخيل زوسي سيولا من جنوب افريقيا والمساعد الثاني سورو باتسوان من ليسوتو الحكم الرابع ايضا من جنوب افريقيا هيلدر مارتينيز. على الفيديو الاثيوبي بملاك تسيما والمساعد بتاعه السوداني محمد عبد الله والمساعد الثاني في الفيديو هيثم قيراط التونسي وابراهيم سنجاري منسق عام للمباراه. رايك في التعيينات؟ لا انا سيبك من التعيينات انا دايما خلاص التحكيم ما هيجيب لك منين؟ ما انا مجاب من افريقيا خلاص يبقى ننتظر وربنا يوفقهم وكل حاجه يعني طبعا بس مع التشديد على ان الفار يا رب ربنا يوفقه هو كمان. طيب مش هقول رايي بس انا عايز اقول لك حاجه هسمعك حاجه تقول فيها رايك. غالبا اللي كنت هقول لك عليها لان ما نلعب وتشوف طيب ماشي الزميل عمرو الدردير. طيب انت قريت افكاري في اون تايم سبورتس وانا ده احنا دي الحلقه 752. طيب الزميل عمرو الدردير في اون تايم سبورتس يا جماعه هو انتوا يضايقكم ان يجي حكم فير في مباراه زي كده؟ هل يضايق اي نادي منافس؟ ده في قناه الزمالك. هل يضايق اي منافس انه الاهلي لما يطلب حكام عادلين ويشدد على معايير النزاهه والكفاءه ده يضايق حد؟ نشوف. دكتور جوميز للمباراه الثانيه على التوالي هو اللي هيحكم المباراه النهائيه للوداد في نفس الملعب ملعب محمد الخامس مع وجود على تقنيه الفار الحكم التونسي هيثم القيراط. مع كامل احترامي للجميع نجحت حمله النادي الاهلي على الاتحاد الافريقي. دي حمله على الاتحاد الافريقي وكان الهدف منها لا في الحكم مع كامل احترامي مع كامل هو حملة حقه. علشان خاطر يجي حكم هم عايزين جوميز لان جوميز ده عادل. والله العظيم لو اردت ان تلخص الموقف بعبقريه ما هتجد الموقف العام للكره المصريه هو موقف اولئك الذين يهجمون الاهلي. انت لا تخشى الا العدل. انت شايف ان تحقيق العدل لصالح النادي الاهلي. انت خايف من تحقيق العدل. ايها الرجل الرائع انا مش عايز اوصفك كتر خيرك انت وفرت لنا كلام كتير جدا. ازاي بقى نجحت الحمله في ان يجيبوا له انسان عادل؟ لانك اتعودت ان الاهلي لا يلقى هذه العداله. فانت عندما يتحقق العداله الاهلي ترتعد الايه الفرائص ولا بيقولوا ايه يا استاذ ابراهيم؟ الفرائص ده في واحده تانية يا رب تكون جبتها بقى. طيب اتكلم على ذات الموضوع الكابتن احمد حسام ميدو في قناه المحور. نشوف بعد الطرد اللي حضراتكم شفتوه ده وده كان اول طرد على فكره لموسيماني كمدرب في 2018 موسيماني هاجم فيكتور جوميز بشده. عرفتوا بقى ان موسيماني ما بيقولش الكلام ده من فراغ والاشاده بفيكتور جوميز في هذا التوقيت بيقول له بيس خلينا في امان وخلينا في سلام انسى المشاكل اللي كانت بيننا. ده الهدف من تغريدات موسيماني على فيكتور جوميز. وهنا انا بقول ان الموقف من اوله غلط وانك تسند مباراه مهمه لحكم عنده باد هيستوري مع احدى او واحد من الاثنين مدربين فهو قرار غير حكيم. لان النهارده موسيماني اتحط في موقف انه يعني كان عايز ان هو يصلح الامور ما بينه وما بين جوميز وعايز يقول للناس كلها وعايز يقول له جوميز انسى اللي حصل ما بيني وما بينك
خلينا في امان وخلينا في سلام. ولكن صدقوني الوداد مش هيعدوا التغريدات دي بسهوله. بالنسبه لهم ان يبقى في الكم من الاشاده من موسيماني لفيكتور جوميز، مردود التغريدات دي في الصحف المغربيه والاعلام المغربي والمسؤول الوداد انا عارف هتبقى عامله ازاي. اسناد القرار لفيكتور جوميز انا في رايي ان هو قرار سيء جدا، فليه من الاول؟ على عكس ايوه وعمر الدرديري ما يرى ان العداله في صالح النادي الاهلي وان ده تحيز للنادي الاهلي بانه بيحقق له العداله، ان الى ان الكابتن ميدو بيرى امرا اخر انه ربما مستر موسيماني قد اشار الى نقطه ان كان في مشاكل بينه وبين جوميز وان موسيماني متخوف وانه ما كان ينبغي ان ياتي بحكم بينه وبين احد مشاكل. وهنا ميدو اذكى ذكي عايز يعني يطعن في الاختيار لكن ايه بيشيلها الموسيماني. احنا لما نتكلم بنتكلم ونحن نأمل. احنا لما درسنا فيكتور جوميز لقينا الرجل ده مليونير ورجل بيزنس مان كبير، فدي بداية تخليك تقول انه مش هيخضع لإغراءات خالص. اذا هيخضع هو اللي يروح للتحكيم وهو مليونير يا استاذ ابراهيم، ده راجل بيحب التحكيم طبعا هيهمه نفسه. ارجو لان كان برضو يعني في ناس اتكلمت في وقت كده على صفارته في مباراه مصر والسنغال فانا عايز اقول انه مش كل حاجه هنقدر ناخدها، انما ناخد على الاقل حسن التوجه. كل ما نأمله ننسى بقى كلام عمرو الدرديري، ننسى كلام الأستاذ عمرو الدرديري وأستاذنا في الصحافة والكابتن ميدو، يعني ننسى كل دول وننسى أي كلام تاني ولا نتذكر إلا الملعب، عشان مش عايزين نخش زي ما قلنا قبل كده التفاصيل ممكن تجرجرنا الحاجات تلهينا. فنتمنى بإذن الله ان الماتش يخرج على خير ويكون التحكيم موفق ومحدش يطلع يقول اصل الحكم عمل، لا احنا ولا الوداد. طيب ده كلام مهم جدا في موضوع التحكيم وارجو انه يكون واضح ومفهوم. الاهلي لما طلب حكام من اصحاب الكفاءه والسمعه الطيبه والنزاهه المعهوده وما يكونش سبق لومه او ادانته او 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 ده الطلب بتاع الاهلي. لما الاتحاد الافريقي يختار جوميز رغم ان هو ادار اخر مباراه للوداد في النصف النهائي، فدي مساله الاهلي ما هوش طرف فيها، يعني لو كان حكم ماتشين للاهلي ورا بعض كانت قامت الايام، وحصلت في كاس العالم للانديه كانت قامت الايام هنا. لكن ان انت الاتحاد الافريقي ده تصنيفه وده تقديره فبيختار الحكم الاكفى والانسب والامثل للمباراه. يزيد عليها كمان ان الناس تقول لك ازاي جاب واحد، وده حتى كان رأي عام في المغرب شويه، ازاي الكاف جاب حكم من نفس مواطنه بيتسو موسيماني. ميدو عنده العكس، قال لك ده بينه وبينه خلاف بدليل ان الراجل كتب تويته بيأكد تقديره واحترامه لفيكتور جوميز. في كل الاحوال مؤكد ان ده حكم من الكفاءه والمشهود ليهم بالسمعه الطيبه. ماذا عن الجانب المغربي؟ الجانب المغربي بقى الكابتن جاموندي مدرب الوداد السابق في قناة الحياة كيف يرى هذه المباراة؟ عايز أعرف رأيك وتوقعاتك للمباراة النهائية ما بين الأهلي والوداد المغربي. أتمنى أن تكون مباراة كبيرة، وأعتقد أن كلا الفريقين في الوقت الحالي هما الفريقين الأفضل في إفريقيا، وكل فريق يلعب بطريقة مختلفة ولنرى ما سيحدث. طيب يعني فنيا بقى في ضوء معرفتك بالنادي الاهلي، في ضوء تدريبك قبل كده النادي الوداد، شايف مين افضل، مين اللي يقدر يكسب المباراه؟ انا احترم جدا لاعبي الاهلي. الاهلي لديه له لاعبين مثل طاهر وبيرسيتا والشحات
هؤلاء اللاعبين يلعبون بطريقة جيدة جدا في كرة القدم، وأنا أحب طريقة لعبهم وسيطرتهم على الكرة وأيضا طريقة هجومهم، وأعتقد أن الفريق الأهلي سيكون قوي هجوميا. في الوداد بلا شك يحيى الجبران وجلال والمهاجم بنزا وهم اللاعبين الرئيسيين الذين يستطيعون أن يصنعوا الفارق في هذه المباراة، ولكن ربما على المستوى الدفاعي وكيفية لعبهم بالنسبة لي أرى أن الأهلي له فرصة أفضل في الفوز. الأهلي فرصته أفضل. نعم بالتأكيد بسبب عامل الخبرة وطريقة لعبهم كما رأيتم في المباراة الأخيرة. الوداد يلعب له ميزة وهو يلعب على أرضه وأمام جماهيره، وهذه هي الميزة التي قد تخدم الوداد أيضا. لكن شايف الوداد دلوقتي مستواه أفضل من الفترة اللي انت حضرتك كنت ماسك فيها الوداد ولا دلوقتي أقل؟ أفضل كثيرا عن العامين الماضيين. خلال العامين الماضيين استقدموا لاعبين أفضل ولديهم خبرة أكثر. رأيك إيه في بيتسو موسيماني؟ أعتقد أن المدير الفني للنادي الأهلي يستطيع الحديث عن نفسه بنفسه، ولكنني أرى أنه يقوم بعمله ويقوم بعمل طيب، وشيء صعب أن تدرب فريق كبير مثل النادي الأهلي ويلعب كرة جيدة ويحقق الفوز، وهذا شأن ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ. أعتقد أن الأهلي موجود على هذا المستوى. تاني هذا مدرب أرجنتيني ختم بجملة النادي الأهلي على هذا المستوى، ويذكر الأندية الكبرى على مستوى العالم وبيذكر الحظوظ وبيذكر احترامه، بس كمان قال نقطة في منتهى الأهمية لم نخلي بالنا منها. الوداد الآن دي مشاهد مباشرة يا جماعة من التمرين اللي بيخلص من شوية، يعني دي مشاهد آخر تمرين يعني منذ لحظات بالظبط. كابتن الخطيب أستاذ العمري فاروق كابتن حسام غالي وبقيه اعضاء الاستاذ طارق انديل وبقيه اعضاء المجلس اللي موجودين او اللي ظاهرين في الصوره دي دلوقتي. فجاموندي المدرب الوداد السابق بيقول لا، الوداد دلوقتي افضل منه من عامين، عندهم لعيبه خبره، عندهم لعيبه كواليتي اعلى، دوافع، ميزات الملعب وبتاع، ولكن لا نستطيع ان نغفل حظوظ الاهلي بخبراته ومستوى لاعبيه الا انا شفتهم بيأدوا ازاي يعني في اكتر مره ومؤخرا. اذا هي مباراه ستكون مليئه بالنديه والحظوظ المتساويه. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي باذن الله. واضح ان مستر بيتسو موسيماني مع شريف اجتماعاته الفرديه والثنائيه مع اللعيبه كتيره، وبيقضي الوقت كله زي ما انتم عارفين طول الوقت، يا اما في محاضرات مع اللعيبه يا اما مديهم شطات فيديوهات للفريق الوداد وبيتفرجوا عليها كل لاعب حسب مركزه والمهام بتاعته، يا اما في الملعب في مواقف فرديه مع كل لاعب على حده. سلفت نظري في كلام المدرب الارجنتيني جاموندي انه معجب جدا بطاهر وحسين الشحات من اللعيبه اللي هو لافتين نظره جدا اللي شايفهم عناصر خبره قويه. لما سالتني الماتش اللي فات قلت لك ايه؟ قلت لك طاهر ما شاء الله بيرجع، محدش واخد باله كميه المجهود والالتزام الخططي اللي بيؤديه في الملعب. بقول لك طلع كوره من الجول وفي كل مكان في الملعب. هو ده كره القدم، التوفيق بقى واللمسات الفانتاستيك والمتعه بتجدها في لعيب زي الشحات. واخد بالك؟ ايضا لا تغفل قيمه هذه اللمسات واللفتات المؤثره، اما يبقى انت لعيب فاهم بتعمل ايه، بتستخدم مهارتك انت، لكن مش كل لعبه عايز ان شحاته ما يعمل بواطن رجله كده، وده قرار سليم في اتجاه المرمى من لمسه واحده، ان ما جاتش جون يبقى ايه ده والقرف ده، ما ينفعش الكلام ده. والا هنخلي اللعيبه تكش تلعب صح. ايوه. لانه البديل انك كنت توقفها وتعطلها وتنزلها على الارض، لكن الحقيقه ان احنا لازم نستفيد من ميزه كل لاعب.
الإشادة بلاعبتنا هو كل ما يحتاجونه الآن. كل لاعبتنا هاني بيأدي على أعلى مستوى، لما شفناه أحد نجوم الماتش وبيلعب لك في أي حتة تطلبها، شأنه شأن أيمن أشرف. هو فين اللعيبة الجواكر دي في أي فرقة؟ فلازم نحترمهم جدا. رامي ربيعة يأتي بالإصابة تلعب بيه في خط الوسط، وأنا من زمان أنا أقول لك أنا أراه في هذا المكان. لأنه لعيب كرة كويس ورجله تقيلة. يعني مش عايزين نتكلم على كل لعيب لوحده. إنما نتمنى إن الأسبوع ده أكنه كان معسكر للنادي الأهلي، والثلاث أربع أيام اللي يسبقوا الماتش دول أكنهم معسكر للنادي الأهلي، يكون الدنيا يعني من ناحية المعنوية والناحية الخططية والتحفيز تكون بإذن الله توصلنا للهدف. يا رب يا كريم ارزقنا بشيء يعني نفخر به فخرا فوق فخر. طيب مستر بيتسو موسيماني عنده خبرة كبيرة قوي وذكاء عالي في التعامل بالذات مع كرة شمال إفريقيا، وكل المرات اللي بيقابل فيها أندية الشمال الحقيقة بيثبت بشكل واضح جدا وقاطع إن خبراته في قراية المنافس العربي عالية. هيلعب بالطريقة إزاي؟ كل الناس بتتكلم على إنه موسيماني ممكن يقلب الطاولة على الوداد، هيعمل إيه موسيماني؟ نشوف رأي الكابتن وليد صلاح الدين، إيه الطريقة المثالية لمواجهة الوداد في المباراة؟ ترى الطريقة المثلى لأداء النادي الأهلي هذا اللقاء؟ بص يا كابتن، هو دايما أي حد بيفكر فني خصوصا في المباريات النهائية مهم جدا إنه لازم يكون ليه تقسيمة للمباراة. يعني اوعى تكون بتلعب مباراة كبيرة وبعدين أنت مش مقسمها. دي نقطة بتبقى خطر جدا. فأنا شخصيا بحب إن أنا أبتدي قوي وبعد كده ابتدي تقسيمتي للمباراه تبقى على حسب النتيجه. يعني انا ممكن من وجهه نظري انا ممكن العب 4-2-3-1، ايوه، وارمي باورائي كلها القويه الاول، وبعدين يبقى معايا على الدكه الناس اللي تقدر تغير لي الطريقه. تمام. في مدربين بيقول لك لا، الامان الاول. وممكن بعد كده لو لا قدر الله احنا اللي دخل فينا جون يقول لك اشيل واحد من نص الملعب واقلبها ل 4-2-3-1. طيب انت شخصيا تفضل النادي الاهلي يبدا بايه وليه؟ انا شخصيا افضل ان الاهلي يلعب 4-2-3-1. ليه؟ ليه؟ لا، لثلاث اربع عوامل. واحد، احنا اصلا ليدنج على فريق الوداد، يعني تحس ان احنا رايحين احنا اعلى. فبالتالي كمان انت عايز تحيد الجمهور وعايز تحيد الملعب وعايز تحيد الحكم. فانت لما تروح ضاغط من الاول بشخصيه النادي الاهلي بقوتك الهجوميه ان شاء الله باذن الله اذا ربنا كرمنا وجبنا هدف هتلاقي الدنيا كلها يعني بقت في صفه. يعني اللي على البره عوام، لكن انا متفق وموافق ونفسي يعني اللي بيقوله الكابتن وليد، لكن انا هو على البر. ليه ما ينفعش التحفظ وزير المباراه؟ لانك المباراه دي ما فيهاش لا جون بهدفين ولا انت متقدم منها بنتيجه عايز تحافظ على ده. المباراه في ملعب قيل انها محايد ولكنه مش محايد، فمش معنى كده انك لازم تتحفظ. انت لو قدرت تستحوذ وتمسك الكوره وتنقل وتفرض ايقاعك على المباراه انت ركبت الماتش وربنا هيوفقك باذن الله ان شاء الله. مع طبعا تخلي بالك في الناحيه الدفاعيه تماما، ده مش معناها ان نسرح ونباغت بهجمه مرتده. لكن ان الكوره وهي معايا انا خلاص، وهي معايا مفيش خطوره عليا. ومساله ترجيع الكوره كتير لحارس المرمى انا بقيت اكرهها جدا. اولا بتشعرني بقله الحيله، نمره اتنين بتشعرني ب يعني لا. انت لو شفت ماتش الاسماعيلي اللي فات مع كان ايستر، كان مين الفرقه؟ لا فرقه، لا الماتش الاخراني ده 2-2. اعتقد انه كان البنك، يمكن البنك. رجع لما جون غلط جه يرقص راحت مقطوعه منه جايه جول. بتحصل كتير مش مره ولا اتنين. ما احطش انا حراس المرمى في هذا الاختبار المستمر وفي الاخر يضطر يلعب كره عشوائي.
يعني فانا اتمنى ان احنا تبقى الاحتفاظ بالكوره بمهارات ومستوى لائق من لعبتنا وفي انقل نقلتين ثلاثه بالعرض ولا الورا عشان بعد كده لقدام. لكن انا ما عنديش ميزه اللعب خارج ملعبي دلوقتي. فانا موافق كابتن وليد. طيب وليد كابتن النادي الاهلي مشاعره وكلامه منطقي وطبيعي وبديهي. كابتن حلمي طولان ابن نادي الزمالك والمدير الفني لإنبي وصاحب التجربه الهائله الحياه في هذا الفريق البترولي، شايف الاهلي في المباراه الجايه ازاي؟ نشوف. بتدفع ضريبه ادبك واحترامك وكلامك الكويس على النادي الاهلي. انا هقول لحضرتك على حاجه عشان نبقى واضحين. وانا مجبر ان اتكلم كويس على النادي الاهلي، مش مجبر. لكن انا لما اشوف مؤسسة بتدار بشكل محترم وبتدار بشكل مؤسسي محترم، أبقى أنا راجل مش مظبوط لو ما قلتش عليها مؤسسة محترمة. بالعكس، أبقى أنا راجل مش تمام، مش حقاني، واخد بالك؟ هو ضروري أشتم وأسب الناس عشان أبقى زملكاوي؟ لا طبعا، محدش بيقول كده. محدش يقول. وبعدين يا أخي ده النادي الأهلي فيه كل أصحابنا وزمايلنا يا أخي. من سنة 73 و72، الله، مصطفى عبد والخطيب ومصطفى يونس وماهر همام ومختار، كل الناس دي اصحابنا وكنا نكاد نعيش عايشين مع بعض في الوقت ده. الله، اصحابنا واخواتنا يا اخي، ايه المشكلة؟ هل ينفع ان انا اتكلم في حق اخواتي واصحابي بشكل سلبي بشكل وحش؟ لا. هتشجع الاهلي قدام الوداد؟ اكيد. ده مفيش شك. اي مصري محترم، اي مصري وطني بيحب بلده وهيشجع النادي الاهلي. ده كلام مهم جدا، ومهم جدا نجيبه لكم، لان الحقيقه بيوضح الخيط الرفيع اللي بين الحب والاحترام. كابتن حلمي بيحب الزمالك ولكنه بيحترم الاهلي، فبيتكلم على لانه محترم. خلي بالك، فاقد الشيء اللي يعطيه. صحيح. مش هتلاقي حد يتكلم باحترام على الاخرين وهو مش محترم. صحيح. فالمحترم بيتكلم باحترام، كل ينفق مما عنده، كل ينفق وكل اناء ينضح بما فيه. صحيح. فالكلام ده مهم الكابتن. ولذلك انا لما طلع وانفعل بعد ماتش انبي قلت لك انا مقدر ومش هزعل منه، لانه خساره دراميه تفقد اي شخص صوابه، واحنا كان ممكن نتصرف بنفس الطريقه. لكنه لما هيقعد مع نفسه هيسترد احترامه للنادي الاهلي، ومش هيعتبرها مساله تخص النادي الاهلي بقدر ان فيها توفيق مثلا او اي حاجه. احنا عايزين هو ده الاحترام على فكره. وانا قلت يعني انا مبدئي ان اسعى الى اكتساب الاحترام مش الحب. الحب ممكن يجي بالنفاق. يعني انت عايز الناس تحبك، ولا لا سمعهم اللي هم نفسهم فيه. حتى لو انت مدرك ان ده غلط. يعني بعض فلاسفه السياسه كانوا بيسموا بعض السياسات الحك على جرب الغوغاء. ايوه، الحك على جرب الغوغاء يا جماعه يعني ايه؟ الجرب ده مرض بيدعوك الى الهرش، تهرش للمريض، وكل ما تهرش تستلذ، بس انت بتعور نفسك وبتنشر المرض. فالبعض وصف بحكمته ان سياسات بعض الأحزاب أو زعماء أنه بيتملق شعبه وبيضره، لا يحقق له المصلحة. ولذلك أنا لما بأيد نظامي دلوقتي أبشيد باللي بيحصل، لأني ما بيعملوش كده، هم راحوا للصعب. أيوة. بالعكس، بيروحوا للحاجات اللي ممكن الشعب يعني يفقد شعبيته. يعني النهاردة الرئيس لما بيجي يعمل قرارات صعبة الشعب بيجي يدفع ثمنها، لكن مع انك تشوف نتيجه القرارات دي هيدرك ان ده والمجهود اللي اتعمل عشان ان ده كان الاصوب. مصر تتبني، بيتحمل بقى ويقف معاك. بالظبط. هنا الاحترام الذي يجلب الحب. انا عايز الناس ما تسمعنيش اللي انا عايزه، تعلمني ازاي ابقى انسان افضل. مش المساله مساله ان احنا على طريقه البعض اشتم لكم في الاهلي، ايه رايكم انا حلو كده؟ اه تعالى يا ابني اقعد جنبنا واستفيد واعمل اللي انت عايزه. ففي بعد كده بعد شويه توصل الناس بتتهكم وبتضحك وتسقط
هذه الاراء من الحسابات. لكن يبقى واحد زي كابتن حلمي طولان، زي كابتن حسن شحاته، احيانا كثيره الكابتن فاروق، احيانا كثيره كابتن ميدو، بنعترف معاهم، لكن من جوانا بنبقى عارفين هم مش قصدهم يتجنوا، بقدر ان هو طبعا كذا ملكاوي قد يرى الامر عكس ما نراه. في كريم حسن شحاته فير ها بيحاول يكون صح، ويملك هاني هتحط هذه القدره عندما يريد، عندما يريد احيانا بسيطه بتهرب منه، لكن احترم كلامه في اغلب الاحيان. انا عايز اقول انت زملكاوي وانا اهلاوي، التالي اسماعيلاوي والرابع اتحاداوي وهكذا يعني. الله، هو احنا انا كنت هفرح ان انا كل الدنيا تبقى لو يعني، طب وبعدين؟ لا، لازم يبقى في تنوع، وزملكاوي كمان لازم يشوف كده. التنوع بيدي للصراع معنى، وللتحدي معنى، وللانتصار معنى. خلينا نحترم بعض. ده كان كلام مهم جدا عن شخصية محترمة ورأي محترم عن الكابتن حلمي طولان. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام تاني مهم. اهلا بحضراتكم من جديد، وما تخافش على الاهلي، طول ما ورا الاهلي هذا الجمهور اللي في اي وقت بيعمل ترند باي هاشتاج يطالب بيه بحق الاهلي، او يكون بيأكد على دعمه ومساندته لفرقته. خلف 11 بطل هيكونوا في مركب محمد الخامس ان شاء الله تعالى 9 مساء الاثنين ان شاء الله، في وراهم الملايين في كل مكان. عايز اقول لكم انه في الفاصل فنانه سودانيه اتصلت بالمهندس عدلي، قالت ان هي جايه من السودان مخصوص، الفنانه مونيكا، عشان تصور اغنيه عن النادي الاهلي تهديها لجماهير الاهلي بمناسبه هذه المباراه الكبرى. هو ده الاهلي يا جماعه، اللي دايما في كل مكان بيشرف كل مصري، بيسعد كل مصري، وبيسعد كل واحد محب للنادي الاهلي في كل مكان. ده النادي الاهلي. وعلى فكره الحفاوه اللي قوبل بيها في المغرب من قبل الاشقاء في المغرب ما كانش جديد ولا مستغرب عليهم. احنا اتكلمنا كتير قوي على ان هي دي طبيعه العلاقات الطيبه، والاهلي ما في مكان بينزل فيه الا بيكون فعلا ممثل جيد جدا جدا لبلده. ودايما هو اللي بيدعم هذه العلاقات الشعبيه، وهو دايما اللي بيزيد من لحمه هذه العلاقات بين الاشقاء. شوفي في كل حته، شوف انطباعات الاشقاء في المريخ، شوف في الجزائر، شوفوا حتى في المغرب في مباراه الرجاء، في كل المناسبات، وقبل كده في الامارات وفي قطر في بطولتي العالم قبل كده. وانت بتتكلم دلوقتي خطر في بالي حاجه، حاجه واحده، الحفاوه اللي بيتقابل بيها مع الاشقاء. رغم كل المحاولات الشيطانيه في خلق المشاكل بين في هذه العلاقات، يعني في الملاكمه حاجه اسمها المساعدان خارج الحلبه، ها، ويبدا صراع شريف بين الاثنين الملاكمين. ايوه، فانا عايز اقول في هذه اللحظه، ايوه، بمناسبه المشاعر الطيبه اللي مش عايزين حد يفسدها ومحدش هيفسدها باذن الله، الشياطين خارج الحلبه. الشياطين خارج الحلبه، ده كلام حلو قوي من ملاكم قديم المهندس عادل القيعي. طيب، في المغرب بقى في الدار البيضاء، وفد من الاستاذ يوسف الحسينيه، ده رئيس مقاطعه عين السبق، واللي هي المالك بتاع ملعب العرب الزوالي اللي الاهلي بيتمرن عليه، وده نفس الملعب اللي كان اتمرن عليه التدريبات اللي قبل مباراه الرجاء. الاهلي بيتمرن عليه النهارده الخميس والجمعه والسبت، ويوم الاحد هيتمرن التمرين الاخيره في الملعب الرئيسي مركب محمد الخامس. فالسيد يوسف الحسينيه رئيس مقاطعه عين السبق، والسيده كلثوم هاشم مفوضه القطاع الرياضي والثقافي في مقاطعه عين السبق، كانوا في استقبال بعثه الاهلي وفي مران الاهلي في ملعب العرب الزوالي. الزميل فاروق صلاح موفد قناه الاهلي كان معهم. كل التحيه لكل مشاهدينا، مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من داخل ملعب العربي الزولي، وفريق النادي الاهلي بيؤدي اولى تدريباته هنا على ملعب العربي الزولي. ولكن من النقاط المهمه جدا، النادي الاهلي طبعا بيتمتع بشعبيه وعلاقات ود واخوه هنا في المغرب. يعني معانا في هذه الاثناء الاستاذ يوسف الحسينيه رئيس مقاطعه عين السبع اللي طبعا بتضم هذا الملعب، وخلينا نرحب بيه على شاشه قناه النادي الاهلي، وايضا
الأستاذة كلثوم هاشم مفوضة بالقطاع الرياضي والثقافي. خلينا نرحب بحضرتك، ويعني استضافة النادي الأهلي لأداء تدريبات النادي الأهلي هنا على ملعب العربي الزاولي، شعبية كبيرة بيتمتع بها النادي الأهلي، وده طبعا بتدل على علاقات الود والأخاء ما بين الشعب المصري والشعب المغربي. نعم، هذا يوم كبير عندنا هنا في مقاطعة عين سبان، صادفوا النادي الأهلي كما كيقولوا لنا في المغرب نادي القرن من جمهورية العربية مصر العربية الشقيقة، ويعني احنا الواجب ديالنا نوفروا كاع الأجواء باش التدريب تدوز أحسن ما يرام، وباش يعني نعبروا على الأخوة يعني الكرم ديال الشعب المغربي تجاه الإخوان المصريين. أنا عارف إن في اتصالات وتواصل مستمر مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اللي أشاد بدور حضرتك واتكلم في هذا الأمر. هذا واجب، احنا بقينا على اتصال منذ رمضان في المقابلة السابقة اللي كانت، وتخلقت واحد العلاقة بيناتنا، وحنا كاع درنا اقتراح واش ممكن النادي الأهلي يحل فرع هنا عنده في عين سبان إن شاء الله، ولما لا؟ كنشوفوا ريال مدريد برشلونة عندهم فروع هنايا، لما لا الأهلي يفتح عندنا فرع هنا في المغرب في عين سبان بالضبط. أعرف أن حضرتك من المحبين لمصر والشعب المصري وأيضا للنادي الأهلي. فعلا النادي الأهلي كنا دائما كنشجعوه من صغرنا، وكيبقى دائما النادي كبير نادي القرن، ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. عايز أروح للأستاذة كلثوم، برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، وأعتقد يعني حضرتك مسؤول عن القطاع الرياضي والقطاع الثقافي، ودائما في ألفة أو ود ما بين الشعب المصري والشعب العراقي والشعب المغربي، قولي لي شايف الأمر ده إزاي وشايف استضافة النادي الأهلي؟ أكيد هناك حب بين المغاربة والمصريين. اليوم لنا الفخر أننا نستقبل النادي الأهلي بمقاطعة عين سبع، سعداء جدا باستقبالهم، وكيف كتشوفوا دابا هما كيقوموا بالتدريب وسعداء جدا أنهم معنا، بشعب بحالنا بحالهم. كنتمنوا لهم حتى هما التوفيق والنجاح والتميز في هذا الماتش هما وفريق الوداد. عارف ان يعني حضرتك ايضا من المحبين لمصر والنادي الاهلي، شايف الامر ده ازاي وشايف العلاقه ما بين الشعب المصري والشعب المغربي سواء على النطاق الثقافي على النطاق الرياضي، وان وجود النادي الاهلي للمره الثانيه هنا في العربي الزولي امر يعني لكم الكثير والكثير؟ يعني لنا الكثير، نحن كذلك من محبي فريق نادي الأهلي، وكيف قلت لنا الشرف أننا استقبلناهم اليوم ونستقبلهم في التدريب في الملعب العربي الزاولي. العلاقة بين مصر والمغرب الحمد لله وشكر لله علاقة طيبة جدا، كتجمعنا الثقافات كتجمعنا العديد من الأشياء. أستاذ يوسف أخيرا، شايف المباراة إزاي وتوقعاتك للمباراة بإذن الله الأهلي هيكسب؟ توقعات كل ما يغان كما كنقولوا بالفرنسيه، وكيبقى دائما اتجاه ديال الوداد. ولكن كيبقى الفريق يعني المهم نشوفوا ماتش كويس، هذا هو المهم عندنا ان شاء الله. يعني سواء كسب الاهلي او خسر الوداد احنا نفضل برضو اخوه ويفضل بيننا روحه الود. اخوه، وكنأكد على يعني الوقوف ديال مصر الشقيقه في القضيه الوطنيه ديالنا المغربيه الوحده الترابيه. من هذا المنبر كنشكر يعني مصر والشعب المصري على الدعم ديالهم بالنسبه للقضيه الوطنيه ديالنا والوحده الوطنيه ديالنا. بشكر حضرتك وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا. أعزائي المشاهدين ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، ده كان لقاءنا طبعا مع الأستاذ يوسف الحسينية رئيس مقاطعة عين السبع اللي فتح ملاعب طبعا النادي العربي الزولي لاستضافة تدريبات النادي الأهلي على مدار فترة إقامة النادي الأهلي هنا في المغرب استعدادا لمواجهة الوداد في مباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، أمر إن ده اللي بيدل على قيمة ومكانة النادي الأهلي والعلاقات اللي بيتمتع بها النادي الأهلي ليس في يعني في مصر فقط ولكن على النطاق الأفريقي وأيضا في دول شمال أفريقيا. إن شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الأهلي في هذه المباراة ويعود إلى القاهرة يحمل الكأس 11 بإذن الله. يعني المسؤولين في كل مرة يتحدثون عن النادي الأهلي أيا كان موقعهم بهذا الاحترام وهذا التقدير وهذا الود الواضح، ما نقدرش نطلب من حد أنه معوطه في اللحظة دي وانتمائه قد يحركه في اتجاه نادي أو نادي بلده، ولكنه أيضا ولذلك السؤال ده عايزين توقعاتك في المباراة، سؤال محرج لأي حد، لأن هو ابتدى الراجل بيقول له إيه أنا أهلاوي أحب الأهلي، هيقول لك ليه بنعمل لهم مواقف، يعني هو سؤال تقليدي شوي زي ما تسأل سائح إيه رأيك في كذا، ما هو يعني في بلدك هيقول لك وحشة
يعني خلينا الإشادة تيجي تلقائية طلعة نبعة. فلما قالوا برشلونة وريال مدريد والأهلي اللي احنا فخورين بيه وبنحبه، أنت الآن توضع كتف بكتف مع الأندية دي يا أستاذ إبراهيم، هنا ده بيجب كل أي تعليق. الكلام ده أتمنى يكون فرع عندي للأهلي. فأنا يعني بقول أن أصل دي عن ممارسة وأنت لاحظتها في الشمال الأفريقي تحديدا، وخصوصا يعني تجربتي أنا أكتر. أنا ما رحتش الجزائر للأسف الشديد ولا مرة، لكن أنا رحت تونس ورحت المغرب، وأعرف برضو أن الجزائر وديدين جدا جدا وحبوا يعني المصريين جدا. عايزين نبني باستمرار على أن لا، هو احنا لما نتنافس مش معنى كده لازم نكره بعض، ابدا ابدا. لا، احنا نتنافس عشان نداعب بعض ونفخر ببعض، واذا لم يكن الاهلي فليكن كذا وكذا وكذا، اذا لم يكن كذا وكذا يبقى الاهلي. يعني هو ده اللي احنا عايزينه، ان باستمرار نشعر بكلمه الاخوه بمعناها الحقيقي، يعني سواء العربيه او الافريقيه او شمال افريقيا. احنا العالم دلوقتي يا استاذ ابراهيم عالم التكتلات، اذا ما شفنا لناش هويه كلنا كعرب وافارقه وتلمينا على بعض هنتأزأز في وسط الخلافات والمصالح. الناس بتعمل لك حرب هنا بتسمع عندنا كلنا في الشارع وفي لقمه العيش. فانا الاوان ان كلنا لو وقفنا مع بعض هنبقى حاجه جباره، وهو ده اللي خايفين منه اعداء الوحده واعداء العروبة وأعداء الشعور بأن أفريقيا دي كنز العالم اللي هم بيستفيدوا منه. مش عايز أخش في السياسة قوي، لكن أنا شاعر أن أنا الأوان نفكر بعمق شوية ونبعد عن التفاصيل اللي ممكن تؤدي إلى خلافات. عشان كده يا جماعة دي مسؤولية كل حد هيحضر هذه المباراة في الدار البيضاء. في الأول وفي الآخر دي منافسة رياضية، في الأول والآخر الأهلي والوداد بينهم كل الود والاحترام. الأهلي سافر للمغرب وهو لا ينتظر ولا يتوقع إلا هذه الحفاوة وهذا الترحاب ولقيه. السفير المصري ياسر عثمان كتير لما بيشيد حتى من زيارة الأهلي الماضية للدار البيضاء ولقاء الرجاء، إنه قد إيه الأخوة في المغرب كانوا مرحبين بوجود الأهلي في وسطهم، قد إيه عندهم هذا التقدير. هم بيسعوا بقى ان هم يستضيفوا، دي حاجه تحسب ليهم مش تحسب عليهم. تحسب ليهم ان هم عندهم اهتمام كبير باستضافه الاحداث الكرويه بالتحديد بشعبيتها. المغرب هتنظم البطوله افريقيا تحت 23 سنه. مفيش يعني عارفين في تصفيات كاس الامم اللي فاتت او تصفيات كاس العالم اللي فاتت في 9 دول افريقيه اختارت المغرب ملعب ليها عشان عندها مشاكل في ملاعبها. تصفيات الأمم الأفريقية اللي احنا هنبدأها مع غينيا في 4 منتخبات أفريقية اختارت المغرب ملعب ليها. هم بيقدموا تسهيلات، بيرحبوا جدا، عندهم اهتمام خاص باستضافة الأحداث الكروية أيا كان هم طرف فيها ولا مش طرف. استضافوا السنة اللي فاتت الأهلي وكايزر تشيفز في النهائي، فكونوا ان هم يسعوا لاستضافة هذه النسخة والوداد فيها والرجاء كان فيها، ده يحسب لهم بالإيجاب زي ما يحسب على الاتحاد المصري بالسلب. انت كان عندك الاهلي والزمالك في البطوله، هي دي النقطه يا استاذ ابراهيم. من حقه ان يسعى حتى لدعم انديته. أيوه. من حقه ان يسعى ان يستاثر. أيوه. بالتنظيم. أيوه. ومن حقي ان اعترض، ومن حقي ان الوم المقصر. ايوه، ملهاش علاقه بمشاعري تجاهه ومشاعره تجاهي. ايوه، يعني دي قضيه خلافيه المغرب مش طرف فيها. بالظبط، المغرب حقق، وده اللي الاهلي يا جماعه كان بياكد عليه في بيانه. في اول بند قاله، في قراراته اللي خدها اول بند قاله انه الامر غير معني بيه ابدا الاشقاء في المغرب ولا نادي الوداد. حقكم تطلبوا، وحقنا نقول ان ده مش فير، ما بيديناش تكافؤ فرص. ومن حقنا نلوم المقصر ونفس. عشان كده لما كنت بقول لك في حلقه مفقوده، اظن كلنا دلوقتي حاطين اصابعنا على الحلقه المفقوده. نرجو نشتغل كلنا من اول مسؤول عن الكوره لمصلحه البلد دي شويه عن الكوره. طب الكوره الجديده بقى اللي هيتلعب بيها الفاينل يوم الاثنين، فاروق صلاح في الدار البيضاء جاب الكوره الجديده، نشوف. ك
كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. في بادرة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، طبعا تم تخصيص هذه الكرة اللي هيلعب بيها نهائي دور أبطال أفريقيا، المباراة اللي هتجمع ما بين الأهلي والوداد يوم الاثنين القادم على مركب محمد الخامس. بادرة جديدة من الاتحاد الأفريقي بتخصيص كرة جديدة لهذه المباراة. اليوم تم تسليم النادي الأهلي 10 كرات وأيضا نادي الوداد 10 كرات لأداء التدريبات طبعا، وتعودوا اللاعبين على هذه الكرة. الكرة بتضم مزيج من الألوان الاعتزاز بالقارة السمراء، الأصفر والأخضر والأبيض وأيضا اللون الأسود. بتقسم إلى 14 مثلث، كل مثلث بيحمل الرسم أو الشكل البياني أو الهندسي للقارة الأفريقية السمراء. أيضا وزن الكرة 430 جرام، وطبعا الوزن الطبيعي أو الوزن القانوني لكرة القدم الرسمي هو ما بين 410 إلى 450. أيضا استحدث سوي يعني كل مثلث بيخيط باستخدام الأمر اليدوي أو يعني نقدر نقول أمور خاصة بالجودة أو علامة الجودة من الاتحاد الدولي لكرة القدم. طبعا ده بالتنسيق ما بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وأيضا الشركة الراعية. فيها مزيج من الألوان بيدل طبعا على اعتزازنا زي ما قلنا بالقارة السمراء. إن شاء الله يوم يكون موفق وتكون كرة يعني إن شاء الله والشاحل، وعلى جماهير النادي الأهلي وعلى لاعبي النادي الأهلي تكون بمشيئة الله كرة التتويج إن شاء الله بالبطولة 11 بإذن الله. يعني بمناسبة الكرة اللي هيتلعب بيها المباراة، هو احنا في مصر والدولة تساعد الصناعات، محدش كده مستثمر يفكر يعمل مصنع للكور؟ دي تجارة ويصدرها بقى لكل الدنيا، تجارة هايلة جدا. عندنا لا مفيش الحاجات الاوفيشال اللي تقدر تقول صنعت في مصر. محمود المخبز يبدو انه بقى تاجر وبيقول لك لا في مصر. مين يعني بيتلعب بيها حاجات رسميه؟ يا مخبزي جيب لي واحده. ده اتقدمت ولسه؟ لا لسه. طيب ما هو ده يبقى كويس ان احنا مش بس دي الادوات الرياضيه بشكل عام يا استاذ ابراهيم. ايوه صناعه الادوات الرياضيه. بص الكوره عامله ازاي؟ ايه المشكله يعني؟ طيب على فكره يا جماعه بقى بمناسبه الكوره، خلينا نقول اطراف المساله كلها بعد الكوره. الحكم الاتحاد الافريقي برضو ده جزء من موقف النادي الاهلي، لانه النادي الاهلي لما اتكلم انه من مطالبه للاتحاد الافريقي توفير تحكيم عادل من حكام ذوي كفاءه عاليه مشهود ليهم بالكفاءه العاليه، ولم يسبق إدانتهم أو لومهم أو وقوعهم في أخطاء مؤثرة في مباريات أداروها، والتقارير واضحة وفاهمة وباينة وظاهرة. فكان الاتحاد الأفريقي استجاب وعين طاقم تحكيم على أعلى مستوى بقيادة الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، والمساعد الأول زاخيل زوسي سيولا من جنوب أفريقيا، والمساعد الثاني سورو باتسوان من ليسوتو، الحكم الرابع أيضا من جنوب أفريقيا هيلدر مارتينيز. على الفيديو الأثيوبي بملاك تسيما، والمساعد بتاعه السوداني محمد عبد الله، والمساعد الثاني في الفيديو هيثم قيراط التونسي، وإبراهيم سنجاري منسق عام للمباراة. رأيك في التعيينات؟ لا أنا سيبك من التعيينات، أنا دايما خلاص التحكيم ما هيجيب لك من إيه؟ ما أنا مجاب من أفريقيا خلاص. يبقى ننتظر وربنا يوفقهم وكل حاجة يعني. طبعا بس مع التشديد على أن الفار يا رب ربنا يوفقه هو كمان. طيب مش هقول رأيي، بس أنا عايز أقول لك حاجة. هسمعك حاجة تقول فيها رأيك. غالبا اللي كنت هقول لك عليها، لأن ما نلعب وتشوف طيب ماشي. الزميل عمرو الدردير. طيب أنت قريت أفكاري في أون تايم سبورتس، وأنا ده احنا دي الحلقة 752. طيب الزميل عمرو الدردير في اون تايم سبورتس، يا جماعه هو انتوا يضايقكم ان يجي حكم فير في مباراه زي كده؟ هل يضايق اي نادي منافس؟ ده في قناه الزمالك. هل يضايق اي منافس انه الاهلي لما يطلب حكام عادلين ويشدد على معايير النزاهه والكفاءه ده يضايق حد؟ نشوف. دكتور جوميز للمباراه الثانيه على التوالي هو اللي هيحكم المباراة النهائية للوداد في نفس الملعب، ملعب محمد الخامس، مع وجود على تقنية الفار الحكم التونسي هيثم القيراط.
مع كامل احترامي للجميع نجحت حملة النادي الأهلي على الاتحاد الأفريقي. دي حملة على الاتحاد الأفريقي وكان الهدف منها لا في الحكم مع كامل احترامي مع كامل هو حملة حقه. علشان خاطر يجي حكم هم عايزين جوميز لأن جوميز ده عادل. والله العظيم لو أردت أن تلخص الموقف بعبقرية ما هتجد الموقف العام للكرة المصرية هو موقف أولئك الذين يهجمون الأهلي. أنت لا تخشى إلا العدل. أنت شايف أن تحقيق العدل لصالح النادي الأهلي. أنت خايف من تحقيق العدل. أيها الرجل الرائع أنا مش عايز أوصفك كتر خيرك. أنت وفرت لنا كلام كتير جدا. إزاي بقى نجحت الحملة في أن يجيبوا له إنسان عادل؟ لأنك اتعودت أن الأهلي لا يلقى هذه العدالة. فأنت عندما يتحقق العدالة للأهلي ترتعد إيه الفرائص زي ولا بيقولوا إيه يا أستاذ إبراهيم؟ الفرائص ده في واحدة تانية يا رب تكون جبتها بقى. طيب اتكلم على ذات الموضوع الكابتن أحمد حسام ميدو في قناة المحور نشوف. بعد الطرد اللي حضراتكم شفتوه ده وده كان أول طرد على فكرة لموسيماني كمدرب في 2018 موسيماني هاجم فيكتور جوميز بشدة. عرفتوا بقى ان موسيماني ما بيقولش الكلام ده من فراغ والاشاده بفيكتور جوميز في هذا التوقيت بيقول له بيس خلينا في امان وخلينا في سلام انسى المشاكل اللي كانت بيننا. ده الهدف من تغريدات موسيماني على فيكتور جوميز. وهنا انا بقول ان الموقف من اوله غلط وانك تسند مباراه مهمه لحكم عنده باد هيستوري مع احدى او واحد من الاثنين مدربين فهو قرار غير حكيم. لان النهارده موسيماني اتحط في موقف انه يعني كان عايز ان هو يصلح الامور ما بينه وما بين جوميز وعايز يقول للناس كلها وعايز يقول لجوميز انسى اللي حصل ما بيني وما بينك خلينا في امان وخلينا في سلام. ولكن صدقوني الوداد مش هيعدوا التغريدات دي بسهوله. بالنسبه لهم ان يبقى في الكم من الاشاده من موسيماني لفيكتور جوميز مردود التغريدات دي في الصحف المغربيه والاعلام المغربي والمسؤول الوداد انا عارف هتبقى عامله ازاي. اسناد القرار لفيكتور جوميز انا في رايي ان هو قرار سيء جدا. فليه من الاول على عكس ايوه وعمرو الدرديري ما يرى ان العداله في صالح النادي الاهلي وان ده تحيز للنادي الاهلي بانه بيحقق له العداله ان الى ان الكابتن ميدو بيرى امرا اخر انه ربما مستر موسيماني قد اشار الى نقطه ان كان في مشاكل بينه وبين جوميز وان موسيماني متخوف وانه ما كان ينبغي ان ياتي بحكم بينه وبين احد مشاكل. وهنا ميدو أذكى ذكي عايز يعني يطعن في الاختيار لكن ايه بيشيلها الموسيماني. احنا لما بنتكلم ونحن نأمل احنا لما درسنا فيكتور جوميز لقينا الرجل ده مليونير ورجل بيزنس مان كبير فدي بداية تخليك تقول انه مش هيخضع لإغراءات خالص. إذن هيخضع هو اللي يروح للتحكيم وهو مليونير يا أستاذ إبراهيم ده راجل بيحب التحكيم. طبعا. هيهمه نفسه. أرجو لأن كان برضو يعني في ناس اتكلمت في وقت كده على صفارته في مباراة مصر والسنغال. فأنا عايز أقول إنه مش كل حاجة هنقدر ناخدها انما ناخد على الاقل حسن التوجه. كل ما نأمله ننسى بقى كلام عمرو الدرديري ننسى كلام الاستاذ عمرو الدرديري واستاذنا في الصحافه والكابتن ميدو يعني ننسى كل دول وننسى اي كلام تاني ولا نتذكر الا الملعب عشان مش عايزين نخش زي ما قلنا قبل كده التفاصيل ممكن تجرجرنا الحاجات تلهينا. فنتمنى بإذن الله أن الماتش يخرج على خير ويكون التحكيم موفق ومحدش يطلع يقول أصل الحكم عمل لا احنا ولا الوداد. طيب
ده كلام مهم جدا في موضوع التحكيم، وأرجو أنه يكون واضح ومفهوم. الأهلي لما طلب، طلب حكام من أصحاب الكفاءة والسمعة الطيبة والنزاهة المعهودة، وما يكونش سبق لومه أو إدانته أو. ده الطلب بتاع الأهلي. لما الاتحاد الأفريقي يختار جوميز رغم أنه هو أدار آخر مباراة للوداد في النصف النهائي، فدي مسألة الأهلي ما هوش طرف فيها. يعني لو كان حكم ماتشين للأهلي ورا بعض كانت قامت القيامة، وحصلت في كأس العالم للأندية، كانت قامت القيامة هنا. لكن إن أنت الاتحاد الأفريقي ده تصنيفه وده تقديره، فبيختار الحكم الأكفى والأنسب والأمثل للمباراة. يزيد عليها كمان إن الناس تقول لك إزاي جاب واحد، وده حتى كان رأي عام في المغرب شوية، إزاي الكاف جاب حكم من نفس مواطنه بيتسو موسيماني. ميدو عنده العكس، قال لك ده بينه وبينه خلاف، بدليل ان الراجل كتب تويتة بيأكد تقديره واحترامه لفيكتور جوميز. في كل الأحوال مؤكد ان ده حكم من الكفاءة والمشهود ليهم بالسمعة الطيبة. ماذا عن الجانب المغربي؟ الجانب المغربي بقى الكابتن جاموندي مدرب الوداد السابق في قناة الحياة، كيف يرى هذه المباراة؟ عايز اعرف رايك وتوقعاتك للمباراه النهائيه ما بين الاهلي والوداد المغربي. اتمنى ان تكون مباراه كبيره، واعتقد ان كلا الفريقين في الوقت الحالي هما الفريقين الافضل في افريقيا، وكل فريق يلعب بطريقه مختلفه، ولنرى ما سيحدث. طيب يعني فنيا بقى، في ضوء معرفتك بالنادي الاهلي، في ضوء تدريبك قبل كده النادي الوداد، شايف مين أفضل؟ مين اللي يقدر يكسب المباراة؟ أنا أحترم جدا لاعبي الأهلي. الأهلي لديه له لاعبين مثل طاهر وبرسيتا وشحات، هؤلاء اللاعبين يلعبون بطريقة جيدة جدا في كرة القدم، وأنا أحب طريقة لعبهم وسيطرتهم على الكرة وأيضا طريقة هجومهم. وأعتقد أن الفريق الأهلي سيكون قوي هجوميا. في الوداد بلا شك يحيى الجبران وجلال والمهاجم بنزا، وهم اللاعبين الرئيسيين الذين يستطيعون أن يصنعوا الفارق في هذه المباراة. ولكن ربما على المستوى الدفاعي وكيفية لعبهم، بالنسبة لي أرى أن الأهلي له فرصة أفضل في الفوز. الأهلي فرصته أفضل؟ نعم بالتأكيد، بسبب عامل الخبرة وطريقة لعبهم كما رأيتهم في المباراة الأخيرة. الوداد يلعب له ميزة، وهو يلعب على أرضه وأمام جماهيره، وهذه هي الميزة التي قد تخدم الوداد أيضا. لكن شايف الوداد دلوقتي مستواه أفضل من الفترة اللي انت حضرتك كنت ماسك فيها الوداد، ولا دلوقتي أقل؟ أفضل كثيرا عن العامين الماضيين. خلال العامين الماضيين استقدموا لاعبين أفضل ولديهم خبرة أكثر. رأيك إيه في بيتسو موسيماني؟ أعتقد أن المدير الفني للنادي الأهلي يستطيع الحديث عن نفسه بنفسه، ولكنني أرى أنه يقوم بعمله ويقوم بعمل طيب. وشيء صعب أن تدرب فريق كبير مثل النادي الأهلي ويلعب كرة جيدة ويحقق الفوز، وهذا شأن ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ. أعتقد أن الأهلي موجود على هذا المستوى. تاني، هذا مدرب أرجنتيني ختم بجملة النادي الأهلي على هذا المستوى، ويذكر الأندية الكبرى على مستوى العالم، وبيذكر الحظوظ وبيذكر احترامه، بس كمان قال نقطة في منتهى الأهمية لم نخلي بالنا منها. الوداد الآن، دي مشاهد مباشرة يا جماعة من التمرين اللي بيخلص من شوية، يعني دي مشاهد آخر تمرين، يعني منذ لحظات بالظبط. كابتن الخطيب أستاذ العمري فاروق، كابتن حسام غالي، وبقيه اعضاء، الاستاذ طارق قنديل، وبقيه اعضاء المجلس اللي موجودين او اللي ظاهرين في الصوره دي دلوقتي. فجاموندي المدرب الوداد السابق بيقول لا، الوداد دلوقتي افضل منه من عامين، عندهم لعيبه خبره، عندهم لعيبه كواليتي اعلى،
دوافع ميزات الملعب وبتاع، ولكن لا نستطيع ان نغفل حظوظ الاهلي بخبراته ومستوى لاعبيه اللي انا شفتهم بيأدوا ازاي يعني في اكتر مره ومؤخرا. اذا هي مباراه ستكون مليئه بالنديه والحظوظ المتساويه، نتمنى التوفيق للنادي الاهلي باذن الله. واضح ان مستر بيتسو موسيماني مع شريف اجتماعاته الفرديه والثنائيه مع اللعيبه كتيره، وبيقضي الوقت كله زي ما انتوا عارفين طول الوقت يا اما في محاضرات مع اللعيبه يا اما مديهم شطات فيديوهات للفريق الوداد وبيتفرجوا عليها كل لاعب حسب مركزه والمهام بتاعته، يا اما في الملعب في مواقف فرديه مع كل لاعب على حده. سلافت نظري في كلام المدرب الارجنتيني جاموندي انه معجب جدا بطاهر وحسين الشحات من اللعيبه اللي هو لافتين نظره جدا اللي شايفهم عناصر خبره قويه. لما سالتني الماتش اللي فات قلت لك ايه؟ قلت لك طاهر ما شاء الله بيرجع، ما حدش واخد باله. أيوة. كميه المجهود والالتزام الخططي اللي بيؤديه في الملعب. بقول لك طلع كرة من الجول. ايوه وفي كل مكان في الملعب. ايوه هو ده كرة القدم. التوفيق بقى واللمسات الفانتاستيك والمتعه بتجدها في لعيب زي الشحات. واخد بالك؟ ايضا لا تغفل قيمه هذه اللمسات واللفتات المؤثره. اما يبقى انت لعيب فاهم بتعمل ايه، بتستخدم مهارتك انت، لكن مش كل لعبه عايز ان الشحات ما يعمل بوطن رجله كده، وده قرار سليم في اتجاه المرمى من لمسه واحده، ان ما جاتش جون يبقى ايه ده والقرف ده، ما ينفعش الكلام ده. وايه اللي هنخلي اللعيبه تكش تلعب صح؟ ايوه لانه البديل انك كنت توقفها وتعطلها وتنزلها على الارض، لكن الحقيقه ان احنا لازم نستفيد من ميزه كل لاعب. الاشاده بلاعبتنا هو كل ما يحتاجونه الان. كل لاعبتنا هاني بيأدي على اعلى مستوى، لما شفناه احد نجوم الماتش وبيلعب لك في اي حته تطلبها. شان ايمن اشرف. هو فين اللعيبه الجواكر دي في اي فرقه؟ فلازم نحترمهم جدا. رامي ربيعه ياتي بالاصابه تلعب بيه في خط الوسط، وانا من زمان انا اقول لك انا اراه في هذا المكان. لانه لعيب كوره كويس ورجله تقيله. يعني مش عايزين نتكلم على كل لعيب لوحده. انما نتمنى ان الاسبوع ده اكنه كان معسكر للنادي الاهلي، والثلاث اربع ايام اللي يسبقوا الماتش دول اكنهم معسكر للنادي الاهلي، يكون الدنيا يعني من الناحيه المعنويه والناحيه الخططيه والتحفيز تكون باذن الله توصلنا للهدف. يا رب يا كريم ارزقنا بشيء يعني نفخر به فخرا فوق فخر. طيب مستر بيتسو موسيماني عنده خبره كبيره قوي وذكاء عالي في التعامل بالذات مع كرة شمال إفريقيا، وكل المرات اللي بيقابل فيها أندية الشمال الحقيقة بيثبت بشكل واضح جدا وقاطع إن خبراته في قراية المنافس العربي عالية. هيلعب بالطريقة إزاي؟ كل الناس بتتكلم على إنه موسيماني ممكن يقلب الطاولة على الوداد، هيعمل إيه موسيماني؟ نشوف رأي الكابتن وليد صلاح الدين، إيه الطريقة المثالية لمواجهة الوداد في المباراة؟ ترى الطريقة المثلى لأداء النادي الأهلي هذا اللقاء؟ بص يا كابتن، هو دايما أي حد بيفكر فني خصوصا في المباريات النهائية مهم جدا إنه لازم يكون ليه تقسيمة للمباراة. يعني اوعى تكون بتلعب مباراة كبيرة وبعدين أنت مش مقسمها. دي نقطة بتبقى خطر جدا. فأنا شخصيا بحب إن أنا أبتدي قوي وبعد كده ابتدي تقسيمتي للمباراه تبقى على حسب النتيجه. يعني انا ممكن من وجهه نظري انا ممكن العب 4 2 3 1 ايوه وارمي باورائي كلها القويه الاول. وبعدين يبقى معايا على الدكه الناس اللي تقدر تغير لي الطريقه. تمام. في مدربين بيقول لك لا الامان الاول. نعم. وممكن بعد كده لو لا قدر الله احنا اللي دخل فينا جون يقول لك اشيل واحد من نص الملعب واقلبها ل 4 2 3 1. طيب انت شخصيا تفضل النادي الاهلي يبدا بايه وليه؟
انا شخصيا افضل ان الاهلي يلعب 4-2-3-1 ليه الاول. ليه؟ لا لثلاث اربع عوامل. واحد احنا اصلا ليدنج على فريق الوداد، يعني تحس ان احنا رايحين احنا اعلى. فبالتالي كمان انت عايز تحيد الجمهور وعايز تحيد الملعب وعايز تحيد الحكم. فانت لما تروح ضاغط من الاول بشخصيه النادي الاهلي بقوتك الهجوميه ان شاء الله باذن الله اذا ربنا كرمنا وجبنا هدف هتلاقي الدنيا كلها يعني بقت في صفه. يعني اللي على البر عوام، لكن انا متفق وموافق ونفسي يعني اللي بيقوله الكابتن وليد، لكن انا هو على البر. ليه ما ينفعش التحفظ وزي المباراه؟ لانك المباراة دي ما فيهاش لا جون بهدفين ولا انت متقدم منها بنتيجة عايز تحافظ على ده. المباراة في ملعب قيل انها محايد ولكنه مش محايد، فمش معنى كده انك لازم تتحفظ. انت لو قدرت تستحوذ وتمسك الكورة وتنقل وتفرض ايقاعك على المباراة انت ركبت الماتش وربنا هيوفقك باذن الله ان شاء الله. مع طبعا تخلي بالك في الناحية الدفاعية تماما، ده مش معناها ان نسرح ونباغت بهجمه مرتده، لكن ان الكوره وهي معايا انا خلاص وهي معايا مفيش خطوره عليا. ومساله ترجيع الكوره كتير لحارس المرمى انا بقيت اكرهها جدا. اولا بتشعرني بقله الحيله، نمره اتنين بتشعرني ب يعني لا. انت لو شفت ماتش الاسماعيلي اللي فات مع كان ايستر، كان مين الفرقه؟ لا فرقة، لا الماتش الاخراني ده 2-2 اعتقد انه كان البنك، يمكن البنك رجع لما جون غلط جه يرقص راحت مقطوعه منه جاي جون. بتحصل كتير مش مره ولا اتنين. ما احطش انا حراس المرمى في هذا الاختبار المستمر وفي الاخر يضطر يلعب كره عشوائي يعني. فانا اتمنى ان احنا تبقى الاحتفاظ بالكوره بمهارات ومستوى لائق من لعبتنا وفي انقل نقلتين ثلاثه بالعرض ولا الورا عشان بعد كده لقدام. لكن انا ما عنديش ميزه اللعب خارج ملعبي دلوقتي. فانا موافق كابتن وليد. طيب وليد كابتن النادي الاهلي مشاعره وكلامه منطقي وطبيعي وبديهي. كابتن حلمي طولان ابن نادي الزمالك والمدير الفني لإنبي وصاحب التجربة الهائلة الحياة في هذا الفريق البترولي، شايف الأهلي في المباراة الجاية إزاي؟ نشوف. بتدفع ضريبة أدبك واحترامك وكلامك الكويس على النادي الأهلي. أنا هقول لحضرتك على حاجة عشان نبقى واضحين. وأنا مجبر إن أتكلم كويس على النادي الأهلي، مش مجبر. لكن أنا لما أشوف مؤسسة بتدار بشكل محترم وبتدار بشكل مؤسسي محترم أبقى أنا راجل مش مظبوط لو ما قلتش عليها مؤسسة محترمة. بالعكس أبقى أنا راجل مش تمام، مش حقاني، واخد بالك. هو ضروري أشتم وأسب الناس عشان أبقى زملكاوي؟ لا طبعا محدش بيقول كده. محدش يقوله. بعدين يا أخي ده النادي الأهلي فيه كل أصحابنا وزمايلنا يا أخي من سنة 73 و72. الله، مصطفى عبد والخطيب ومصطفى يونس وماهر همام ومختار، كل الناس دي اصحابنا وكنا نكاد نعيش عايشين مع بعض في الوقت ده. الله، اصحابنا واخواتنا يا اخي. ايه المشكلة؟ هل ينفع ان انا اتكلم في حق اخواتي واصحابي بشكل سلبي بشكل وحش؟ لا. هتشجع الاهلي قدام الوداد؟ أكيد. ده مفيش شك. أي مصري محترم، أي مصري وطني بيحب بلده هيشجع النادي الأهلي. ده كلام مهم جدا، ومهم جدا نجيبه لكم، لأن الحقيقة بيوضح الخيط الرفيع اللي بين الحب والاحترام. كابتن حلمي بيحب الزمالك ولكنه بيحترم الأهلي، فبيتكلم على لانه محترم. خلي بالك فاقد الشيء اللي يعطيه. صحيح. مش هتلاقي حد يتكلم باحترام على الاخرين وهو مش محترم. صحيح. فالمحترم بيتكلم باحترام، كل ينفق مما عنده، كل ينفق وكل اناء ينضح بما فيه. صحيح.
فالكلام ده مهم الكابتن. ولذلك انا لما طلع وانفعل بعد ماتش قلت لك انا مقدر ومش هزعل منه، لانه خساره دراميه تفقد اي شخص صوابه، واحنا كان ممكن نتصرف بنفس الطريقه. لكنه لما هيقعد مع نفسه هيسترد احترامه للنادي الاهلي، ومش هيعتبرها مساله تخص النادي الاهلي بقدر ان فيها توفيق مثلا او اي حاجه. احنا عايزين هو ده الاحترام على فكره. وانا قلت يعني انا مبدئي ان اسعى الى اكتساب الاحترام مش الحب. الحب ممكن يجي بالنفاق. يعني انت عايز الناس تحبك ولا لا سمعهم اللي هم نفسهم فيه. حتى لو انت مدرك ان ده غلط. يعني بعض فلاسفة السياسة كانوا بيسموا بعض السياسات الحك على جرب الغوغاء. ايوه الحك على جرب الغوغاء يا جماعة يعني ايه؟ الجرب ده مرض بيدعوك الى الهرش، تهرش للمريض، وكل ما تهرش تستلذ، بس انت بتعور نفسك وبتنشر المرض. فالبعض وصف بحكمته ان سياسات بعض الأحزاب أو زعماء أنه بيتملق شعبه وبيضره لا يحقق له المصلحة. ولذلك أنا لما بأيد نظامي دلوقتي أبشيد باللي بيحصل، لأني ما بيعملوش كده، هم راحوا للصعب. أيوة. بالعكس بيروحوا للحاجات اللي ممكن الشعب يعني يفقد شعبيته. يعني النهاردة الرئيس لما بيجي يعمل قرارات صعبة الشعب بيجي يدفع ثمنها، لكن مع أنك تشوف نتيجة القرارات دي هيدرك ان والمجهود اللي اتعمل عشان ان ده كان الاصوب. مصر تتبني بيتحمل بقى ويقف معاك. بالظبط هنا الاحترام الذي يجلب الحب. انا عايز الناس ما تسمعنيش اللي انا عايزه، تعلمني ازاي ابقى انسان افضل. مش المساله مساله ان احنا على طريقه البعض اشتم لكم في الاهلي، ايه رايكم انا حلو كده؟ تعالى يا ابني اقعد جنبنا واستفيد واعمل اللي انت عايزه. ففي بعد كده بعد شويه توصل لناس بتتهكم وبتضحك وتسقط هذه الاراء من الحسابات. لكن يبقى واحد زي كابتن حلمي طولان، زي كابتن حسن شحاته، احيانا كثيره الكابتن فاروق، احيانا كثيره كابتن ميدو، بنعترف معاهم لكن من جوانا بنبقى عارفين ان هم مش قصدهم يتجنوا، بقدر ان هو طبعا كذا ملكاوي قد يرى الامر عكس ما نراه. في كريم حسن شحاته فير بيحاول يكون صح ويملك هاني هتحط هذه القدره عندما يريد احيانا بسيطه بتهرب منه، لكن احترم كلامه في اغلب الاحيان. انا عايز اقول انت زملكاوي وانا اهلاوي، التالي اسماعيلاوي والرابع اتحاداوي وهكذا. يعني الله، هو احنا انا كنت هفرح ان انا كل الدنيا تبقى لو امال يعني. طب وبعدين؟ لا، لازم يبقى في تنوع، وزملكاوي كمان لازم يشوف كده. التنوع بيدي للصراع معنى وللتحدي معنى وللانتصار معنى. خلينا نحترم بعض. ده كان كلام مهم جدا عن شخصيه محترمه وراي محترم عن الكابتن حلمي طولان. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام تاني مهم. وما خافش على الاهلي، طول ما جاء داخل الفريق في الدار البيضاء دلوقتي اعلى درجات التركيز والترقب والاهتمام بالمباراه. عايز اقول لكم انه مجرد ما البعثه وصلت امبارح الى مدينه الدار البيضاء دخلوا في مود المباراه بشكل كامل. كابتن الخطيب عقد اجتماع مع الطاقم الاداري داخل الفريق والبعثه عشان ينظم كل الامور حتى نهايه المباراه. كل واحد يبقى عارف دوره اللي بيأديه ايه. الجانب الفني عندك مستر بيتسو موسيماني مع جهازه المعاون خصص قاعة داخل الفندق، دي قاعة المحاضرات، غرفة عمل مستمرة، بالإضافة إلى موافقة إدارة الفندق على تخصيص الفندق بالكامل للبعثة المصرية، ومفيش لا دخول ولا خروج، والجو في شدة التركيز يا باشمهندس. نتمنى يعني أكنها فقاعة، اعتبرها فقاعة. وانا قلت لك ان ده شبه معسكر، هو معسكر حقيقه الامر يعني باذن الله يجيب نتيجه. طيب نشوف الكابتن محمد فضل انطباعه ايه على الفريق والسفريه. تواجد كابتن خطيب وتحديدا وحسام طبعا
وقربه من اللعيبه وكلام ووجود كابتن سيد عبد الحفيظ، ساعات انت كقائد يا سيف بتاخد النواحي السلبيه تقلبها ايجابيه. فانا بتهيالي ان ده هيبقى حافز كبير جدا للعيبه الاهلي، زي ما حصل مع الصفاقس. ماتش الصفاقس انت بتتكلم في ثانيه اخدت البطوله من هناك. فاحنا باذن الله قادرين، وباذن الله انا يعني انا متفائل جدا طبعا 11 ان شاء الله. نفكر ان شاء الله نكسب، احنا متفائلين دايما نفكر ناحيه ايجابيه يا سيف. هتنزل الملعب هتلاقي جماهير، بس انت متعود. خلي بالك دي عمرها ما كانت اول مره، دي انت بتتكلم المره الالف ان جماهير الاهلي او لعيبه نادي الاهلي تلعب في الاجواء دي. وماتش يوم 30 يبقى يوم خير على الكره المصريه وعلى النادي الاهلي يا رب. طبعا يتحدث الكابتن فضل طبعا عن ما يعني تعود عليه من النادي الاهلي، وانه متعود على الضغوط دي، وانه يعني تحس من نغمه صوته انه متفائل او مدرك ان لعيبه النادي الاهلي مش هتبقى هي دي العقبه باذن الله. لو صارت الامور طبيعيه ما خرجتش عن مقتضيات الفير بلاي، اعتقد ان النادي الاهلي هيقدم مباراه طيبه. طيب الكلمه المهمه اللي قالها محمد فضل دي الجمهور الاهلي، دي مش اول مره الاهلي يلعب قدام جماهير كبيره بره الارض، ما تقلقوش ابدا على الاهلي. الناس اللي فاهمه انه عشان الوداد خلفوا كل هذه الجماهير يبقى المساله ليها تاثير على ميزان المباراه، لا. ياما دقت على الرستبول، ياما الاهلي خاض نهائيات كبيره في احراش افريقيا، وفي جماهير حتى كانت توتراتها في المدرجات غير جماهيرنا العربيه الاليفه واللي سلوكها في المعدات طيب جدا، سواء في المغرب او في تونس. الاعتياد ده امر طبيعي جدا، مفيش حاجه خارجه على المقرر. مفيش ابدا قلق من ان الجمهور اللي موجود كتير. في النهايه اللعيب اللي بينزل المستطيل الاخضر تركيزه كله في الملعب. كابتن عماد متعب واحد من اللي عاشوا مثل هذه النهايات المهمه، عارف تاثير تركيز اللعيبه في انك انت بتلعب مباراه كبيره، أهمية الحدث، أهمية البطولة، أهمية الفرصة أمام هذا الجيل. بيوجه لهم عماد متعب رسالته. إيه الرسالة اللي تقولها بعيدا بقى عن الأجواء دي للعيبة الأهلي؟ إيه النصيحة اللي تحب تقولها لهم وأنت عشت ظروف زي دي كتير قوي يا كابتن متعب؟ أقول لهم حطوا في دماغكم النادي الأهلي فاز بدورة أبطال أفريقيا على الترجي في تونس، النادي الأهلي فاز بدورة أبطال أفريقيا على الصفاقسي في تونس. النادي الاهلي قادر على الفوز خارج ملعبه. النادي الاهلي عنده لعيبه وعنده امكانيات تديله فرص كبيره جدا للفوز بدوري ابطال افريقيا. هي الفكره كلها محتاجه اصرار من اللعيبه، محتاجه تركيز من اللعيبه، محتاجه ان اللعيبه تكون في كامل لياقتها وكامل حالتها الفنيه والمعنويه والنفسيه. ولو بقى في جمهور كمان للنادي الاهلي واخد جزء في الاستاد او المساحه بتاعته في الاستاد، على ما اعتقد ده هيفرق بشكل كبير جدا 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 مع النادي الاهلي معنويا ونفسيا داخل الملعب. ممتاز. هو تقريبا دعم ما قاله محمد فضل، وارتكن الى خبرات النادي الاهلي وسوابق النادي الاهلي يؤدي جيدا خارج الملعب اذا ما توفرت باذن الله شروط الفير بلاي، واعتقد انها سوف تتوفر. نحن نعول على شخصية الآن، نعول على تركيزهم، نعول على رغبتهم في تحقيق مجد غير مسبوق. جيل هيبقى ما حدش يقعد يقارن بينه وبين أي حد. فربنا سهل. ولكن في واحد حقيقة من اللي امتدحوا الأهلي ونظامه ومدربه ولاعبته الكابتن خالد بيومي، يعني الراجل دايما وأبدا منصف جدا وبيشوف الأهلي بعين فيها كتير من الموضوعية. نشوف. هي مش قصة الأهلي مع الكاف، الأهلي ما زال وحيدا إن هو عمال يطلع في بيانات بيجاهد بالنسبة للأخذ بحقوقه اللي تخلى عنها الاتحاد المصري، تخلى عنها مسؤول كرة القدم المصرية، وتخلى عنه كمان الناس اللي موجودين داخل الكاف وداخل الاتحاد الدولي لكرة القدم منهم هنا بوريد. الموضوع أن مصر كاتحاد كورة لما تقدم بطلب التنظيم، المغرب كانت اكثر منا قوه كاتحاد كوره مغربي، فوز الاقشع اقوى مننا، اقوى من هنا وبريده، اقوى من الاتحاد المصري بالكامل. العلاقات اللي موجوده في المغرب اقوى بكثير جدا من العلاقات موجوده بالنسبه للاتحاد المصري مع الكاف، وبالتالي كل هذا تحمله النادي الاهلي، وهو الوحيد اللي بيحافظ على شكل وهيبه الكره المصريه بعد خروج المنتخب.
وخروج الانديه المصريه كلها بالكامل لما تبقى سوى النادي الاهلي. وبالتالي انا كاتحاد المفروض احافظ عليه، المفروض احق اساعده. ده الاهم من كده، الجامعه المغربيه او العصبه المغربيه برئاسه رئيس الاتحاد فوزي الاقشع بيحاول بنسبه 100% جاهدا تاجيل مباراه الديربي ما بين الوداد والرجاء للحفاظ على شكل وقوه وامكانيه فرقه الوداد للفوز بلقب افريقيا هنا في مصر. النادي الاهلي يتعامل وكانه من دوله تانية. لما تيجي تقول لي فوزي الاقشع يحاول مع نادي الرجاء لتأجيل مباراة قبل مباراة الأهلي في النهائي، والنادي الأهلي يسعى ويجي الاتحاد المصري والرابطة ومسؤولي كرة القدم مش عاوزين يأجلوا له مباراة إيسترن كومباني ليه؟ جات على مباراة النادي الأهلي الممثل الأوحد في الكرة المصرية؟ لا ده تعنت. لا بصراحة ده أمر غريب جدا يؤخذ على الاتحاد المصري ويؤخذ على مسؤولي كرة القدم المصرية، والمفروض إن الوزير يكون عنده دور. نادي يتبقى أن يفوز له ببطولة أفريقيا حتى يحفظ ما واجه الكرة المصرية، مش عاوزين يأجلوا المباراة. شفت الفرق بين فوزي والفرق بين الاتحاد والفرق بين مسؤولي كرة القدم المصرية والفرق بين الرابطة ورابطة؟ يعني الكابتن خالد وهو رجل كان عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، يعني محدش هيعني يزايد على انتمائه، لكن في نفس الوقت هو راجل فير، هو ده الاحترام. هو قال مجموعة حاجات في منتهى الأهمية والخطورة. قال لك أنا مع النادي الأهلي ليه؟ لأنه يقف وحيدا بعدد المؤسسات التي كان ينبغي أن تعفي الأهلي من التحرك وتتحرك هي بمبادرات من عندها لتحقيق مصلحة ممثل الكرة المصرية وتحقيق العدالة والشفافية والفير بلاي، ما وجدش حاجة وأصبح وحيدا في الميدان، فبيضطر كل يوم تاني يدرس موضوع يطلع بيان للناس اللي برضو إيه البيانات هيعمل إيه؟ ما هو بيضطر يروح لكل الطرق اللي يعني حرمه من العدالة كل الناس المفروض إن هو كانت تعفيه من هذا التحرك. فالحقيقة يعني وهو بيعمل كده يا استاذ ابراهيم ها وبيحط نقاط على الحروف، وانا هدعم النادي الاهلي لانه يقف وحيدا. تعال شوف بقى النقيض ها من بعض الـ وانت عندك كذا حاجه هنا. بص يا جماعه، هي زي قضيه التحكيم، يعني فلتكن خيرا او لتصمت. النادي الاهلي لما طلب يأجل مباراة إيسترن كومباني طلبها لأنه عنده 5 أيام قبل المباراة اللي سافر فيهم، محدش موجود من الأندية المصرية في الدور النهائي إلا الأهلي، حتى الكونفدرالية المصري وبيراميدز خرجوا، الاتحاد أو رابطة الأندية إدارة المسابقات فيها طوال الأدوار اللي فاتت ما أجلتش أسبوع للأهلي إلا ما أجلت زيه لبيراميدز والمصري، ورجعوا لكل المباريات. الأهلي لم يستثنى على الإطلاق، لكن لا حد بيتكلم على بيراميدز ولا حد بيتكلم على المصري. الصداع كله إن الأهلي راح النهائي، دي مشكلة عند الناس دي. لكن المشكلة الكبيرة إنك أنت تلاقي الناس حتى بتفتقد المنطق البسيط جدا والمعلومة السهلة قوي المتاحة. أمير عزم مجاهد كان مع زميل هاني حتحوت مضايقه قوي زي آخرين إن المباراة الأهلي وإسترن اتأجلت، مع انه الاهلي هو اللي وافق ان لما تتاجل يخسر لعيبته الدوليين ويلعب المباراه بدون الدوليين، وده ما فيهوش تكافؤ فرص مع بقيه الانديه اللي هتلعب مبارياتها بالدوليين. زي الاهلي افكركم لما ضحى الموسم اللي قبل اللي فات وقبل يلعب مبارياته بدون لعيبه المنتخب الاولمبي عشان يحل مشكله للجنه المسابقات، وكانت النتيجه انه خسر نقاط كتيره في المباريات دي. ما علينا، لكن يتأجل مباراة الأهلي وإسترن كومباني يتضايق جدا بعض الناس منهم أمير عزم مجاهد. الحقيقة هتشوفوه بعد كده نتكلم. دي مش بتلعب، هتلعب نهائي شامبيونز ليج؟ ما شفناش واحد مثلا طلع من ليفربول قال لك اصل احنا في مهمه وطنيه لازم يتاجل لنا الماتش الاخير مع ضد اللي هو امبارح كانوا بيلعبوه. دي مش نهائي الدوري كان امبارح لازم في نفس التوقيت. والله ولو هنا يعني ما الريال اتاجل، ولو هنا اتقدم له ماتشه مع ريال بيتيس، ما لو هنا يعني لو هنا كان هيتاجل. معلش احنا قبل بعد ماتش بيترو اتليكو حطوا لنا ماتش سموحه وطلبنا تاجيل ماتش سموحه، طلعت من سموحه ومن سموحه رحت طالع على سجرادة، وبعد كده فريرا جه طلب تاجيل ماتش الجونه برضو اتحط له، وعشان تلعب الوداد وكان ماتش مصيري جيت خسرت من الوداد. ده كده احنا خلصنا من الزمالك. خش على بيراميدز قبل ماتش مازيمبي بثلاث ايام طلبوا تاجيل ماتش سيراميكا، ما توافقش
طلعوا من مازيمبي، خلصنا من بيراميدز، خش على المصري، لعب مع الزمالك، المصري طلب تأجيله مع الزمالك، راحوا نهض البركانتلا. طب مش معنى الفرق دي كلها ما بتلعبش مهمة وطنية ولا بنلعب في مهمة سرية والنادي الأهلي بيلعب؟ طيب كان في ردين من رابطة الأندية، اللي هو رقم واحد إنه ده نهائي المسابقة، وبالتالي إنه الهدف بقى خلاص إن 90 دقيقة وتتويج ببطولة قارية. رقم اتنين انه بسبب الظروف الصعبه اللي بيتعرض ليها الاهلي من خلال الاتحاد الافريقي لكره القدم من اقامه المباراه في المغرب، وبالتالي ان كل الاتجاهات رايحه ناحيه ما ترى الرابطه ناحيه دعم الوداد، وبالتالي لازم احنا كمان نقوم بمسؤوليتنا كرابطه انديه تحمي انديتها. ما انا برضو لو كانت اتاجل لي كنت ممكن اوصل نهائي، الفرق الثانيه لو اتاجل لها كان ممكن توصل نهائي. ثاني حاجه النهارده ناس اختارت ملعب في يعني اما اجل لما اجل مثلا مباراه دي هتديني مثلا حاجه عشان هتديك راحه اكتر تدريبات اكتر في نفس البلد. معلش مع احترامي اللي يسري على يسري على الكل ما يسريش على فرقه بعينها. طب انا هاخد من اخر جمله للكابتن امير، يسري على الكل لو انت ما خدتش هذه الميزه في الكونفدراليه وقلنا هذا الكلام وخدت كام يوم؟ يجي 11 يوم قبل ما تلعب الكونفدراليه وقبليها وقبليه. ده انت كتبت تعهدات لاتحاد الكوره انك تلعب الانتاج الحربي يا استاذ ابراهيم في تاريخ معين، ورجعت وقلت على الطلاق من اللاعب بعد ما كتبت التعهد ما رضيتش تلتزم. على الاقل الاهلي خلاص بيلتزم، وده اللي انا كنت بقوله بقى يا استاذ ابراهيم، انك انت مشغول قوي بس بالنادي الاهلي. يعني هتشوف كم واحد منهم طلع يتكلم على الاهلي بدل ما يقفوا يا سيدي حتى من باب اللياقه مش من باب المشاعر او يسكتوا، لا ده كلهم بينتقدوا وكان الاهلي يدلل. يعني ميدو اللي انا شكرت فيه اكتر من مره بقول لك ساعه ما بيتذكر بقى انه لازم يخدم الزمالك لو قال كلمتين حلوين على الاهلي وتهاجم يروح ايه عامل كلمه، يعني برضو قال لك ايه يعني تأجيل المباراة بتاعت ايسن كامباني ضد تكافؤ الفرص. تكافؤ الفرص لمين؟ ده الاهلي هيلعبها ناقص الصفوف، هيلعبها ويضغط نفسه قبل ماتش الزمالك، يبقى مين المضار؟ ازاي شفتها دي يا كابتن ميدو؟ يعني بصراحة يعني انا بشيد بيك لما بتتحلى بالاحترافية وبتتكلم، لكن كمان ما تبقاش بقى نوازعك تاخدك احيانا انك تقول كلام يعني مش انا ما عرفتش افهم كيف يكون هذا ضد تكافؤ الفرص على حساب الزمالك مثلا. ازاي يعني ازاي يعني انت هو انا لما العب ايسن كامباني وانا ناقص لعيبه دوليين دي ميزه ليا؟ ميزه ليا في ايه؟ حاجه غريبه جدا يعني لا الحقائق. ف ومش هو بس برضو يعني في تعليقات اخرى ما اعرفش انت عايز سعر ده عشان يعني طب يعني استنى كميه المغالطات اللي في الحديث ده بالتواريخ بقى لانه جاب حب يستدرك بقى بيراميدز والمصري للصف. تعالوا ورينا بقى. هو امير حب يقول لك طب اهو ريال مدريد وليفربول هيلعبوا الفاينل اتاجل لهم؟ طب الدوري الاسباني خلص كنت عايز تاجل ريال مدريد اول مباراه في الاسبوع السنه الجايه؟ لا بس طب هو ما قالش يعني هيلعبوا فين؟ يعني هيلعبوا فين يا استاذ ابراهيم؟ في باريس. في باريس حتى لو يعني، بس هي الإفيه الحلو قوي انه الدوري الاسباني خلص، كنت محتاج اجل ايه؟ هو طالب ياجل الاسبوع الاول للسنه الجايه عشان تنبسط يعني؟ طب ليفربول خلص الدوري 22 مايو هيلعب يوم 28 عايز تاجل له ايه؟ يقول لك ما تاجل لهمش. يتاجل لهم ايه؟ يتاجل لهم ايه بجد؟ بقول لكم الدوري خلص، ايه اللي ممكن يتاجل علشان انتوا بس ايه؟ هي صرصره كلام. يبقى بالمره بقى نقول لك بصوا بقى اوروبا المحترمه اهو ريال مدريد وليفربول بيلعبوا ما تاجل لهمش. الدوريات خلصت. لكن تعالوا لي بقى للدوري المحلي. الناس بتنسى زي ما المهندس عادلي قال انه بقى مطلوب تدعيم لجنه المسابقات بالمأذون. لازم يبقى في مأذون في لجنة المسابقات لأن الأمور بقت كلها بالطلاقات. عليا الطلاق ما حصل، عليا الطلاق ما قلت، عليا الطلاق ما هلعب. ده اللي حصل في واقعة الإنتاج الحربي يا كابتن أمير. اللي بتتكلموا بقى اللي بانة بتاعت تكافؤ الفرص اللي أنتوا بتقولوها ومحدش فاهم معناها. مفيش تكافؤ فرص أبدًا إنه لما الأهلي يلعب يا كابتن ميدو
مباراة في مسابقة رسمية بدون لعيبته. تقول لي ما هو أصلا اتأجل له، اتأجل له عشان عنده ارتباط بمسابقة تانية، ببطولة تانية، مش راح يتفسح. كان ممكن اللي يقول الكلام ده الوداد اللي اتأجل له ماتش الرجاء. الوداد اتأجل له الرجاء، لكن أنا عايز أقول لكم حتى في جزئية ضرب الإسفين في مسألة المصري وبيراميدز عشان يتقال بصوا الأهلي. ارجعوا لكل مباراة من بداية الأدوار اللي تأجل فيها مباراة للأهلي، ما كانش تأجل للمصر وبيراميدز. في كل قرار كانت إدارة المسابقات بتطلعه بيقول لك نظرا لمشاركة الأهلي وبيراميدز والمصري في الأدوار النهائية لبطولتي أفريقيا. ما حدش يتميز خالص. هل الناس دي متعتمد على إن يقولوا بعد نسبة؟ لا هي كمية جهل، كمية جهل. صدقني أصل مش ممكن يكون المنطق مفقود لغاية كده، لأنه ببساطة شديدة حتى لو هتكلموا على تكافؤ الفرص، الزمالك لما لعب نهائي الكونفدرالية بعد جواب رسمي، لو كان كده طلعه لكم، بعد جواب رسمي للجنة المسابقات للمهندس هاني أبو ريدة وقت ما كان رئيس اتحاد كورة إن أنا موافق على ما تم إقراره من مواعيد يوم 9 مع بتروجيت، 12 مع الداخلية، و15 مع الاتحاد عشان يأجلوا له قبل عشان هيلعب يوم 20 مباراة نهضة بركان. لعب الداخليه ولعب بتروجيت، واول ما جه مباراه الانتاج الحربي قال لك عليها الطلب ما هلعب وما لعبش، وخد 10 ايام قبل ما يلعب. القرار اهو ده القرار علشان ما يلعبش مباراه الانتاج ويفرغ نفسه لمباراه نهضه بركان، ورجع عارفين المباراه اللي كان المفروض الانتاج الحربي يلعبها يوم 15 قبل يوم 20 لعبها يوم 30، يعني بعد الفاينل كمان ب 10 ايام. بس ما حدش اتكلم ولا الاهلي اتكلم ولا حد من الاهلي اعترض. هي دي النقطه. انا خلاص الزمالك بيلعب في مسابقه ثانيه، انا مالي؟ ياخد الميزات اللي ياخدها. جزئيه بقى ضرب الاسفين عند بيراميدز وعند المصري واشمعنى الاهلي، لا كميه الجهل زادت وفاضت والغرض واضح جدا والاسفين واضح. لانه عايز اقول لك انه بيراميدز لعب يوم 9 ابريل مع المحله، هو بيقول لك ما هو بيراميدز طلب يأجل مباراة المحلة قبل ما يلعب، طلب يلعب مع مازيمبي قبل ما يلعب المحلة. يا مولانا بيراميدز لعب مع 9 ابريل مع المحلة، مازيمبي 17 ابريل، يعني بعديها ب 8 ايام، ما كانش محتاج اكتر من ديت. لعب مع مازيمبي 24، يعني لو انت فاهم ان 9 تيجي قبل 24 يبقى عندك مشكلة في القدرات. يعني مازيمبي ما كانش طالب يأجل. المصري لعب يوم 9 ابريل مع الاهلي، يعني كويس مش مع حد غريب، لعب 9 ابريل مع الاهلي ومع نهضه بركان في السويس 17 ابريل، يعني بعديها برضه ب 8 ايام، نفس اللي انطبق على الاهلي لما لعب في نفس الدور، ولعب 24 ثم لعب مع الزمالك يوم 28. بصوا على كل المواعيد بتاعته، هي المواعيد اللي ودي على الشاشه اهي، تاجيل المباراه للفرق الثلاثه. كل قرار تأجيل حصل اهو شمل الثلاث أندية نظرا يعني لوصول الفرق الثلاثة لدور الثمانية. هو 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 يعني جايبين ده منين بقى؟ بس يعني يعني ايه فكرة ان انتم مستكترين على الأهلي انه تأجل له مباراة فيها خمس أيام فيها سفرية للمغرب عشان يلعب فاينل؟ الأهلي لا حلف طلاق ولا حلف يمين، بالعكس جه على نفسه وطلب ان هو حلا للموضوع يلعب الفتره دي بدون الدوليين، مع انه ده برضو ادي مباراه اللي انا بقول لكم عليها تاجيل مباراه الزمالك والانتاج الحربي وقتها اهو كانت 15 مايو الا موعد يحدد فيما بعد، ده بعد حلفان الطلاق. ادي الجواب اللي يا كابتن امير اللي رئيس نادي الزمالك تعهد فيه للمهندس هاني ابو ريده، بص بقى يسعدني ان اهدي سيادتكم خالص تحياتي وتحيات مجلس اداره الزمالك للالعاب الرياضيه بناء على الخطاب الوارد إلينا من سيادتكم بشأن موافقة مجلس إدارة الاتحاد المصري على تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع الانتاج الحربي بالدوري الممتاز، لذا نتشرف بالإحاطة بموافقة مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية على إقامة المباريات للفريق الأول أيام 9 و12 و15 مايو 2019. أنا اللي لسه قايل لكم الثلاث مواعيد وفقا لما جاء بكتابكم مع جزيل الشكر. ادي الالتزام اهو، هلعب الانتاج يوم 15، جه قبل 15
وحلف وحلف طلاق. هات لنا بقى الماتش بتاع 15 رجعت اجل تاني. رجع هات اللي قبل دي يا شارع. ادي اللي قبل دي قرار تاجيل المباراه لاجل لا لموعد يحدد فيما بعد. يا سيدي لا حدد يوم 31 بعديها ب 16 يوم اهو اهو. لا ده الاسبوع 31 اتحددت. هي كان مقرره يوم 15 بناء على الجواب اللي انت شفتوه. الى موعد امتى بقى يحدد فيما بعد؟ ما حتى ما يلزمش اتحدد ده بعد كده امتى؟ يوم 30 وكان الفاينل يوم 20 يعني خد 10 ايام بعديها و10 ايام قبليها. انتوا متخيلين؟ لا ده خد 10 ايام في الدوري المحلي. مش هيرجع يلعب بعديها بيومين. يعني يا جماعه ولا الاهلي اعترض ولا الاهلي استكتر ده على الزمالك ولا الاهلي طلع قال اشمعنى ولا شغل باله بالموضوع ده خالص. ليه ده بيحصل؟ ليه ده بيحصل مع الاهلي؟ يعني شيء غريب جد جدا جدا. لكن عايز اقول لكم انه الاهلي في الدار البيضاء برضو من القضايا اللي اثيرت على فكره قضيه النادي الاهلي واستعداداته والتشكيل اللي ممكن يلعب بيه مستر بيتسو موسيماني. هل من المناسب البعض من المحللين يجتهد دلوقتي ولا المساله رايك؟ لا انا بالنسبه لاجتهاد المحللين هم حرين. لكن انا ضد الهجوم على الجهاز الفني اللي ما عملش كده. انت فاهم ازاي الفرق هنا؟ انا كمحلل ليه وجهه نظر. ما هو لو انا مدير فني يعني هتلعب كده ده معناها كده وبعدين تيجي ما تعملش كده وانت مدير فني. لكن انت كمحلل بتتكلم بشكل نظري مش بشكل يعني مسؤول عن الفريق. وزيك بقول لك انا وانت ممكن نقول راينا بسهوله وغيرنا يعني طالما ان احنا مش هنكون انا بلزم نفسي كده عشان الجمهور ما يقولش انت بتصادر على راينا. انا بقول على نفسي سهل ان انا اتكلم لكن انا دايما ارى ان كلامي مش مفروض يبقى ملزم او اذا حصل عكسه يبقى انا صح وهم غلط. ده بالعكس لازم ارى ان الجهاز الفني والاداره مسؤوله ترى ما لا نراه فبتتخذ قراراتها بناء على معطيات قدامهم مش قدامنا. لكن احنا هنتكلم لان متعه الكوره في الكلام عنها. ما احنا مش معقول هتقول للناس ما تتكلموش في الكوره. لا اتكلموا بس ما نتهمش بعض ما نهاجمش بعض. فليكن لان اللي بيهاجم رايك اللي انت بتقوله في انك انت عايز تصادر على راينا اما انت بتهاجمني اصلك انت كذا 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 كذا. انت بتقع في نفس الشيء اللي انت بتلومني عليه من غير ما تحس. انت بتقولي ما تصادرش على راي الجمهور وبعدين تصادر على رايي. ما انا ما بصادرش انا مش بقول ان انت انا بنصح نصيحتي دي تقبل او لا تقبل وما بدعيش ان انا الصح وانت الغلط. بس انا بقول لما بقول حبوك كما وجدتموه لان التجربه بتقول ان السياسه دي نجحت وصلتنا كده. ممكن في سياسات تحصل ربما بس ربما احنا بنطبقها ما تجيبش نفس النتائج. وجهه النظر ان احنا نلعب في حاجه ناجحه ليه يعني فاهم دي وجهه نظري. مش معنى كده ان اللي يقول غير كده هو حر. طبعا هو حر بس انت لما تصادر برضه وتهاجم اللي بيقول لك لا يعني بص الموضوع بزاويه تانية انت بتعمل نفس الشيء. يعني خلينا كلنا نحب النادي الاهلي ومحدش يحتكر هذا الحب. كل واحد بقى انت تنصحني وانا انصحك وكل واحد ياخد اللي هو شايفه. ففكره الهجوم على النادي الاهلي يا استاذ ابراهيم تجاره رابحه وانا قلت لك هذا الكلام. وذلك كابتن حلمي لانه راجل شديد الاحترام وقلت النماذج الثانيه اللي ذكرتها بتتكلم من واقع احترامها لنفسها انك انت تيجي في يوم من الايام تقول له انت خدت الموقف ده وفاقد الشيء لا يعطيه. خلي اللي يهاجمك يهاجمك بثقافته ومحتوى. طيب الحقيقه على فكره على برضه لبال التكافؤ الفرص اللي البعض بيرددها من دون ما يستوعب حتى معناها. فكره ان انا العب مع ايسترن كومباني بدون الدوليين ده ما فيهوش تكافؤ فرص لا ليا ولا لبقيه المنافسين لايسترن كومباني. من حق الفرق اللي بتنافس ايسترن كومباني على المنطقه اللي هي فيها للبقاء كل واحد يلعب بقوته ان تعترض. انت لعبتني كاهلي بقوتك نقطه ثانيه وجاي تلاعب الفريق المنافس ليا بقوه اقل
منقوص من عدد من اللعيبه لغايه دلوقتي ما نعرفش هيكونوا قد ايه، لان متروكه للكابتن ايهاب جلال العدد اللي هيختاره. فين تكافؤ الفرص؟ وربنا يحمينا من الاصابات يا استاذ ابراهيم. الاصابات دي حاجه تانيه، لكن انا بتكلم على ان انت ممنوع من اشراك لاعب يمثل قوه عندك بحكم انه عنصر دولي يفترض ما دام مختير للمنتخب فهو في افضل او من افضل العناصر. انت لعبت بهذه العناصر قدام بقيه الانديه وما لعبتهمش قدام ايستر. اذا تكافؤ الفرص هنا مش خدوا الاهلي، ده اضر بقيه المنافسين للطرف الثاني اللي هيستفيد من انتقاص قوه الاهلي. يا اصحاب العقل شويه. ففكره ان انا علشان بلعب نهائي دوري ابطال اخد 5 ايام بس، 5 ايام فاصلين، عايزهم كنت عايزهم 2 أو 3. على فكره احنا مقدرين انه والله لا قصدكم ان ايسترن كومباني يستفيد، ولا قصدكم كمان انتظام جدول المسابقه بالشكل اللي انتوا بتقولوه. انتوا كان الهدف بتاعكم اللي يريحكم ان الاهلي يتكسر منه يتعور منه كام واحد بالشكل المجهد بيه فيروح الدار البيضاء خلصان. صدقوني يعني انا كنت اتمنى ان الناس تتكلم بلغه اوضح. ايه اللي يضايقكم ان الاهلي يبقى فيه 5 ايام فقط فاصلين بين مباراه محليه مهمه وسفريه للمغرب يخوض فيها دوري نهائي دوري ابطال؟ ايه اللي يهمكم؟ انا المفترض لو هتمسك بالصح انت بتتكلم على انه الفاينل محتاج اسبوع وفقا لاي ظرف، من حق ان انا اخد اسبوع كامل لان انا خدت 5 ايام. انا وانا بلعب في بطوله افريقيا انت مسؤوليتك كاداره مسابقات تحط لي جدول منضبط يسري عليا وعلى كل فريق ويريحني في البطوله بالشكل ده ويريحني، مش انما بلاش تتعامل مع المؤجلات قضيه ان هي منحه وهبه من سيادتك. فبالتالي ما احنا اجلنا لك وتروح جايبه في 8 ايام رزعه 3 مباريات تقيله تخلص عليه، وده اللي كان المنافس بعض المنافسين عايزينه، تضغط جدول الاهلي بفتره معينه عشان تخلص عليه. فلما يجي علشان يحافظ شويه على سلامه لعيبته، الكابتن حسين لبيب اللي هيسافروا قالها بوضوح وصراحه كامله، يعني لما كان رئيس لجنه اداره مجلس اداره الزمالك قالها واضحه واتفقت مع احمد مجاهد على كده ان انا اصدر الضغط للنادي الاهلي طبعا. اوافق على ان انا هلعب بحيث تتاجل للمنافس ماتشات ويجي يلعبها فتره قصيره. هو ده سياسه الانهاك، اخلص عليه. هل ده منطق؟ الاهلي للامانه كان يجب ان هو يتمسك، لا هلعب مع ايسترن كومباني في فتره قانونيه بكامل لاعبتي، سيادتك مسؤول عن وضع جدول، انا ما خدتش اسبوعين قبل مباراه الوداد، انا بتكلم في 5 ايام، اي معدل قبل 5 ايام نهائي ده معدل غير ادمي وغير طبيعي وغير منطقي وغير مقبول، ولو غيرنا كان حلف 3 يمين طلاق ما هيلعب وكانت هتعدي برضه. حطوا جدول منضبط، احفظوا حقوق الاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري، وخلوا فيه قواعد ثابته. قبل ما هتوصل لمباراه نهائيه من حقك تاخد اسبوع، مش 5 ايام مستكترينهم عليه كمان. يبقى ده ساري على الكل، ولو الاهلي طلب بساعه زياده يبقى غلطان. لكن انت تيجي تحشر حط له وجدول يتعمل، يعني الله يكون في عون الحاج عامر حسين ما عليه ضغط كتير، وقدم اقتراحات لشكل مسابقه السنه دي بظرف استثنائي محدش وافق من الانديه اللي قاعدين مريحين وبيلعبوا مباراه كل 10 ايام. الزمالك الفتره اللي فاتت كان بيلعب سبت ويلعب السبت اللي بعد لما منه، يلعب اربع يلعب اربع اللي بعد منه. لما سالني كابتن شوبير اظن هو ليه في اختلاف بين موسيماني المحلي والافريقي؟ انه ما عندوش وقت يدرس، في حين ان المنافس يعني انا برجع لك من افريقيا بلعب بعد 2 يومين او تالت يوم يعني كويس، ما عنديش وقت استشفي واتمرن واحط الخطه اللي هلاعبك بيها، في حين ان انت منتظرني قبليها ب 10 ايام ما بتعملش حاجه غير بتدرسني وتحط الخطه اللي هتدرب فرقتك انك تواجهني بيها. فواخد راحه ذهنيه، راحه بدنيه، متحفظ كويس هتلاعبني ازاي، كل الدوافع والكوامن موجوده، عامل لي معسكر، انا باجي بقى متضرب النار ولعبك. فهو ده الفرق الجوهري. لما بتديه لموسيماني 7-8 ايام قبل الماتشات الافريقيه بيبقى عنده وقت بعض الشيء
سواء للاستشفاء او دراسه المنافس او تحفيز اللعيبه الى قدر ما، فبيستطيع ان يظهره جزء من قدراته. مش احسن حاجه يعني، لكن لو كل حاجه ماشيه صح، ها النهارده الدوري الانجليزي خلاص اعلنت المواسم الانجليزي، الرابطه الدوري الانجليزي النهارده اعلنت منذ قليل 6 اغسطس بدايه الدوري الجديد يخلص 28 مايو 2023 عشان خلصته النهارده واخد بالك، او امبارح حاجدين فترات التوقف بتاعه كاس العالم. طبعا الفوارق الجوهريه اللي بتخلي الدنيا ماشيه عندهم كده ان الالتزامات الاوروبيه بيروحوها يعني واضحه، وهي ثابته واضحه يعني اوروبا اوضه وصاله بالنسبه لكل الفرق، وما فيش تاشيرات وما فيش اجراءات وما فيش تحفظات ووسائل نقل كتير، اتحاد اوروبي وقوانين موحده اقتصاديه كمان مختلفه. انا بتكلم على دي بتكلم على دي وعلى ما فيش بقى انك تسافر 11 ساعه واجراءات مش عارف ايه وتاشيرات تتعطل ازاي وتنزل وتسافر تاني بالاتوبيس وتخبط لك مشوار ازاي واقامه عامله ازاي، الظروف مختلفه. لو افريقيا في حلول لهذا الامر هتجد الدنيا ترتاح، لكن لحد كده لحد ما يحصل كده ودي صعبه مش سهله، لازم يبقى نتعود شويه ان هيحصل شيء من الضغط، مش بالشكل اللي بيحصل مع النادي الذي ينجح للوصول الى النهائي ايا كان بقى مين هو. بيطلع الاهلي لان الاهلي بيجتهد، لكن لاي نادي تاني مش مفروض يتعرض للضغوط دي برضه. وده اللي يحفظ للانديه المصريه التواجد الافريقي القوي. صدقوني النظام ده لو اتعمل والناس دي اختفت شويه من اللبانه بتاعه تكافؤ الفرص واشمعنا وقاعدين بالتربص الشديد ده، الانديه بتاعتنا كلها على الزمالك على ده وصلت ان يقول لك بيراميدز كله هيستريح، وصلت يقول لك نجحت خطه الاهلي في تعيين حكم عادل. عايز ايه تاني اوضح من كده؟ عايز اطلع فاصل. طيب قبل ما نطلع الفاصل عايز اقول لكم انه طيب معانا من الدار البيضاء الزميل العزيز، هو مصري مقيم في المغرب من سنوات طويله ويعمل في المجال الاعلام والرياضي، الزميل العزيز محمد. طلعنا على كل تفاصيل المشهد في الدار البيضاء. يا كابتن عزيز اهلا بيك. حبيبي يا كابتن ابراهيم ومساء الخير عليك وعلى كل جمهور النادي الاهلي، وبس طبعا على الرمز الكبير بتاع النادي الاهلي كابتن عدلي. اهلا بيك يا عزيز، ازيك يا عزيز؟ الحمد لله. انت الوحيد اللي تقدر تقول لنا، يعني احنا بنعرف نجيب اخبار البعثه واخبار مش عارف ايه من المسؤولين المصريين سواء السفاره او الموجودين مع الفريق، لكن الشارع والجاليه المصريه وردود فعل الشارع المغربي. الحمد لله كابتن، يعني الاجواء هدت شويه من بعد التضارب الاعلامي اللي كان حاصل وسوء التفاهم اللي كان موجود بسبب بعض الاعلاميين عندنا في مصر. وكنت دايما انا في القنوات المغربيه بقول ان الاهلي بياكد حبه لكل جماهير المغربيه، وبيانه طلع واكد البيان على كده ان الاهلي بيحترم كل الانديه المغربيه، والقضيه بتاعته كانت مع الكاف ومصلحه كل الفرق الافريقيه، مش بنبص في مصلحته، هو بنبص ان يكون في سيستم كل يبقى بطوله محترمه لها شفافيتها لها مواعيدها المحدده. وكان دي كله صدى، وكان في صدى كبير ان الاعلاميين قدروا يتفهموا اخيرا ان الاهلي ليه الحق الاعتراض وليه حق ان هو يطالب، ان كمؤسسه كبيره لازم تدافع عن حقوقها، ان وراها جماهير هتطالبها ان ليه ما دفعناش عن حقوقنا. الحمد لله البعثه وصلت مستند استقبال البعثه. انا اولا من قبل البعثه ما توصل كان في تنسيق بيني وبين كابتن سيد عبد الحفيظ، وطلب مني ان احنا ناخد الملعب اللي احنا خدناه في الرجاء تدريب ماتش الرجاء، والحمد لله احنا تواصلت مع رئيس المقاطعه هنا وهم وفروا لنا كل حاجه، الامن على كل اتم، يعني الناس كلها تحت فعلا استقبال كبير واستقبال قوي جدا، والناس كلها
يعني بترحب بالاهلي وبتسهل كل امور البعثه من اول. انا بكلمك دلوقتي وانا في بعد التمرين، كنت انا حاضر في التمرين وانا في الفندق الاقامه، في جاليه من الجاليه المصريه موجوده. الحمد لله انا في حاجه اكيد لك يا كابتن عادل وكابتن ابراهيم، ان الكابتن خطيب كان في جماهير كثيره من الرجاء بتكلمني وبتكلم كل الموجودين ان احنا عاوزين ندخل نشوف المباراه واحنا مع الاهلي. فطورا وواحدا سمعت يعني كلام الخطيب ومجلس اداره، احنا مش هندخل جماهير الغطاء، ان احنا اهم حاجه ان احنا ما يبقاش في تضارب على حسابنا. احنا ان شاء الله قادرين على الملعب وقادرين ان احنا نحسم البطوله ان شاء الله. اما الجاليه المصريه ان شاء الله بكميه كبيره هتكون حاضره، وكل تنسيقا مع السفير المصري النهارده ان بكره ان شاء الله التيكت هيكون موجود في السفاره وكل حاجه اتحددت. ان شاء الله يكون الجماهير موجوده الجاليه، يعني اللي متجوز مثلا مغربيه اكيد هيدخل مع هيدخلوا، يعني حتى الناس اللي مرتبطين باسر مغربيه هيكونوا موجودين في ان هم بصفتهم طبعا زوجها مصري، فهيكون موجود ان شاء الله. انا اتوقع ان اقل حاجه ممكن تكون في الجاليه من 3000 4000 ان شاء الله. من الجاليه في المغرب بس؟ من الجاليه المصريه في المغرب ان شاء الله. احنا بنشتغل بقى لنا اسبوع على تجميع الجاليه كلها، وانا معايا مجموعه هنا في قلب جايين لسه عشان يشوفوا واتصل عليا ناس كثيره من قطر وانا كتبت على صفحتي ان اي تواصل يكون انا موجود، ما فيش اي مشكله. احنا تحت امر اي جمهور يجي من الاهلي من اي مكان في العالم، احنا تحت امره وهنكون كل حاجه ان شاء الله مترتبه. وانا شايف ان شاء الله الجمهور يكون حاضر. احنا بالنسبه لنا لو 4000 او 6000 بالنسبه يبقى حوالي 60000. انا جمهور الاهلي بيبقى حاضر بقوه. طيب قول لي، يعني انت قلت حاله اجتماعيه لذيذه جدا، في عدد كتير من المصريين متزوجين مغربيات ومقيمين عندك، دول هيخشوا بقى في نسب مدرجات الاهلي ولا مدرجات الرجاء الوداد؟ لا، مدرجات الاهلي طبعا. مدرجات مدرجات الاهلي طبعا. احنا مدرجات الاهلي وفي جو جميل جدا ان شاء الله. والنهارده كابتن خطيب كان راح شاف الملعب وشاف مكان جماهير الاهلي، والحمد لله الكابتن خطيب بيطمن على اقل التفصيله، يعني التفاصيل الصغيره. طيب خليني بقى في جانب الوداد، وليد الركراكي كان له تصريحين ضد بعض. اول ما لعب فريق بترو اتلتيكو الانجولي قال لك ده فريق كويس، لو كان لاعب الاهلي كان خرج الاهلي. ثم لما جه يلعب الاهلي هو قال لك لا، الاهلي فرصه افضل في التتويج، خبراته احسن، مرشح للمكسب، انا لو كسبت يبقى مفاجاه. انهي وليد الركراكي، الاول ولا الثاني؟ والله انا التصريحات وليد، انا تصريحات الاستهلاك ان هو يهدي اللعيبه ويشيل الضغط من اللعيبه لعيبه الوداد، ولكن انا على الطرف اللي يهمني هو موسيماني مدرب ليه خبرات كبيره، وانا بقول لك الوداد اصلا خايف. انا كراجل محلل رياض ولاعب سابق، انا شايف ان المباريات السابقه لوليد كانت صعبه جدا. انا مع بترو كان بترو عامل ماتش كبير هنا في الدار البيضاء، مع بروزداد كان صعب قوسين ان هو يخرج من البطوله. موسيماني عارف هو عاوز يعمل مباراه، وقبل كده احنا قابلنا الوداد 12 مره، كسبنا ست مرات وهم كسبوا اثنين، منهم ثلاث مرات هنا في الدار البيضاء يا كابتن ابراهيم. يعني ونفس الفرقه ديت من السنه اللي قبل الماضيه قبل النهائي في الدور الثمانيه كاسبين الوداد 2-0 3-1 في القاهره. الفرقه ديت 3-1 في القاهره بنفس الفرقه دي، ما عدا الكارت اللي هو اتنقل لبرمض. وانا شايف بس يا عزيز انا ما بحبش اركن للتاريخ ابدا
وتحليل ان التقينا وعملنا يعني يعني عايزين نقول ان الفريقين يعني لازم يحترموا بعض، واذا ما خافوش من بعض يبقى مش طبيعي. كمان فكره انك تنزل وانت حاسس ان كعبك عالي ده مش كويس، فاحنا مش عايزين نركن لدي ونسيب بقى المدربين. يعني انا يهمني انك تحطني في صوره الشارع المغربي اللي انت ابتديت، كنت هتحكي لنا شويه تفاصيل. يعني الدنيا هديت زي ما انت بتقول، كانت في سوء فهم بيانات الاهلي ووجود الاهلي وتصريحات المسؤولين ادت الى عوده المشاعر الى طبيعتها، ولا لسه في اي مشاعر؟ لا، كل المشاعر فيها محبه وحب، وكل الجماهير اللي انا بقابلها بيقول لك ان طبعا بتمنى ان هم الوداد يكسب، ولكن في النهايه هي مباراه كره القدم مش هتعدى الا كده يعني. وكنا الامن كان حريص جدا ان هو يعمل تامينات، ان احنا في 2017 كابتن عدلي وانا كلمت كابتن سيد عبد الحفيظ مثل، وكنت مكلم الامن، كان في تنسيق بينه وبين الامن، ان في 2017 الساعه 3 بالليل كان في مظاهرات. احنا جنب معقل الوداد، احنا الفندق بتاعنا جنب معقل المدينه القديمه، هي معقل الوداد وجماهير الوداد. في 2017 عملوا مظاهرات كبيره يعني تشجيع الساعه 3 بالليل، وايامها طلبنا الامن، فكل الامن فيه في الصوره، فالبعثه مأمنة كويس، والشارع بقى اهدى، وفي حب، في حب للاهلي. يعني انا قابلت جماهير ولا هي وداديه ولا هي رجاويه عاوزه تدخل تشجع الاهلي، وانا كنت بسال سؤال، طب الجماهير ديت المغربيه اللي عاوزه تدخل الاهلي مش عاوزه تقعد مع الجماهير الوداديه، فهم لهم الحق ان هم يتفرجوا على الماتش. فاحنا بصراحه يعني في شعبيه كبيره للاهلي موجوده، يعني هم في مجموعه من الجماهير المغربيه مرتبطه باللعب الاوروبي ولكنها بتحب النادي الاهلي. فانا شايف ان الوضع بقى هادي، وان شاء الله المباراه اللي انا شفته من اللعيبه ومن الكواليس، اللعيبه هاديه جدا ومركزه جدا، وان شاء الله يا كابتن ربنا هيكرمنا ان شاء الله. نعمل هسالك سؤال غريب شويه، هو طب. في اي احتمال لسقوط امطار او ان الملعب يبقى مبتل تستدعي ان نعمل حسابنا مثلا على احذيه للمطر؟ يعني انا بقعد افكر كده في ايه المشاكل اللي ممكن تيجي، ولا في الوقت ده ولا اتفضل. درجه الحراره 25 24 في وقت المباراه هتبقى 18 19، فان شاء الله هتكون جو ملائم جدا لجو الكوره. والنهارده اللعيبه لعبت في نفس الاجواء، مرض نفس الاجواء، لا الجو جو كره يا كابتن، ان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله. طيب من ناحيه الاصابات، قائمه الوداد مكتمله؟ كان عندهم اكثر من واحد مصاب، رجعوا كلهم مكتملين حسب ما تعرف؟ هو في زهير رقم 7 لاعب مهاجم هاف شمال، اللعيبه المهمه جدا، كان مصاب. ده اللافي مش كده؟ نعم، اللافي، زهير اللافي. لا اللافي عنده اصابه تقعد حوالي 3 اشهر، اللافي مش موجود في القائمه خالص. هو بيلعب مكانه بديع اوك في الناحيه اليمين، كان اشرف داي اللي هو السيرد باك كان برضه عنده اصابه، رجع لعب الماتش اللي فات مع اولمبيك كريبجا، وكان عنده برضه اصابه في الحسون برضه، رجع لعب حوالي 10 دقايق من الماتش اللي فات. لا هم جاهزين، هو بس زهير هو اللي احتمال يكون موجود، او مش كل الفرقه موجود، اما زهير هو اللي ممكن يلحق المباراه او ما يلحقهاش. نسبة ال 20% من التذاكر اللي اتقال لك دي للجمهور العام، النهارده السيستم بتاع الجامعة الملكية فتح للحجز، تقريبا خلصت مش كده؟ يعني في مصريين كتير بيقولوا لي ما لقوش فرصة ياخدوا تذاكر. لا، السيستم أصلا من الضغط الشديد عليه وقف، يعني في مشكلة كبيرة، وكنت النهارده في برنامج وكانوا بيناقشوا الموضوع ده، وأنا حتى
يعني لومه الاتحاد الافريقي ازاي يعني مفيش عدل خالص يعني ان انت تدي 10,000 و10,000 للوداد و10,000 للاهلي و20,000 للجمهور عادي. من الجمهور عادي؟ ما هو الجمهور عادي هو بتاع الوداد، ما تقول كده على طول، خليك طريق يعني. فللاسف كان في استياء كبير قوي من حتى من الجاليه ومن كل الاجواء، ولكن يعني الحمد لله ان احنا اقل جمهور بالنسبه لنا هيكون قوه كبيره ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا عزيز. شاكرين جدا يا سيدي. شكرا جزيلا للزميل الاعلامي المصري المقيم في المغرب عزيز محمد، واعتقد صوره كامله عن الوداد والاجواء. كانت مهمه جدا نعرف المناخ الخارج نطاق الفريق يعني. هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل نرجع تاني على الدير البيضاء. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن شفنا كل الانباء حوالين فريق الوداد، فريق كبير انه بيلعب مباراه فاينل، مؤكد انه عنده تركيز، عنده تجهيز لافضل العناصر. حتى زهير المترجي اللي كان بيتكلم على انه مصاب، ده رجع التمرين وبقاله يومين بيشارك في التدريبات بشكل جيد، وهو لاعب مؤثر على فكره في صفوف الوداد. هتشوفوا صورته دلوقتي في اخر مران له مع الوداد، انه واضح انه بقى جاهز وبيلعب، وجمهور الوداد مبسوط انه زهير رجع وبقى كويس. ده من مفاتيح اللعب المهمه جدا. اللافي يمكن هو اللي اصابته بعيده شويه، شهرين ولا حاجه، لكن في كل الاحوال خدوا بالكم، فريق يوصل للمباراه النهائيه ومتواجد في النهائي بقاله فتره وعنده طموح في البطوله، من المؤكد ان عنده عناصر قويه زيه زي الاهلي، زي فرق تقيله كبيره عربيه افريقيه بتوصل للفاينل، فبالتالي مش هينتقص من قوه اي فريق يغيب لاعب او يرجع لاعب. ومن المؤكد كمان يا استاذ ابراهيم عشان نكون واقعيين يعني اي حد بيقول وجهه نظره للقراءات بيتكلم في المحيط بتاعه لكن الوداد هيكون متحمس جدا هو جماهيره طبعا. مؤكد يعني ان النادي الاهلي باذن الله يلقى الحمايه والرعايه ويحصل على حقوقه في وسائل الراحه قبل المباراه. ها ما تيجي نروح تاني الدار البيضاء، حد معانا؟ الاهلي خلص تمرينه ورجع للفندق، ومعنا من فندق الاقامه موفد القناه يا فاروق. فاروق صلاح. فاروق مساء الخير. فاروق انا كنت اعرف للاستاذ ابراهيم المنيسي، وطبعا عرفت يا استاذ فاروق. اسمع فاروق بس، اسمع كل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اسمع فاروق، انا عرفت ان الكابتن الخطيب كان له قعده اتفضل يا باشمهندس، يمكن مش مع الفرقه بس، بعد ما خلص قعده الفرقه وقبليها قعد مع الناس المحيطين بالفرقه والاعلاميين بالذات، وكان له بعض الطلبات يعني لخصها لنا كده من غير يعني بلباقة، من غير ما تقول لنا إذا كان فيها حاجة يعني بيننا وبينكم يعني أو بينهم وبين بعض يعني. اتفضل. تمام يا باشمهندس، يعني خليني أقول لحضرتك طبعا كان اجتماع الكابتن محمود الخطيب طبعا رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق النادي الأهلي هنا في الدار البيضاء بفريق النادي الأهلي أو البعثة الإعلامية بفريق بالنادي الأهلي، طبعا في وجود أعضاء مجلس الإدارة كاملا. نتكلم على أمور كتير جدا، يجب توفير الجو المناسب وعزل اللاعبين عن أي أجواء، اللعيبة يتوفر لهم المناخ المناسب طبعا لأداء 90 دقيقة، في أدوار مهمة جدا لكل فرد داخل منظومة النادي الأهلي على النطاق الفني على النطاق الإداري، الشق الإداري الخاص بيهم الكابتن الخطيب طبعا يعني مكلف كل فرد داخل منظومة النادي الأهلي يقوم بدوره، لكن أكد على حاجة مهمة، لازم نوفر الجو المناسب للعيبة النادي الأهلي، نعزلهم تماما عن أي مشاكسات ودي أهم أي حاجة ممكن يعني نتلقاها في أهم حاجة. بالظبط، هو أنت يعني باشمهندس أنت عارف طبعا بالظبط يا باشمهندس، تعرف طبعا يعني وجود قيمه الكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي بتبقى عارفين التوقيتات المناسبه للحديث، التوقيتات المناسبه لتوفير الجو المناسب ايضا لبعث لفريق النادي الاهلي. وايضا الكابتن الخطيب اكد على ضروره ان هو يحافظ على حقوق جماهير النادي الاهلي سواء الموجوده هنا في المغرب او الجماهير القادمه ان شاء الله الى المغرب، وضروره طبعا ان هو يحافظ على امن وسلامه البعثه بالكامل، وليس الامر متعلق فقط اللعيبه ولكن ايضا يشمل الجماهير. وبالمناسبه باشمهندس ويا استاذ ابراهيم، ده كان من النقاط المهمه جدا اللي شفناها ولمسناها في وجود الكابتن الخطيب ومجلس اداره في زيارته النهارده لمركب محمد الخامس، وعين الملعب وشاف المكان المخصص لجمهور النادي الاهلي. مهندس خالد مرتجي طبعا اتكلم
مع مسؤولي الكاف ان ضروري توفير يعني المكان مخصص يتوفر فيه الامان والحمايه الكامله لجمهور النادي الاهلي. يعني المهندس خالد مرتجي اتكلم في نقطه مهمه، قال انا مستعد اتنازل عن المدرج المخصص اللي هو يعني بيتسع ل 11000 متفرج مقابل ان انا اخد يعني مدرج اقل في العدد 9600 متفرج، لكن يكون في حمايه افضل لجمهور النادي الاهلي ويكون بجانب فريق النادي الاهلي في الجزء المخصص ليه في الملعب. دي نقطة إيجابية جدا. إذا يعني فيما يخص الفريق العزل الكامل وبعدوم عن أي توترات أو نقل أخبار قد تكون مؤثرة أو نقل أخبار تكون ما ينبغيش، يعني ليها عنصر الخصوصية أو الناحية الفنية، أو وفي نفس الوقت الحرص الشديد جدا على راحة جماهيرنا واختيار حتى المكان المناسب اللي يظهر تأثيرهم. يعني حاجة غير كده عندك؟ بالظبط يا باشمهندس. برضه انا عايز بقى اقرب حضرتك من الكواليس هنا في المغرب واستعدادات فريق النادي الاهلي، ايضا نتكلم على استعدادات فريق الوداد البيضاوي، وعندنا برضه بعض الكواليس. خلينا اقول لك ان الاتحاد الافريقي اخطر الاتحاد، وده يعني حصري من خلال حضراتكم ومن خلال قناه النادي الاهلي، الاتحاد الافريقي اخطر الاتحاد المغربي ان التذاكر التي لن تباع في يعني قبل المباراة لن يتم بيعها يوم المباراة، وبالتالي المدرجات اللي مش هيتم حجز تذاكرها هتبقى شاغرة، ودي من النقاط المهمة جدا اللي شدد عليها مسؤول الكاف مع الاتحاد المغربي. خليني اقول لك ان النهاردة بالتحديد الخميس بدأ حجز التذاكر، اقبال كثيف جدا من جماهير الوداد، تجاوز 20000 يعني حجزوا اكثر من 20000 متفرج من مدرجات استاد مركب محمد الخامس اللي من المقرر هيتم افتتاح الملعب للجمهور قبل موعد انطلاق المباراة بخمس ساعات. المباراة زي ما حضراتكم عارفين الثامنة بتوقيت المغرب، التاسعة بتوقيت القاهرة، هيتم فتح أبواب الاستاد من تمام الساعة الثالثة. بالمناسبة برضو النهاردة باشمهندس ان تم النادي الاهلي استلم 10 كرات جديدة اللي هيتلعب بيها النهائي، طبعا دي الكرات صممت للمباراه النهائيه. النادي الاهلي استلم 10 كرات، ايضا نادي الوداد استلم 10 كرات هتلعب طبعا بيهم المباراه النهائيه. النهارده كان يعني بتجوب شوارع كازابلانكا الكره ومعاها الكاس، اللي ايضا برضو من خلال حضرتك برضو نتكلم في هذا الامر ان الكاس اللي ان شاء الله اللي هيحمله الفائز بهذه المباراه ان شاء الله يكون النادي الاهلي، هو كاس صمم يعني نسخه بنفس التصميم القديم ولكن هي نسخه جديده تم تصميمها هذا العام. طبعا النادي الاهلي عنده النسختين الاخرانيين من بطوله 2020 و2021 تم تصميم نسخه جديده في هذه النسخه ولكن بنفس التصميم ونفس الشكل القديم. طبعا دي كانت من الامور المهمه جدا اللي الاتحاد الافريقي يعني اشتغل عليها بخصوص التحضير للامور الاحتفاليه الخاصه بهذه المباراه. عايز برضو لو وقت حضرتك اسمح يا باشمهندس والاستاذ ابراهيم انقلك الناحيه الثانيه لاستعدادات فريق الوداد. طبعا وليد الرجراجي يعني انا من بتابع حضرتك وسمعت كلام حضرتك، هو قال تصريحين، تصريح مهم جدا ان قال ان فريق بيترو اتلتيكو لو كان واجه فريق غير الوداد كان ممكن يلعب المباراه النهائيه، وقال تصريح تاني ان حاليا ان شايف ان النادي الاهلي هو افضل نادي والمرشح الاول، وان بيتسو موسيماني هو افضل مدير فني داخل القاره السمراء. كلامي صحيح يا باشمهندس؟ يعني ما اعرفش قال كده، لا انت اللي بتقول لنا اهو الكلام ده صحيح. بالظبط يا باشمهندس. طيب دي انا بس انا بعتبرها يا فاروق دي من ضمن المناورات اللي بيلجا اليها المديرين الفنيين، يعني كمان مش كل كلمه هتنطق لازم ناخدها بالتحليل وكانها يعني يتبني عليها. الشاطر اللي يبص لنفسه ويبص المنافس بواقعيه ملوش دعوه بالكلام اللي بره. فمؤكد ان موسيماني برضه عارف يحلل. اتفق مع حضرتك تمام. اتفضل. اتفق مع حضرتك طبعا يا باشمهندس في هذا الكلام. خليني اقول لك ان لهجه وليد الرجراجي في الفتره الاخيره او في خلال ال 48 ساعه الماضيه بدات تتغير، يعني زي ما حضرتك معتاد طبعا يا باشمهندس بتقول طبعا بطريقه التنويم المغناطيسي، هو عايز يرفع الضغوط شويه على لعيبته، عايز يخلق دوافع للاعبي فريق الوداد. ايضا المناورات اللي بتتم على عوده طبعا اللعيبه المصابين سواء زهير المترجي وجلال الداودي واشرف داري اللي رجع طبعا
في المباراة الأخيرة. طبعا هو بعض الأخبار اللي بتقال في الصحافة المغربية اللي طبعا تناولت الأمر أن اللعيبة من الصعب الحقهم بالمباراة، لكن في منهم لعيبة طبعا شاركت في المباراة الأخيرة وهيكونوا جاهزين. أقدر أقول لك أن فريق الوداد هيكون جاهز للمباراة بالقائمة الكاملة وباللعيبة الأساسية، يعني مش ما عندوش أي غيابات لهذه المباراة. من النقاط المهمة جدا ان الاتحاد المغربي هنا موفر كل الدعم الكامل، ودي نقطة مهمة برضو يا باشمهندس علشان نشوف الصورة برضو ان الاتحاد المغربي هنا موفر كل الدعم لفريق الوداد المغربي. ومن المقرر طبعا ان فريق الوداد خلال الفترة الأخيرة كان بيؤدي تدريباته في المدينة الرياضية مدينة محمد السادس، بدءا من الغد هيؤدي تدريباته على استاد او مركب محمد الخامس لمدة 3 ايام جمعة والسبت والحد، ومخصص 3 أيام لفريق الوداد لأداء تدريباته على ملعب اللي يستضيف أحداث اللقاء، مقابل أن النادي الأهلي طبعا هيؤدي تدريب وحيد على هذا الملعب يوم الأحد اللي هو قبل المباراة. دعم أيضا في وسائل الإعلام اللي رصدت طبعا يا فاروق هنا نقف. المباراة ليست مباراة الاتحاد المغربي، الشأن ده لو هو هتمرن 3 أيام من حق النادي الأهلي يتمرن 3 أيام، فدي مش مسألة الاتحاد المغربي وفر الملعب. الآن هو ملعب الاتحاد الإفريقي، واللي بينظم التدريبات عليه هو الاتحاد الإفريقي. أرجو أن دي تبقى يعني واضحة لكل. بس بالظبط يا باشمهندس، يعني دي من النقاط اللي احنا اتكلمنا فيها. لكن اللي انا عايز اقول لحضرتك ان الاتحاد المغربي من يعني بدا من الغد مخصص زي ما قلنا 3 ايام. الموضوع ده طبعا هيشوف فيه تناقش مع مسؤول الاتحاد الافريقي، لكن هو مخصص ان الاتحاد المغربي ان الثلاث ايام دول هيكون لاداء تدريبات فريق الوداد. ايه يا ابراهيم؟ بالظبط. طيب لكن انا عايز اقول لك ان الاستاد اللي التدريبات اللي بيأدي عليها النادي الأهلي الملعب العربي الزولي هو ملعب يعني بالنسبة للنادي الأهلي ملعب مؤمن. النادي الأهلي في ارتياح من جانب الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عادلي في اختيار ملعب العربي الزولي في منطقة هادية، ملعب بيوفر جو من المناخ المناسب للنادي الأهلي، بيوفر أيضا جزء من الأمان اللي بعثت فريق النادي الأهلي والفريق النادي الأهلي. طبعا انت عارف ان المستر بيتو موسيماني طبعا خلال هذه الأيام هيشتغل على الجوانب الخططية والجوانب التكتيكية. من الممكن طبعا الاستاد محمد الخامس ما يكونش به الدرجه الكافيه طبعا ان انا اقدر من خلال هذا الامر في ارتياح زي ما قلنا في ملعب العربي الزولي اللي الفريق ادى عليه تدريباته اليوم اللي اختتمها طبعا يعني فقره خصصت لي من المستر بيتسو موسيماني لضربات الترجيح طبعا تالق فيها كل اللاعبين. ننتظر ان شاء الله يوم المباراه ويبقى اليوم موفق لفريق النادي الاهلي ان شاء الله، وما يعني ما نوصلش لضربات الجزاء ويكون يوم موفق للعيبه النادي الاهلي يا باشمهندس. الحاله الفنيه للعيبه بالذات الاربعه العائدين من الاصابات الحمد لله مطمئنه في التدريبات يا فاروق؟ اطمن حضرتك طبعا اللعيبه العائدين من الاصابه سواء اليو ديانج عمرو السولية حمدي فتحي او كل اللاعبين ايضا، يعني زي ما صرح لنا الدكتور احمد ابو عبله ان في محاولات يعني بتجرى مع محمد عبد المنعم مدافع النادي الاهلي ان شاء الله اللي هتحدد خلال 48 ساعه امكانيه لحاقه بالمباراه. ايضا بدر بنون موجود اللي بيستكمل برنامجه التاهيلي، لكن اللي انا برضو عايز انقله برضو من خلال حضراتكم هي الروح اللي عند اللعيبه، التصميم اللي عند لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي بتتكلم يعني في احاديث جانبيه خلاص استعدادا للمباراه، اللعيبه بتقول خلاص احنا اول ما ركبنا الطياره في الاتجاه للمغرب خلاص احنا بنركز ان احنا نحافظ على لقبنا، بنركز ان احنا نحقق رقم قياسي في القاره بالحفاظ على البطوله العام الثالث على التوالي. بعض اللاعبين قال لك فرصه ما بتجيش في العمر كتير انك يعني تحافظ على البطوله العام 3 مرات على التوالي. بعض اللعيبه بيبقى عندها ارقام فرديه يعني بتبقى في جانب اخر بجانب العمل الجماعي اللي هو طبعا التحقيق للانتصار. اعتقد اكبر حافز وجود طبعا الكابتن محمود الخطيب اللي دايما بيتكلم مع اللعيبه، كابتن سيد عبد الحفيظ بيتكلم على خلق الدوافع النفسيه، مستر بيتسو موسيماني في المحاضرات اللي بيتكلم فيها مع اللاعبين بيتكلم ان دي فرصه ممكن ما بتجيش كتير خالص انك توصل لنهائي يعني تبقى البطل لمده 3 مرات متتاليه. دافع اكبر للعيبه، دافع اكبر للجهاز الفني. ان شاء الله كل الامور يعني خلال الفتره القادمه تبقى برضه تسير على ما يرام في انتظار طبعا يوم المباراه. اللي خليني برضه اكد على حضرتك حاجه يا باشمهندس، النهارده كابتن محمود الخطيب كابتن سيد بيتكلم ان طبعا في بعض الامور اللي احنا يعني لمسناها النهارده من مسؤول الكاف
وهأكد عليها من خلال حضرتك. النهارده مسؤول الكاف في زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي شدد على عدم وجود شماريخ وأكد على هذا الأمر، والمهندس خالد مرتجي شدد عليه قال له هذا الكلام مؤكد، قال له كلام مؤكد، ممنوع استخدام الليزر، ممنوع استخدام الشماريخ، ممنوع إلقاء الزجاجات على اللاعبين في أرض الملعب. دي من الأمور اللي يعني خليني أقول لك يبقى فيها طبعا أمور كتير جدا وحديث عليها خلال الفترة القادمة، لكن مسؤول الكاف أكد على عدم وجود تجاوزات وشدد على هذا الأمر، والمهندس خالد مرتجي شدد أن الكلام ده يكون كلام مؤكد من مسؤول الكاف اللي كان موجود معنا النهاردة. طيب يا رب نشوف هذا الكلام فعلا. إبراهيم فاروق عندك أي إضافات تانية حوالين أجواء البعثة داخل الفندق؟ لا اقدر اقول لك يا باشمهندس الاجواء هنا يعني اللعيبه خلاص زي ما بنقول التركيز اللعيبه متوفر لها الجو، احنا التزام تام طبعا الكابتن محمود الخطيب والكابتن سيد بالتنسيق طبعا في هذه الامور، طبعا حظر اعلامي طبعا على بعثه فريق النادي الاهلي، العزل اللعيبه تماما عن اي امور، عدم حضور طبعا اي وسائل لتدريبات الفريق للنادي الاهلي، جو ومناخ مناسب ان شاء الله يكون للعبه النادي الاهلي، يوم ان شاء الله يكون فيه شخصيه لعبه النادي الاهلي ان شاء الله، لكن الامور مطمئنه. اقدر اقول لك ان غدا ان شاء الله اللعيبه هتتناول وجبه الافطار طبعا في تمام الساعه 10، ثم اداء وصلاه الجمعه يكون في تمام الساعه 1:30، وايضا في جلسه تصوير، ثم وجبه الغداء، ثم محاضره لبيستر بيتسو موسيماني في تمام الساعه 6:30، ثم التحرك الى الملعب او ملعب العربي الزولي في تمام الساعه 7 لاداء تدريب النادي الاهلي. دي تقدر تقول يا باشمهندس كواليس اليوم غدا بمشيئه الله لفريق النادي الاهلي. عايز اكد على نقطه مهمه جدا قبل ما اختم مع حضرتك، ان طبعا النادي الاهلي هو الفريق رقم A في هذه المباراه، وبالتالي النادي الاهلي هيرتدي الزي الاحمر، الزي الرسمي للنادي الاهلي، فريق الوداد هو اللي هيرتدي الزي البديل في هذه المباراه. ان شاء الله يكون يوم موفق والفتره دي تكون فتره موفقه لفريق النادي الاهلي، ويكونوا قادرين ان شاء الله على حظ البطوله الافريقيه. الاتحاد الافريقي هل هيعمل مسحه كورونا للفرقتين ولا انتهى الموضوع ده؟ بالظبط يا باشمهندس، تمت يعني ابلاغ بعثه النادي الاهلي ان في مسحه بي سي ار قبل المباراه، طبعا يتم اجراءها يوم الاحد ان شاء الله، مسحه سواء يعني للافراد الفريق البعثه بالكامل للنادي الاهلي والفريق الوداد. ده كان الاختيار من المنسق الطبي اللي ابلغ النهارده طبعا الكابتن سمير عدلي، اللي طبعا قايم بدور كبير جدا. الكابتن سمير عدلي واحد من يعني الجنود المجهوله في النادي الاهلي، قايم بدور منذ يعني قبل قدوم البعثه والتنسيق مع مسؤولي الكاف، لكن مسحة البي سي آر طبقا للبروتوكول موجودة يا أستاذ إبراهيم. هل هناك إضافة أخرى فاروق؟ أنا مع حضرتك لو في أي سؤال يا أستاذ إبراهيم. شكرا جزيلا، وفيت كل الصورة الكاملة. شكرا لموفد قناة الأهلي إلى الدار البيضاء زميل فاروق صلاح، وأعتقد حطكم في الصورة كاملة من كافة. ما هو مهم أنك تجيب حد لصيق بالفرقة، حد من خارج الفرقة، الصورة تكتمل. نتمنى أن الكلام اللي اتقالنا قبل فاروق ما يخش يكون بيعكس الواقع، وأن الهدوء فعلا يستمر لحد المباراة وما بعد المباراة. احنا مش نقول هدوء لأن الكرة ما فيهاش هدوء، لكن الالتزام بالمعايير اللي الكاف لو فعلا قدر يحقق الشروط دي يبقى ساعد مساعدة كبيرة في أن كرة القدم ترتقي إفريقيا وتوصل لمكان أفضل بكتير بإذن الله. إن شاء الله تعالى كل التوفيق للأهلي مساء الاثنين. هنطلع الفاصل الأخير وبعد الفاصل نتواصل. أهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين معاكم. وأعتقد شفتوا درجة التركيز العالية للأهلي في الدار البيضاء، و برجع لك يا باشمهندس خبرة الأهلي في خوض مثل هذه المناسبات الكبيرة بتفرق؟ مؤكد، لأن دي بيلخصها. شوف مستوى القرارات الإدارية، مستوى رئاسة البعثة، مستوى الحضور المسؤول من مجلس الإدارة، مستوى الكلام اللي بيتقال والتفاصيل اللي الأضواء، يعني هم مش رايحين يتفرجوا على الماتش. واضح إن الكابتن الخطيب مكلف كل واحد فيهم بدور هناك عشان ما فيش تفصيله تروح نظرا لاهميه المباراه. يا استاذ ابراهيم انا تملي اقول هذه الجمله، كابتن خطيب
والاعضاء المجلس كلهم بيطمنوا على الملعب اللي هيتلعب عليه المباراه. مركب محمد الخامس في الاستقرار على كل الترتيبات، حرصوا على ان الجماهير تتواجد في اماكن تتمتع بالحمايه والراحه والقدره على انها تتفرج وتشجع فريقها بامان. دي تفاصيل بتسبق الازمات. وده اللي انا بقوله بقى، دايما النادي الاهلي ما بيسيبش حاجه للظروف. ولذلك انا يعني مبسوط بالمداخله الاخرانيه دي بتاعت فاروق عشان تحطنا وتحط السادة المشاهدين، احنا عارفين ايه اللي بيحصل، انا وانت من غير ما نعرف كده عارفين الخطيب بيفكر ازاي بالزبط. كابتن خطيب وهيعمل ايه وبيفرق في ايه وما ينامش امتى ويصحي الناس كل اللي حواليه. لكن عايزين الناس تشوف ده عشان تطمن اكتر ان احنا مش هنسيب حاجه للظروف. وبالتالي باذن ده انا وصلت ان انا بسال في مطر ولا مش مطر. المهندس سمير عدلي مع مسؤولي الكاف بقى في الاطمئنان على ترتيبات المباراه والجمهور. يعني هو بس الكلمه اللي يعني مستغرب لها شويه ان الاتحاد المغربي هيخليهم يتمرنوا 3 ايام والاهلي يوم، دي مش من حق الاتحاد، او يعني دي مش قرار، ده قرار الاتحاد الافريقي. اذا كان هيدي 3 ايام هنا هيدي 3 ايام هنا، هيدي يوم هنا هيدي يوم هنا. اعتقد هذا، واعتقد ان دي ممكن تبقى يعني احد الاسئله اللي ممكن تتوجه من خلال الناس الموجوده هناك، او يعني اذا راى يعني احنا كابتن حسام غالي وال بص استاذ ابراهيم، احيانا انت تحط اولويات. امسك في ايه واصمم على ايه يعني وايه اللي مش مهم. ودي متروكه طبعا بخبرات عميقه للكابتن الخطيب ومجلس ادارته. وطبعا موسيماني هيبقى له راي مؤكد يعني. وكان نفسنا مره كده بس ما فيش وقت بقى الكابتن سعد عبد الحفيظ كده لا طبعا، ما الكابتن سيد دخل بقى في التركيز بتاع بس مش هينفع ما ينفعش يطلع. بس هو عموما اختيار ملعب التدريب والنظام ده كان الكابتن سيد استقر عليه لما سافر بدري يوم. سافر بدري يوم، لكن لو حصل اي تعديل يا استاذ ابراهيم من حقك انك انت تتكلم فيه تاني. وهو بكره في اللجنه المؤتمر الفني بكره يا استاذ ابراهيم هتتحط فيه النقاط على الحروف كلها. ده المران واللعيبه اهي واضح في التدريب الصباحي. الواضح جدا انه يعني بيتسو موسيماني يا جماعه واخد كل العناصر معاه، خد كلها، كل العناصر 28 لاعب اللي هم ما عندهمش فرص حتى بشكل ده واخد الكابتن بدر يعني بالون واخد محمد الشناوي وعلو لطفي ومصطفى شوبير وحمزه علاء رباعي حراسه المرمى، واخد رامي ربيعه وياسر ابراهيم ومحمود متولي وبدر بنون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وايمن اشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السليه ومحمد محمود وحمدي فتحي واليو ديانج ومحمد مجدي قفشه وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن واحمد عبد القادر واحمد نبيل كوكا. ده الشكل الكامل. وعايز اقول لكم انه الحقيقه يعني الاهتمام حتى عندنا يعني الصحف المغربيه والمواقع المغربيه طبعا طبعا مهتميه جدا. ده مباراه يا جماعه انك انت تلعب نهائي دوري الابطال. الوداد قبل كده لما راح الفاينل بتاع 19 وما قدرش وحصل اللي حصل في مباراه الترجي، من بعدها وهو بيسعى لهذا اللقب. الاهلي 20 و21. لا وهو ما هو هو نادي كبير ودايما احد المرشحين يعني طبعا. فاما يوصل للفاينل يبقى من حقه المشروع ان يطمح في الفوز، ومن حقنا ان نطمح في الفوز، ومن حقه على فكره لو الوضع معكوس وكان هيلعب في القاهره كان كل اللي بنعمله احنا هيعمله هو واكتر منه، وهيحتج وهيعترض وهيزعل وهيغضب وهيتهم من غير ما يهاجمنا واحنا ما يعني الحرص انك ما تعتبروش مسؤول على الموقف بتاعنا وهو ما اعتبرناش مسؤول لو كان الوضع معكوسا، دي بديهيات. لان كل واحد عايز افضل الفرص اللي تحلو او تسهل مأموريته، وربما احنا بيستنفرنا اكتر الظروف الصعبه. مين قالك ان الظروف السهله بتبقى يعني الاهلي بيحب التحدي وبيحب انه التركيز ما بيجيش الا اذا حسيت ان ظروفك صعبه.
ايوه. فباذن الله يعني كل اللي نطلبه ناخد بالاسباب، نعمل اللي علينا، نلتزم، نقدم كل الطاقه. ايوه. وهذا ما يحدث حتى الان، نتمنى ان يستمر حتى نهايه صفاره حكم المباراه. طيب برضو يعني الاهلي لما خد موقف في 94 بسبب ان البطوله مكلفه جدا، السفريات كتيره جدا، البطوله ببلاش بدون اي عوائد، والتحكيم كان الى حد كبير كان في اسباب ساعتها كتيرة يعني دفعت لده. لا وما كنتش شايف بقى الانسحاب ده تداعياته ايه، وان في القاب وفي نقاط وفي تصنيف وكده. وشفت كمان ازاي ان هو ادى فرصه الناس تمحك في اللقب بتاعك. ايوه كويس. طيب الاهلي لما عمل هذا الموقف اللي يعني عمله في 94، الاتحاد فضل يدرس الكاف لغايه لما في 97 اطلق النسخه الجديده في النظام الجديد لدوري الابطال. الاتحاد الافريقي لما دلوقتي في الاجتماعات بتاعه 2019 قرر انه يتعمل الفاينل من مباراه واحده، سيرا وراء الاتحاد الاوروبي، وانه نهائي دوري ابطال اوروبا مباراه واحده. في تقليد اعمى الحقيقه، لانه كتيره جدا الفوارق اللي بين افريقيا واوروبا. لا يا استاذ ابراهيم، خليك ما تنفعش تعمل. لا لا، هو ما فيش مشكله اعملها مباراه واحده بس على شروط الحياديه. طيب لكن ما هو الحياديه اصلا انا مبدئيا حتى وانت راجل خبير تسويق، انا هفترض دلوقتي انه قال المباراه في الكاميرون او في السنغال، عدد الحضور الجماهيري من جماهير الاهلي وجماهير الوداد مش هتيجي ربع الاستاد زي ما حصل معلش في جوهانسبرغ. انت خايف على مصالحهم هم حرين. انا بتكلم على تسويق البطوله، اصل هو هيرجع دلوقتي بعد موقف الاهلي قال لك هندرس العوده لنظام الذهاب والاياب، عشان اولا بيزود مباراه وبيزود فرص التسويق الحشد الجماهيري. طبعا انا ما يهمنيش التسويق بتاعت، لان انا مش مستفيد منه في حاجه في حته التسويق دي. لكن نجاح البطوله بالنسبه له هو، وهي نجاح البطوله حتى مباراه. انا يهمني يا استاذ ابراهيم كل اللي يهم اي نادي ايه، انه يحصل على الحقوق العادله وفي الاجواء الصحيه السليمه. ايوه هو ده اللي انا طالبه من الاتحاد الافريقي. ايوه انك انت تحط الناس كلها في ظروف متكافئه. ايوه وتكبر بقى. لا عايز بقى تقول لي استفيد من التسويق، عظم الجوائز بتاعتك. واخد بالك؟ لان طبعا ما يحصل عليه الانديه فتات بالنسبه لما يحققه الاتحاد الافريقي من اقامه هذه المسابقه. يعني ايه 2 مليون دولار ولا 2.5 مليون دولار بيروحوا في المصاريف وبيروحوا في المكافئات وبيروحوا في ولو حصلت لك اصابه واحده لا قدر الله بيضيعوا. أيه. لازم يبقى فيه هو عامل تامين على اللعيبه خلال البطوله دي يشمل كل شيء. أيه. من الاصابات البسيطه الى الجسيمه لا قدر الله الى فقدان او العجز الكامل او اي او ما هو اكثر. يبقى فيه تامين، لازم يبقى فيه جوائز محسوسه. حط لي 5 مليون دولار يا سيدي للفائز. وابتدي انا من دور الثمانيه كده احس ان انت بتساعدني. انت عارف عملت كده التنافسيه هتزداد جامد جدا. فما ينفعش يعني في امور كتيره لو الانديه حطت ايدها في ايد بعض هتقدر توصل مع الاتحاد الافريقي الى حاجات لمصلحتك. طب رايك لو هو مش بس عايز يكتفي انه يرجع في دوري الابطال للذهاب والعوده علشان تسويق الفاينل وعشان يخرج من المشاكل ديت، لانه حتى يا جماعه الناس اللي بتتكلم للاسف بكتير في حته اوروبا، لا الفوارق كبيره جدا. اولا الجماهير الاوروبيه بتتحرك بين المدن الاوروبيه وبين الدول الاوروبيه بدون اي تاشيره ولا بدون اي مشاكل، الحدود مفتوحه والتاشيرات كلها بدون تاشيره للمواطن الاوروبي بين كل دول القاره، والمسافات قريبه والظروف المعيشيه افضل والقدرات الماديه احسن والتذاكر محجوزه لانه المواعيد متحدده وثابته، ونظم الفير بلاي اكثر تحديدا وصرامه في التنفيذ. ايوه يعني انت هنا في افريقيا مره واحده زي ديت لو انت جيت قلت يعلم بشكل مسبق، وده الفير انك انت كان المفروض انت بعت في 19 يناير بعت للاتحادات الوطنيه والمفروض قلت ان اخر ميعاد نهايه فبراير هنعلن، كان المفروض تعلن في نهايه فبراير ولا حد هيتكلم، تستنى لغايه لما تعلن في 9 مايو بعد ما تحددت الاطراف او
أو شاكت أن تتحدد، هنا المسألة بتمس العدالة شوية. هو هيرجع من المشكلة ديت أنه يرجع ذهاب وإياب لغاية لما يعمل السوبر ليج بقى، مسابقة الدور اللي عايز يعمل فيها عدد كبير. طب السوبر ليج دي يعني هتبقى بديل ولا هتبقى بجانب ولا هتبقى ليها نظام مختلف؟ شوف، هي دي رغبة إنفانتينو وموتسيبي والبعض أعضاء اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأفريقي برضو ميالين لكده. لكن هي المشكلة الكبيرة إنك أنت هتعمل ديت على حساب دور الأبطال، وهتجيب وقت منين في الأجندة ديت إنك تعمل دوري كامل واخد 6 أندية من كل دولة، وهتاخدهم على أي أساس؟ التفاصيل هتبان بعدين نقدر نناقشها، لكن يهمنا قبل ما الثواني المتبقيه ان احنا نقول كان عندنا حاجات وقضايا اخرى كنا نستطيع ان نتحدث فيها، ولكن ما اردناش ان احنا نخرج عن حيز التركيز عن هذه المباراه والاهتمام بها، ولكن هناك امور هنرد عليها فيما هو ات من حلقات. بالتاكيد النهارده غلاف مجله الاهلي خرجت في الإشارة إلى أهمية الحداشر يا أهلي، وأن الأميرة تنتظر الملك على موعد بإذن الله تعالى في 9 مساء الاثنين القادم في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث توهج فانلة الأهلي الحمراء. شكرا جزيلا لحضراتكم، دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير، نلتقي دوما إن شاء الله. تصبحوا على خير.